السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي. موجودين مع حضراتكم النهارده لتغطيه مباراه الاهلي والاسيوطي في المباراه المؤجله من الاسبوع السابع. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا النهارده. اكيد كل ما بتكسب كل ما انت بتتقدم في جدول الدوري، في اكيد ثلاث نقاط مهمين، كل مباراه ثلاث نقاط مهمه جدا لفريق النادي الاهلي حتى يتربع على قمه الدوري الممتاز بامر الله. طبعا المباراه المؤجله مهمه جدا للنادي الاهلي، تبتديها النهارده من مباراه الاسيوطي ثم المقاصه ان شاء الله يوم الاحد والنصر، ثم اخر مباراه مؤجله هي مباراه المقاولين. لكن ان شاء الله توفيقنا النهارده او التوفيق النهارده يحالف النادي الاهلي بنتيجه مميزه، يعني ثلاث نقاط اكيد مهمه في هذا الطريق الحصول على بطوله الدوري هذا الموسم والحفاظ على اللقب للمره الثالثه على التوالي. سريعا عايز اروح لزميلي محمد سعيد من فندق اقامه النادي الاهلي، هنروح نطمن على فريقنا ونرجع نكمل بقى بعض الارقام والاحصائيات الخاصه بمباريات الاسيوطي والاهلي. اتفضل يا محمد. كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. بدايه او ضربه البدايه مع المباريات المؤجله بالنسبه لفريق النادي الاهلي هذا الموسم، والمباراه الهامه جدا مع فريق الاسيوطي اللي بيقوده فنيا الكابتن علي ماهر واللي محقق نتائج جيده خلال الفتره الاخيره في مباريات الدوري العام. مباراة هامة جدا لا تقل أهمية عن مباراة إنبي ولا مباراة المقصة القادمة، رغم وجود فريق الأسيوطي في منتصف الجدول حتى هذه اللحظات وهو في أحد الفرق الصاعدة من الدوري الممتاز به، لكن الكابتن حسام البدري أكد للاعبين في جميع المحاضرات واليوم حتى في المحاضرة الأخيرة التي ستبدأ بعد قليل قبل التحرك صوب استاد القاهرة الدولي، أكد لهم أن جميع الفرق أمامنا سواسية وأن كل المباريات مثيلها زي بعضها. ثلاث نقاط بالنسبة للفريق، لابد على الأهلي أن يحصد هذه نقاط حتى يتسع الفارق مع اقرب المنافسين بعد نهايه المباريات المؤجله، فالاهلي امامه اليوم مباراه صعبه جدا لابد من الفوز بالثلاث نقاط، وبالتالي الجهاز الفني تعامل معها بشكل مختلف عن المباريات السابقه، تم طبعا اراحه عدد من اللاعبين امثال احمد فتحي ووليد سليمان، متواجد محمد نجيب في قائمه المباراه مع سعد سمير وايمن اشرف. عموما هو فتره مساله التغيير في بعض العناصر خلال الفتره الحاليه نتيجه ضغط المباريات، كل مباراه والاخرى 72 ساعة، فبالتالي الجهاز الفني بيتعامل مع كل اللاعبين في هذه المباريات. عماد متعب بيعود إلى القائمة، عدد من اللاعبين قد يتواجدوا في التشكيلة الأساسية، من المحتمل والمرجح عودة عمرو السولية للعب بجوار حسام عاشور في الجبهة اليمنى، لا خلاف على تواجد محمد هاني، صبر رحيل في الجبهة اليسرى، أيمن أشرف، سعد سمير، اليوم شريف إكرامي، يمكن كان ليا حديث مع الكابتن طارق سليمان صباح اليوم، بنسبة كبيرة سيعود إلى حراسة مرمى عرين النادي الأهلي خاصة في ظل إصابة محمد الشناوي، وسالت الكابتن طارق على اصابه الشناوي، قال اصابه بسيطه لكن فضلنا ان احنا نريحه عشان يكون جاهز للمباريات القادمه، والبعض اللي بيقول مثلا ان الشناوي كان ماشي بشكل جيد الاصابه قد تعطله عن المباريات القادمه. كابتن طارق سليمان قال انا بنظر لها بشكل مختلف خالص، شايف ان انا ببدل شريف عشان يرجع تاني، الشناوي موجود ومستمر معانا، احمد اشكرك يا محمد. يمكن اكيد كابتن طارق واكيد الحراس المرمى كلهم جاهزين، واحنا بنتكلم سواء على الشناوي او شريف او احمد عادل، اكيد كلهم حراس مرمى النادي الاهلي، فبالتالي اكيد مستعدين بشكل كبير. الشناوي موجود، شريف موجود، احمد عادل كله صراحه ما بيبقى متواجد بيأدي دور جيد ما شاء الله عليهم. يعني اكيد واحنا بنتكلم على النادي الاهلي وعمليه الروتيشن اللي بتحصل، بنشوف بعض اللاعبين بتتمسك بالفرصه زي ايمن اشرف ما شاء الله عليه، بنشوف ايضا صبر رحيل لما بيبقى موجود ايضا متميز جدا، حسين السيد لما بيبقى متواجد ايضا مميز جدا. عايز اقول لكم ان علي معلول ان شاء الله، خصوصا احنا بنتكلم في الناحيه الشمال، ان شاء الله في المباراه القادمه ممكن بشكل كبير جدا يرجع علي معلول للجبهه اليسرى مع زمايله طبعا اللي بيتالقوا في الفتره اللي فاتت سواء بحسين او صبر رحيل. بنشوف عمرو السوليه ممكن يرجع زي ما محمد قال او زي ما التوقعات بتقول ان عمرو السوليه يرجع بجانب حسام عاشور. عمليه روتيشن موجوده بشكل كبير جدا كابتن حسام بيعملها، وبيعملها بشكل مميز، بيعملها من غير ما تحس ان يبقى فيه خلل جوه الفريق. هو ده دائما المدير الفني اللي فاهم فرقته، خلاص حفظ اللاعبين، عارف امكانيات اللاعبين سواء بقى اللي بيلعبوا بشكل اساسي او اللي متواجدين وبينزلوا وبيأدي دورهم بشكل جيد. بنشوف في الخط الامامي ايضا
باكا، بنشوف مؤمن، بنشوف عبد الله سعيد بيرجع لمستواه الطبيعي، ايضا بنشوف اجايين متالق بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي. هو ده اللي احنا محتاجين نشوفه من لعيب النادي الاهلي، دائما في تالق مستمر، خصوصا ان يعني بعد طبعا المباريات السابقه ومثلا اخر المباراه امام انبي والفوز 4-1 على انبي، اعتقد انها مباراه كانت جيده ونتيجه كانت جيده. ايضا جمهور النادي الاهلي بيطمئن بشكل كبير بهذه النتيجه وفي نفس الوقت بهذا الاداء المميز. وزي ما احنا بنقول الاهلي هو حتى الان هو اميز الفرق في الدوري الممتاز وفي افريقيا وفي الوطن العربي، عنده مجموعه من اللاعبين مميزين، عندهم امكانيات عاليه جدا، عندهم فنيات، عندهم شكل خططي ووعي خططي بشكل كبير. في نفس الوقت واحنا بنتكلم ان انت عندك العدد ده كبير جدا ولكن صغار السن في مجموعه كبيره. اما تيجي نتكلم على مثلا شريف اكرامي او احمد فتحي ولا شريف ولا عبد الله سعيد، تتجاوب يعني دول اكبر ناس 34 35 سنه اخرهم هو ده. فانت بتتكلم معدل اعمار ما شاء الله داخل فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكفيك لسبع سنين ثمان سنين ان شاء الله بطولات بامر الله من خلال تواجد لاعبين مميزين وطبعا استخدام ايضا لاعبين مميزين للفريق بامر الله. يمكن نروح لبعض الاحصائيات وموقف الفريقين ما بين بعض او موقف فريقين في جدول الدوري الممتاز حتى الان بعد 12 اسبوع. طبعا زي ما بقول لكم حتى الان النادي الاهلي فاضل له لسه 4 مباريات، النادي اسيوطي لعب 11، الاهلي لعب 8 مباريات، الاهلي في المركز الثالث والاسيوطي في المركز 11، الاهلي فاز في 7 لقاءات، الاسيوطي فاز في 3 لقاءات، تعادل الاهلي في مباراه واحده وتعادل الاسيوطي 4 مباريات. الاهلي الحمد لله لا خساره حتى الان منذ العام السابق والبطوله السابقه في الدوري الممتاز، اما الاسيوطي في 4 لقاءات خساره. للنادي الاهلي له 19 هدف والاسيوطي عليه 12 هدف الفرق، او عليه له 19 هدف والاسيوطي ليه 12 هدف، على النادي الاهلي 4 اهداف فقط لا غير، اما الاسيوطي في 14 هدف. طبعا النادي الاهلي 22 نقطه في المركز الثالث والاسيوطي في المركز 11 ب 13 نقطة. ده يمكن موقف الفريقين. مشوار فريق النادي الأهلي حتى الآن طبعا ابتدى بمباراة طلائع الجيش وتعادل إيجابي 1-1، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، ثم فوز كبير على الرجاء 4-1، والإنتاج الحربي فوز النادي الأهلي أيضا 2-1، وفوز على النادي الإسماعيلي 2-0، ثم فوز على الداخلية 2-0، ثم المصري بهدفين مقابل لا شيء ايضا، ونتيجه كبيره على فريق انبي 4-1. يمكن زي ما بقول لكم هو مباراه واحده تعادل للنادي الاهلي، وابتدى المارد الاحمر منذ تفرغه للدوري الممتاز وهو في حاله فوز دائم. طبعا مهم جدا احنا بنتكلم في هذه الجزئيه ان انت كان عندك حاله ضغط مباريات سواء بقى في بطوله افريقيا او في بطوله الدوري الممتاز بتشارك فيها، وكان كاس مصر ايضا شغال، ان انت دايما بيبقى عندك لاعبين بتفقدهم نتيجه الاصابه نتيجه بعض الاجهاد. ولكن منذ ان رجع النادي الاهلي للدوري الممتاز وهو في تالق ومكسب مستمر، نتمنى ان شاء الله حاله الفوز دي تمشي بشكل مستمر، هنلاقي نفسنا ان شاء الله حتى نهايه الدوري ممكن النادي الاهلي يحسم بطوله الدوري قبل ما ينتهي باسابيع كثيره بامر ده اللي احنا نتمناه. مشوار الاسيوطي بقى، لما بنتكلم على مشوار الاهلي كلمنا هنتكلم ايضا على مشوار الاسيوطي في الدوري الممتاز. ابتدت مباراه الاسيوطي او اولى مبارياته كانت امام مصر المقصه وتعادل ايجابي 1-1، ثم فوز الاسيوطي على الرجاء 2-0، وايضا في المباراه الثالثه ليه كان الاسماعيلي امام الاسماعيلي وفاز الاسماعيلي 2-0، ثم الاتحاد السكندري مع الاسيوطي وفوز الاتحاد السكندري 2-0، ثم تعادل ايجابي مع المقاولين 1-1، ثم تعادل ايضا مع فريق النصر 2-2، والانتاج الحربي والاسيوطي كان فوز الاسيوطي 3-1، بالرغم من ان الانتاج الحربي فريق قوي، فريق عنده مدير فني قوي كابتن مختار مختار، ثم اللعب مع الداخليه او مباراه الداخليه وفوز الداخليه 2-0، اما الاسيوطي سبورت والمصري البورسعيدي فوز المصري 2-1، وتعادل سلبي مع انبي 0-0، واخيرا كانت مباراته امام طنطا وفوز الاسيوطي على طنطا 2-1، وبالتالي يمكن الجهاز الفني لطنطا كان استقال
واكيد كابتن اسامه عرابي هو المدير الفني الحالي لفريق طنطا. هنتكلم على بعض المدربين اللي ممكن او من منذ بدايه مشوار الدوري حتى الان تم تغيير بعض المدربين ووجود بعض المدربين اخرين في انديه نتيجه زي ما بقول صراع الدوري حتى الان. نتيجه او نتكلم على النتائج المواجهات دائما ما بين الاهلي والاسيوطي. يمكن طبعا زي ما احنا عارفين الاسيوطي يعني عهده جديد في الدوري ممتاز مرتين بس موسم 2014 و2017 هو في الدوري الممتاز، كانت اولى المباريات في 2014 للنادي الاهلي مع الاسيوطي وتعادل سلبي في الدور الاول. اما في الدور الثاني فاز الاهلي على الاسيوطي 5-0 نتيجه كبيره للنادي الاهلي. ثم يعني مباراه اليوم النهارده هتكون المباراه الثالثه للنادي الاهلي مع فريق الاسيوطي. زي ما بقول لحضراتكم عهد او يعني فريق جديد في الدوري الممتاز موسميا حتى الان هو متواجد في الدوري الممتاز. زي ما بقول لحضراتكم في مباراه الاهلي بقى في شهر ديسمبر بما فيها المؤجلات طبعا هتكون متواجده. ايضا مباراه النهارده هتكون اولى المباريات في شهر ديسمبر بالنسبه للنادي الاهلي، ثم مباراه المقصه المؤجله من الاسبوع الثاني، وبعد كده ان شاء الله يوم الجمعه 15 ديسمبر هيكون مباراه طنطا في الاسبوع ال 13، ومباراه سموحه هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله 20 ديسمبر في الجوله ال 14، ووادي دجله في الاسبوع ال 15 يوم الثلاثاء ان شاء الله يوم 26 ديسمبر، ثم مباراه الاهلي وبتروجيت في الاسبوع ال 16 ان شاء الله ده هيكون يوم الجمعه 29 ديسمبر. لو نتكلم على الهدافين طبعا وليد ازارو حتى الان هو هداف الفريق او هداف فريق النادي الاهلي حتى الان بخمس اهداف، اما هداف فريق الاسيوطي هو محمد عنتر. عايزين نتكلم برضو يعني واحنا بنتكلم على الاسيوطي كده قبل ما اكمل الاحصائيات، كابتن علي ماهر هو طبعا المدير الفني لفريق الاسيوطي، مدرب متميز يمكن كان موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كل بيشهد له بالكفاءه، تعامل مع فريق الاسيوطي ان هو يمكن بامكانيات علي ماهر كلاعب كمان قبل ما يبقى مدير فني هو عنده الجزء الهجومي كان متميز فيه كابتن علي طبعا وهو كان بيلعب، فبالتالي انك بتنقل خبراتك وبتنقل فكرك للاعبين نتيجه طبعا خبراتك الكبيره اللي كانت موجوده سواء في لاعب او الخبرات اللي انت اخذتها من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان انت كمان تحفزهم على امور كثيره منها ان انت تلعب قدام الفرق الكبيره بشكل جيد. عشان كده واحنا بنقول موقف الفريقين ونتائج المكسب والتعادل والخساره بالنسبه لفريق اسيوطي ما نيجي نتكلم وهو في حاله صعود السنه دي الى حد ما نتائج مرضيه، نتائج مش بطاله، مع طبعا وجود يمكن تكون امكانيات بالنسبه للنادي مش بنفس قوه فرق كتير. يعني علي ماهر عامل فرقه كويسه، ملاحظ جدا الجزء الهجومي بالنسبه لهم في مبارياتهم كلها، اللي بيتابع فريق الاسيوطي او مبارياته جزء مهم جدا ان انت بتلاعب فريق النهارده ما بيخافش ممكن يبقى يهاجمك بشكل كبير. لو كابتن علي ماهر قرر ان هو يهاجم النادي الاهلي اعتقد ان هو حاجات كتير جدا بيحسبها كابتن علي ان هيقابل قوه هجوميه كبيره موجوده في الدوري الممتاز هو النادي الاهلي وامكانياته ومن خلال طبعا لاعبين مميزين سواء بقى بدايه من حراسه المرمى حتى ان شاء الله الجزء الهجومي وليد ازارو. يمكن دي النتائج طبعا ان احنا قلت لحضراتكم الاسيوطي وموقفهم واللاعبين الاهداف. خليني اكلمكم على نتائج الجوله ال 12 حتى الان، ويمكن كان بعض المفاجات او بعض النتائج خلت بعض الانديه تستغنى عن مدربين في هذه الجوله. كانت المباراه الاولى طبعا زي ما قلت لحضراتكم الاسيوطي سبورت وطنطا، وفوز الاسيوطي 2-1، وبالتالي كابتن خالد عيد تقدم باستقالته او اعتذر عن تكمله المهمه، وكابتن اسامه عرابي نجم مصر ونجم النادي الاهلي موجود حاليا كمدير فني لفريق طنطا. ايضا الرجاء والزمالك وتعادل ايجابي 1-1، ايضا بعض الامور حصلت في نادي الزمالك بعد هذه المباراه. الاهلي وانبي طبعا وفوز الاهلي على انبي 4-1، الاسماعيلي وبتروجيت تعادل سلبي 0-0، الاتحاد السكندري ووادي دجله وفوز كبير لزعيم الثغر الاتحاد السكندري 4-0 على وادي دجله، واعتذار احمد حسام ميدو عن تكمله المشوار مع وادي دجله، ووجود كابتن طارق العشري في القياده الفنيه في وادي دجله. يمكن اكيد طبعا في بعض الاوقات خلاص الامور بتقفل مع بعض المدربين او المديرين الفنيين مع النادي نفسه، الامور مش ماشيه بشكل جيد، بالتالي عمليه التغيير دي ممكن تكون جيده للفريق. هنشوف طبعا
الوضع الحالي او الوضع القادم بالنسبه لوادي دجله. النتيجه طبعا هو عنده امكانيات مميزه وبعض اللاعبين مميزه، يعني منظومه محترفه، يعني اكيد التغيير ده ممكن يبقى في صالحه في التوقيت ده. المقاولون العرب وسموحه، وفوز سموحه على المقاولون العرب 3-0. ايضا في المباريات الاخرى بالنسبه للجوله ال 12، النصر والداخليه وتعادل سلبي 0-0، الانتاج الحربي والمصري البورسعيدي و1-1 نتيجه تعادل ايجابي ما بينهم هما الاثنين. ايضا مصر المقصه وفوز كبير على طلائع جيش في اولى مباريات كابتن حلمي طولان بعد ما تولى المهمه بعد احمد سامي المدير الفني السابق بالنسبه لفريق طلائع الجيش. اولى مباراه كابتن حلمي طولان مع فريق طلائع الجيش وهزيمه من مصر المقصه 4-0. زي ما بقول لحضراتكم، هقول لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بالمدربين اللي كانوا موجودين من اول اسبوع حتى الاسبوع ال 12 اللي تم تغييرهم بالمدربين الاخرين اللي هيبقوا متواجدين في الفتره القادمه. ان شاء الله مباراه بقى الجوله 13 اللي ان شاء الله ممكن النادي الاهلي هيكون فيها من الاسبوع القادم، اللي هيكون ان شاء الله يوم الجمعه مع طنطا بامر الله. خليني اقول لكم بدايه من مباراه طلائع الجيش الاسبوع الجوله 13، طلائع الجيش مع الرجاء، ثم المصري البورسعيدي مع الداخليه، ايضا انبي والانتاج الحربي، مصر المقصه مع النصر، وادي دجله مع المقاولون العرب، الزمالك مع الاسماعيلي، وسموحه مع الاسيوطي، وطنطا مع الاهلي، وبتروجيت مع الاتحاد السكندري. دي الجوله ال 13 بالنسبه لبطوله الدوري الممتاز اللي مشتعله حتى الان نتائجه، وزي ما بقول لحضراتكم نتائج كتير جدا غير متوقعه وتغيير فني او تغيير في الاجهزه الفنيه في حتى الاسبوع 13. خلينا اقول لكم قائمه الهدافين بالنسبه للدوري الممتاز حتى الان. طبعا عمر السعيد اللاعب المميز بالانتاج الحربي 8 اهداف، حسين الشحات ايضا من اللاعبين المميزين هذا الموسم 8 اهداف ولاعب مصر المقصه، جون انتوي ايضا لاعب مصر المقصه 7 اهداف، ايضا من الاسماعيلي كالديرون 6 اهداف، من الزمالك محمد اشرف 5 اهداف، ومن وادي دجله وتارا اسوف 5 اهداف. دول يمكن بعض اللاعبين للدوري الممتاز او هداف الدوري الممتاز. استكملها مع حضراتكم مع وليد ازارو لاعب النادي الاهلي 5 اهداف، محمد فاروق لاعب المقاولون العرب 5 اهداف، اسلام ابو سليمه لاعب المصري البورسعيدي 5 اهداف، واحمد علي لاعب المقاولون العرب 5 اهداف، ثم صلاح محسن لاعب انبي ب5 اهداف، ثم ابراهيم حسن لاعب النادي انبي، ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي ب4 اهداف، وكواكو فابريس لاعب الاتحاد السكندري ب4 اهداف، ومحمد حمدي لاعب سموحه 4 اهداف، واحمد جمعه لاعب المصري البورسعيدي 4 اهداف. دول يمكن قائمه هدافي الدوري الممتاز. يعني اروح للترتيب بالنسبه للجدول الدوري حتى الان، زي ما بقول لحضراتكم لسه امور كتير هتتغير مع طبعا ان شاء الله وجود النادي الاهلي في عمليه فوز باستمرار ان شاء الله سواء في المؤجلات او في الاسابيع اللي هياخدها بدايه من الاسبوع ال 13 ومؤجلاته طبعا مع الفرق اللي هيقابلها. اسماعيلي في المركز الاول برصيد 27 نقطه، المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 23 نقطه، والاهلي او الاهلي في المركز الثالث برصيد 22 نقطه، الزمالك في الرابع برصيد 19 نقطة، سموحة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، والمقاولون العرب في المركز السادس برصيد 19 نقطة، والإنتاج الحربي برصيد في المركز السابع برصيد 16 نقطة أيضا، أما مصر المقاصة ففي المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وراء إنبي في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ثم بتروجيت في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، والاتحاد السكندري في المركز ال 11 برصيد 13 نقطة، أما الأسيوطي سبورت في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة، الداخلية في المركز 13 برصيد 13 نقطة، طنطا في المركز ال 14 برصيد 12 نقطة، طلائع الجيش في المركز ال 15 برصيد 11 نقطة، والنصر في المركز ال 16 برصيد 11 نقطة، أما النصر في المركز ال 16 برصيد 8 نقاط، ووادي دجلة في المركز ال 17 برصيد 8 نقاط، والرجاء في المركز ال 18 برصيد 6 نقاط. ده ترتيب الجدول الممتاز. أكيد وإحنا بنتكلم يعني
ربنا يوفق النادي الاهلي النهارده ان شاء الله في جزئيه التحكيم، هيكون كابتن جهاد جريشه حكم للمباراه، واكيد كابتن حسام البدري. يعني زي ما احنا شايفين الفتره اللي فاتت جزء كبير جدا من الاخطاء التحكيميه ممكن تكون ضده ومع، فبالتالي الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت مفيش اي مشاكل تحكيميه احنا بنواجهها. كابتن جهاد جريش طبعا من الحكام المتواجدين. عايز اقول لحضراتكم ده تشكيل متوقع خاص بالنادي الاهلي ممكن يكون متواجد النهارده معانا على الشاشه. طبعا شريف اكرامي في حراسه المرمى، من يمين لشمال محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، صبري رحيل، اما في خط الوسط عمرو السوليه وحسام عاشور، امامهم جونيور اجايه وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، وفي الامام كراس حربه هو وليد أزار. اكيد واحنا بنتكلم في النادي الاهلي كل دول اللي احنا شايفينه عشيش ده توقعات، ولكن كابتن حسام البدري دائما وهو بيعمل عمليه روتيشن بيقول ده في صالح الفريق، دائما وهو بيغير لعيب مكان لعيب، لان نتيجه اصابه، نتيجه اجهاد، نتيجه فكر فني او شغل فني كابتن حسام البدري بيشوفه سواء بقى في الفريق الخاص بالنادي الاهلي او فريقنا طبعا، والفريق الخاص ايضا بالمنافس، ان انت بتشوف نقاط قوه ممكن لعيب معين هو بيستخدمها كابتن حسام البدري او بيستخدمه في اختراق هذه الجزء او الجزء الفني هناك في الناحيه الثانيه بالنسبه للفريق المنافس. ودي عمليه الروتيشن اللي ممكن تكون في اي حد او اي حد ممكن بيتعامل معاه كمدير فني في هذه او في هذا التوقيت يعني. فكابتن حسام البدري بيتعامل مع الفرق سواء. خليني اكلمكم على التشكيل المتوقع في فريق اسيوطي، معانا على الشاشه ايضا في حراسه المرمى عصام ثروت، من اليمين للشمال احمد جمال، حماده طلبه، احمد سعيد، اوكا، سليم عبد الخالق، وفي خط الوسط مهند لاشين ومحمود شيكا، وامامهم محمد عنتر وسعيد مراد ومحمود صلاح، عمر بسام في خط الهجوم. هل كابتن علي ماهر النهارده من خلال هذا التشكيل المتوقع اللي ممكن يبقى متواجد في الملعب هيتعامل ازاي مع النادي الاهلي وقوته الهجوميه وقوته كفريق متكامل عنده شغل جماعي وشغل فردي بيتعمل على اعلى مستوى؟ هنشوف كابتن علي ماهر ممكن يتعامل ازاي مع فريق النادي الاهلي، ولكن طبعا مباراه صعبه على الفرقتين، مباراه اكيد واحنا بنتكلم النهارده النادي الاهلي لا يقبل غير الفوز، لا يقبل غير الثلاث نقاط في المركز الثالث، عايز يتقدم للامام في جدول الدوري، اكيد مش هيتقدم غير طبعا بالفوز دائما من خلال كل مباراه، سواء مباراه في مؤجله او مباراه تكون في الاسابيع اللي احنا ممكن نلعب بيها. دائما بنتمنى التوفيق لفريقنا. هروح لفاصل بقى ونرجع اكمل كلامي طبعا مع ضيوف اللي هيكون متواجدين ان شاء الله، هنتكلم في الجزء الفني الخاص بالفريق، وعايز اتكلم كمان ايضا على بطوله اوروبا اللي شغاله، وطبعا زي ما احنا شايفين مباراه مميزه جدا، وصعود بعض الانديه واخفاق بعض الانديه الاوروبيه ايضا من الصعود لدور ال 16 في بطوله دوري ابطال اوروبا. بجد ترحيب بحضراتكم، ما زلنا مستمرين في تغطيتنا لهذه المباراه، مباراه الاهلي والاسيوطي في الاسبوع السابع والمباراه المؤجله من الاسبوع السابع في الدوري الممتاز 2017-2018. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا النهارده، لان زي ما بقول لكم المباراه المؤجله مهمه جدا انك تستحوذ على النقاط كلها بالنسبه لك عشان تبتدي تعتلي قمه الدوري مره اخرى بامر الله. احنا عارفين ان احنا في المركز الثالث ان شاء الله. كل التوفيق لفريقنا النهارده. خليني في الاستوديو طبعا ارحب بنجم من نجوم النادي الاهلي ونجوم مصر طبعا، كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن ربيع. اهلا بيك كابتن ربيع. يعني احنا في انتظار طبعا كابتن شريف لغايه لما يجي نبتدي نتكلم على الماتش النهارده، لكن خليني اقول لك كابتن قبل ما نروح ونتكلم على مباراه النهارده، عناوين الاخبار بالنسبه لمباراه النهارده. طبعا اهتمام اعلامي دائما بالنادي الاهلي لانه هو المرشح بقوه للحفاظ على لقب الدوري ان شاء الله للموسم الثالث على التوالي كابتن ربيع. يمكن الاهرام بيتكلم الاهلي يخشى مفاجآت الاسيوطي في لقاء الليله، ايضا الاهلي بالنسبه للاخبار الاهلي يسعى لمواصله صحوته امام الاسيوطي في الدوري، ايضا الجمهوريه الاهلي والاسيوطي بدون ملامح، حوار غامض بين البدري وماهر والمركز الثاني يغري الاحمر، يمكن ده اللفظ المركز الثاني. طبعا النادي الاهلي بيدور دائما على المركز الاول وليس المركز الثاني. الوفد انطلاقه الاهلي تتحدى طموح الاسيوطي في الدوري، اما المصري اليوم الاهلي يحشد قوته الضاربه للزحف نحو القمه على حساب الاسيوطي، والبدري يحذر لاعبيه من الغرور. ايضا الشروق الاهلي يسعى للاقتراب من القمه على حساب الاسيوطي، اما اليوم السابع الاهلي يستدرج الاسيوطي للزحف نحو القمه الليله.
ايضا الوطن سبورت. الاهلي واصل تدريباته غدا بدون راحه عقب موقعة الأسيوطي. أما أخيرا البوابة نيوز، الأهلي يستضيف الأسيوطي بحثا عن الفوز الثامن على التوالي. يمكن دي يمكن بعض العناوين كابتن ربيع لمباراة اليوم. مباراة مهمة أكيد لفريق النادي الأهلي استكمالا للمباريات المؤجلة بالنسبة له. طبعا ما زال النادي الأهلي بعد مباراة النهاردة مؤجلات النهاردة، طبعا الأسيوطي هيتلعب النهاردة ثم المقصة كابتن إن شاء الله، ثم النصر، ثم اخيرا هتكون مباراه المقاولين. كده كابتن ربيع الاهلي يستكمل مبارياته المؤجله بشكل كبير. اكيد هيتحدد بعد نهايه هذه المباراه المؤجله النادي الاهلي هيكون موقعه فين. ولكن خليني اكلمك على مباراه النهارده كابتن، ورؤيتك لهذه المباراه طبعا بعد انتصار كبير للنادي الاهلي على فريق انبي باربع اهداف مقابل هدف واحد. مباراه النهارده ان شاء الله يا محمد باذن الله بعد توفيق ربنا ومكسب هتصعد النادي الاهلي للمركز الثاني، يتصعدوا للمركز الثاني وكمان يبقى لنا ثلاث مباريات مؤجلين. فماتش مهم جدا طبعا، وطموحنا وطموح اللعيبه والمركز الاول للبطوله الدرع طبيعي جدا النادي الاهلي. فانا من وجهه نظري فنياته عاليه جدا، فورمه يملك مقاومات البطل، احسن فريق جاهز حاليا في مصر هو النادي الاهلي بدون منازع. الحالة جيدة بشكل عام، الحالة الفنية رائعة، الأهلي يملك خطوط، يملك حراسة مرمى، يملك خط ظهر، يملك نص ملعب، يملك خط هجوم شرس. دي حقيقة الأهلي في أحسن حالاته الفنية، الأداء رائع بلك. النسب الفنية لو أنا اتكلمت في جانب مهاري مميز زي مثلا التمرير، تلاقي التحضير والاستحواذ كبير جدا، هتلاقي تحركات واعية جدا، واخد بالك، تلاقي التفاهم، تلاقي الترابط، هتلاقي الانسجام، هتلاقي ان دايما الكتله بتتحرك هجوميا عشان توصل للثلث الامامي وتسجل على طول. الكتله بتوجد فرص كتيره، بناء على الفرص دي بتسجل الاهداف. الاهلي حاليا جاهز يا محمد، مفيش قلق خالص. احنا قلنا النهارده مهم جدا عشان هبقى الثاني وبقي لي ثلاث ماتشات مؤجلين، قربت ان شاء الله الرحمن 22 يبقى 25 نقطه، الاول 27 وبقي لي ثلاث ماتشات بامر الله تعالى. اللعيب عارف يعني ايه تركيز والتزام واصرار واراده، لعيب الاهلي عارف ان هو بيلعب على الدرع، بيلعب على البطوله، فماتش النهارده بثلاث نقاط مهمين جدا، اللعيبه برضو واعيين جدا وفاهمين جدا وعارفين يعني ايه التزام وتركيز، مفيش تهاون في النادي الاهلي خالص، مفيش تهاون خالص، الحمد لله ان الامور بفضل الله. الماتش اللي قبل كده نتيجه كبيره جدا غير نسبه الاهداف اللي ضاعت يا محمد. طبعا. فالاداء الفني رائع، الحاله تطمنا، الانسجام والتفاهم، يعني دلوقتي بقى في حاله ابداع شيقه، في حاله ابداع غير اهداف غير النتيجه. فالحمد لله الامور ماشيه احسن ما يكون. انا من وجهه نظري ما فيش فريق السنه دي في الدوري الممتاز ان شاء الله يقدر يقف قدام النادي الاهلي. انا بتكلم بفنيات يا محمد، وبتكلم باوراق، وبتكلم بلعيبه، وبتكلم بقدرات، وبتكلم بجهاز فني. فان شاء الله ماتش النهارده باذن الله تعالى مهم جدا جدا، ربنا يوفقهم يعملوا ماتش كويس ان شاء الله تعالى. واكيد ان هم بيحترموا الاسيوطي، بيحترموا الاداره، بيحترموا الجمهور، بيحترموا اللعيبه، بيحترموا علي ماهر اكيد، وده شيء مش جديد عند لعيبه النادي الاهلي، طول عمر اجيال النادي الاهلي بتحترم المنافس. فاكيد النهارده علي برضه عنده مهمه ثقيله، هيقابل هجوم، هيقابل حلول، هيقابل تنويع، هيقابل جزء بدني ومهاري وخططي. فهو طبعا لحد ما هي ايضا مباراه للشهره بالنسبه لهم كابتن، لحد ما نتكلم في سير المباراه. اعتقد ان هي مباراه ان شاء الله مش سهله، لكن الفوارق الكبيره تخيلوا ان النادي الاهلي هو الاحسن، هو الافضل، هو الاقدر بالفوز ان شاء الله. طيب يعني ده منذ قليل طبعا وصول النادي الاهلي لاستاد القاهره، طبعا التجهيز للتسخين والاحماء، يعني طبعا بدايه الصلاه، طبعا بيخلصوا صلاتهم قبل دخول طبعا قسام حفيظ وكل الجهاز الفني واللاعبين. اكيد طبعا مهم جدا حته التجهيز بقى قبل المباراه، حته التجهيز النفسي قبل المباراه والتركيز، طبعا ده مهم جدا للاعبين، خصوصا يعني لما تكون انت هدفك هو الفوز، انت لازم تتفوق على الفريق اللي امامك بحته التركيز الاعلى، هو ده المهم، حته ان انت تبتدي تشغل جزئيه الروح بقى وتبتدي تجمعها بشكل كبير قبل نزولك الملعب وحته التسخين. خلينا نروح لفاصل او نروح لتقرير عن مباراه اليوم ونرجع نكمل كلامي مع كابتن ربيع سين عن هذه المباراه. تشهد
تشهد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الأسيوط سبورت في مباراتهم المؤجلة من الأسبوع السابع مباراة فنية أخرى خارج الخطوط بين المخضرم حسام البدري المدير الفني للأهلي وقائد كتيبة الشياطين الحمر وبين الطموح علي ماهر مدرب الأسيوط سبورت ونجم الأهلي السابق. فعلى مدار 90 دقيقة سيتابع الجميع مواجهة تكتيكية على أعلى مستوى بين كلا المدربين. فالبدري يدخل اللقاء بحثا عن مواصلة سلسلة انتصاراته واستكمال مسيرته الناجحة مع الأحمر وتحقيق الفوز الثامن على التوالي بعد أن قاد فريقه للفوز على المارد الأحمر، إلا أنه طموح مشروع له ولفريقه، ويسير علي ماهر بفريقه بخطى ثابتة في هذا الموسم خصوصا في آخر مباراة والتي حقق فيها مفاجأة بالفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، وهي الهزيمة التي تسببت في رحيل خالد عيد عن طنطا وتولي أسامة عرابي ابن الأهلي مهمة الفريق الطنطاوي. حقق البدري نجاحا منقطع النظير مع الأهلي في هذا الموسم وقاده للمركز الثالث برصيد 22 نقطة، حيث خاض 8 مباريات فقط، فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة كانت مع طلائع الجيش في الجولة الأولى. ويعد الأهلي مع البدري هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن. أحرز لاعب الأهلي 19 هدفا ومني مرماهم بأربعة أهداف فقط، فيما قاد علي ماهر الأسيوطي في 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر مثلهم، وأحرز لاعبي 12 هدفا ومني مرماهم ب14 هدفا، ويحتل الفريق المركز 11 برصيد 13 نقطة. ترى لمن ستكون الغلبة والكلمة العليا من خارج الخطوط اليوم، للطموح علي ماهر أم للمخضرم حسام البدري؟ وبالطبع هذا ما نتمناه. اكيد احنا بنتكلم على خبرات فريق النادي الاهلي، ايضا بنتكلم على طموح فريق الاسيوطي لحد ما نتائج مميزه. الفريق اللي بيتابع فريق الاسيوطي بشكل كبير عنده قوه هجوميه لحد ما كويسه، عنده ايضا مدير فني بيجرأ لعبته بشكل كبير جدا وعامل شكل مميز جدا لفريق الاسيوطي هذا الموسم. طبعا كابتن علي ماهر واحد من ابناء النادي الاهلي والمدير الفني الاسيوطي. كابتن خليني اكلمك على الاسبوع بقى ال 12 هكلم عليه، لأن في حاجات كتير حصلت هذا الأسبوع ونتائج ممكن تكون خلت بعض المدربين يعتذروا عن تكملة مشوارهم مع أنديتهم. يمكن ما نيجي نتكلم بداية من الأسيوطي وطنطا. أسيوطي وطنطا كابتن، وفوز الأسيوطي اللي المفروض النهارده الأهلي هيلعبه، فاز على طنطا 2-1 في أولى مبارياته، وتم تغيير الجهاز الفني، وطبعا كابتن أسامة عرابي حاليا هو المدير الفني لفريق طنطا في التوقيت ده. كابتن يعني بتشوف برضو تغييرات، يعني اقول لك يا كابتن التغييرات منذ بدايه الموسم حتى الان، يعني بدايه مصر مقاصه كان في البدايه كابتن مؤمن سليمان ومكانه حاليا استقال طبعا وكمل المشوار دلوقتي في التوقيت ده كابتن عماد سليمان. ايضا وادي دجله لسه بعد نتيجته امام الاتحاد السكندري وفوز الاتحاد السكندري في مباراه رائعه بالنسبه للاتحاد السكندري 4-0، اعتذر ميدو عن تكمله الشوار مع وادي دجله، وكابتن طارق العشري هو المدير الفني في الوقت الحالي. ايضا امبي كان كابتن طارق العشري كان متواجد، وكابتن ايهاب جلال استقال طبعا او اعتذر عن استكمال المشوار، كابتن ايهاب جلال متواجد في طارق العشري راح دجله. نعم كابتن طارق العشري راح دجله. ايوه انا بقول لك طارق العشري موجود وكان في دجله في طارق العشري، ولكن كان في امبي في الفتره الاولى بالنسبه لفريق امبي. ايضا طنطا زي ما بقول لحضرتك خالد عيد كان المدير الفني، وكابتن اسامه عرابي هو اعتذر طبعا كابتن خالد عيد وكابتن اسامه عرابي المدير الفني الحالي لفريق طنطا. سموحه كان في البدايه اشتراكه، ودلوقتي كابتن ميمي عبد الرازق موجود لحين طبعا اختيار مدير فني جديد. الاتحاد السكندري كابتن هاني رمزي ابتدى مع الاتحاد السكندري واعتذر، وايضا جه مكانه كافالي، واعتقد ان هم ماشيين بشكل مش يعني مش بطال بالنسبه لفريق الاتحاد السكندري. طلائع الجيش كان احمد سامي المدير الفني كابتن ربيع، وجه كابتن حلمي طولان، وفي اولى مبارياته كابتن حلمي طولان بيفوز مصر مقصه على طلائع الجيش، لان طبعا كانت اولى مباريات كابتن حلمي طولان مع طلائع الجيش، يفوز
مصر مقصة 4-0 بالنسبة لهذه المباراة. أيضا الرجاء كابتن خالد القماش واعتذر وكمل مشوار كابتن عماد النحاس. طبعا تغييرات كتير حتى الأسبوع ال 12 يا كابتن، فبالتالي بتشوفها إيه يا كابتن التغييرات الكتير دي؟ وفي نفس الوقت الأسبوع ال 12 بالذات كان في تغييرين بالنسبة للمديرين الفنيين، سواء بقى في طنطا سواء في وادي دجلة ويمكن في الزمالك أيضا يا كابتن ربيع، حصل بعض الأمور والتغييرات بالنسبة للأسبوع ال 12 يا كابتن. بص يا محمد، أنا أحب الإدارة اللي تخطط وتنظم وتعرف تدير. الإدارة رقم واحد. لمن هنا يا محمد أنا ابتدي أختار أنا هدفي في الدوري، هلعب على البطولة ولا هلعب على المربع ولا هلعب على إن أنا أبقى موجود ولا هلعب على إيه بالظبط؟ من هنا ببتدي أختار جهاز وأختار اللعيبة، وبقول إن أنا مثلا عندي 5 مليون هشتغل بيهم، 4 مليون هشتغل بيهم، 10 مليون هشتغل بيهم حسب الإمكانيات. لما باجي اختار مدرب يا محمد بختار مدرب بناء على ايه؟ ده مهم جدا. ما ينفعش النهارده يبقى انا طموحي ان ابقى موجود في الدوري واجيب مثلا مدرب اجنبي، ما ينفعش. خد بالك؟ فالاختيارات مهمه جدا. فاحنا عندنا في مصر ظاهره غريبه اسمها الاختيارات، مش يعني بالتالي يعني مش عاوز اقول عشوائيه، يعني ما فيهاش عين، ما فيهاش عقل، ما فيهاش كده فنيات. ان انت عشان تختار مدرب كوره بتختار مدرب عنده شخصيه، عنده فنيات، بيعرف يدير، بيعرف يمرن، بيعرف يعمل تشكيل، بيعرف يغير، بيعرف يعمل منافس، حاجات كتير يا محمد. صحيح. فمن هنا هو اسبوع ثلاثه اربع اسابيع تلاقي النتائج الطبيعي جدا. هو الرجاء بيغير ليه مثلا؟ هو ما عاوز يقعد، لكن التغيير الكتير مش 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 هوديك زي ما انت عايز. مثلا طلائع جيش من الاول، ما هو برضه جه برضه واحد وجه مش عارف احمد سامي وبعدين راح، يعني حاجات كتيره جدا بتوجدها الاداره الفنيه العاليه اللي هي طبعا عندها خبرات بتختبرها وتفيدها بتعرف. يعني انت ممكن يجي لك مدرب كويس ما يوفقش، بس عارف انه مدرب كويس يا محمد، عنده فنيات، عنده شخصيه، واللعيبه بتهيبه كويس قوي وبيمرن كويس وعنده اسلوب وعنده. فمن هنا الاختيارات انا اعتقد هي اللي بتدعم الاداره، اختيارات العشوائيه. ده مش عارف ده يعرف ده وده مرشح ده، والوكلة طبعا بتتحكم، وكلاء المدربين خلي بالك بيتحكموا كتير جدا في حاجات كتيره جدا في الدوري، عشان كده بتبتدي تتغير تبتدي. انما وبعدين من هنا لهنا لهنا لهنا، فعموما دي حته لازم يبقى فيها انضباط في مصر عندنا وان شاء الله تبقى كويسه. يعني ايه كابتن؟ يعني مثلا تكون في مثلا قوانين من اتحاد الكوره بجزئيه ان يمكن مدرب ما يروحش اكتر من نادي مثلا في لا يحطوا يعني المدرب ما يروحش اكتر من 6 فرق بس في الموسم. يا كابتن ما سمعتش. 6 فرق في الموسم بس. 6 فرق 6 فرق في الموسم، يعني كل 5 اسابيع بكره، فابتدي اقاتل بشكل اكبر وابتدي اجتهد. انت لو قلت فرقتين في الموسم والجزائر عامله كده، انت بتوسع الدايره. بدل ما يمرن النهارده مثلا عندك 20 مدرب يبقى 30، بدل ما يبقى 40، وبتوسع الدايره لمدربين كويسين مش واخدين فرصتهم عشان هم ما عندهمش علاقات جيده. في مدربين كتير قاعد في البيوت احسن مدربين الموجودين، دي معروفه، واخد بالك؟ بس فين الفرصه؟ صحيح يا كابتن. طيب خليني برضو ايه اروح لفاصل وارجع بقى نستقبل كابتن شريف وناخد رايه في هذه الجزئيه برضو، ونتكلم بقى على ماتشنا النهارده كابتن ربيع. اتفضل. فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا طبعا مع نجوم مصر طبعا كابتن ربيع سينو، واللي هنستقبله طبعا كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر ونجم النادي الاهلي.
اكملا طبعا لتغطيتنا لهذه المباراه، مباراه الاهلي والاسيوطي في الاسبوع السابع والمباراه المؤجله من الاسبوع السابع، خلينا نروح سريعا بقى وتشكيل النادي الاهلي هيكون مع زميلنا محمد سعيد من ملعب المباراه، ملعب استاد القاهره. اتفضل يا محمد. ليك كابتن محمد فاروق، ضيوفك الكرام كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كل مشاهدي قناه الاهلي وجمهور الاهلي الكبير في هذه المباراه الهامه، مباراه الاسيوطي ضمن اللقاءات المؤجله لفريق النادي الاهلي في هذه المسابقه، مسابقه الدوري العام. ابدا سريعا بتشكيل فريق النادي الاهلي، بيعود لحراسه مرمى وعارين فريق النادي الاهلي شريف اكرامي بعد اصابه محمد الشناوي خلال المباراه السابقه وتعذر تواجده مع الفريق خلال المباراه الحاليه واحتماليه ايضا استبعاده عن مباراه المقصه القادمه، فبالتالي بيبدا شريف اكرامي في هذه المباراة. خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، ظهير أيمن، صبر رحيل ظهير أيسر، اثنين مساكين سعد سمير وأيمن أشرف اللي بيسير بشكل جيد جدا ومتألق في خط دفاع فريق النادي الأهلي. خط الوسط الارتكاز حسام عاشور، ويعود اليوم عمرو السولية للعب بجوار عاشور بعد غيابه عن المباراة الماضية حيث شارك بدلا منه أحمد فتحي، لكن أحمد فتحي الجهاز الفني فضل راحته في هذه المباراة. أمامه ثلاثي خط وسط، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، جونيور أجاي، وفي هجوم وليد ازارو. وامكانيه مشاركه مؤمن زكريا على الطرف اليمين او الشمال هي مساله تدوير الكابتن حسام البدري بيعتمد عليها خلال المباريات الاخيره في مساله وضع تدوير في منطقه الوسط الهجومي، سواء مؤمن يبدا اليمين وبعدها بدقائق بيسير ناحيه اليسار حسب رؤيه الجهاز الفني نتيجه الاداء الدفاعي او نتيجه اداء الفريق المنافس لفريق النادي الاهلي، وبالتالي ليست هناك مركزيه في اداء اللاعبين وتواجدهم في التشكيله الاساسيه داخل ملعب المباراه. فبالتالي على دكه البدلاء بيتواجد احمد عادل عبد المنعم، ايضا معاه عماد متعب، محمد نجيب، باسم علي بيعود اليوم على دكه البدلاء بعد استبعاده في المباراه السابقه خارج قائمه المباراه، باكا احمد الشيخ واحمد ياسر ريان، وبالتالي خرج من قائمه المباراه الوحيد هو اكرم توفيق. وفي هذه اللحظات في الخلفيه معي يمكن اكرم توفيق بيؤدي عمليات الاحماء والجري حول الملعب، ده شيء متبع من الجهاز الفني، اي لاعب بيكون خارج من قائمه المباراه بيؤدي تدريبات بدنيه قبل بدايه المباراه. عايز اقول لك كابتن فاروق الجو بارد جدا جدا داخل استاد القاهره، برد قارس الاجواء، مع ذلك الجهاز الفني يراها اجواء ايجابيه جدا، ستكون مباراه كرويه بنكهه اوروبيه على استاد القاهرة الدولي، بيتم رش الملعب في جميع جوانبه، فبالتالي ان شاء الله ننتظر مباراة قوية جدا بالنسبة لفريق النادي الاهلي. المحاضرة الاخيرة للكابتن حسام مع اللاعبين لم تستمر اكثر من حوالي 20 دقيقة، واكد فيها مع كل مباراة بيأكد هذه التعليمات انها مباراة قوية، فريق الاسيوطي لن يقل اهمية عن مباراة انبي ولن يقل اهمية عن مباراة المقصة، الثلاث نقاط في هذه المرحلة مرحلة هامة جدا بالنسبة للفريق للاعتلاء في مسابقة الجدول الدوري العام والابتعاد في النقاط وعدد النقاط عن اقرب المنافسين خلال الفتره الحاليه. حذر اللاعبين من التهاون، اللعب بجديه، الاستمرار بالاداء الممتع اللي ظهر به الفريق في مباراه انبي الاخيره واللي حقق فيها الاهلي الفوز بربعيه مقابل هدف وحيد. ايضا اليوم هناك تعليمات خاصه من الكابتن طارق سليمان لشريف اكرامي، خاصه بعد ابتعاده خلال الفتره الاخيره عن المباريات. كابتن طارق دايما جلساته مع حراس المرمى في الفتره الاخيره بتتناول الحديث عن اهميه المباريات واللعب بجديه والظهور بشكل جيد وعدم وجود حارس اساسي وحارس احتياطي، جميع القائمه كلهم في كفه متساويه امام الجهاز الفني. المباراه هيديرها الكابتن جهاد جريشه، وهو طبعا اولى المباريات اللي هيديرها اليوم بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي فيفا لاختياره لاداره مونديال كاس العالم في روسيا خلال الصيف القادم عام 2018. ننتظر خلال الدقائق القليلة القادمة الخروج التشكيل الرسمي لفريق الأسيوطي، حيث أن الكابتن علي ماهر لديه استراتيجية في كل المباريات، عندما طلبت منه التشكيل ومن الجهاز الإداري أكد أن التشكيل فريق الأسيوطي لن يخرج إلى كل وسائل الإعلام إلا قبل المباراة بحوالي 40 دقيقة، فبالتالي أمامنا حوالي ربع ساعة لانتظار التشكيل الرسمي والتشكيلة الأساسية اللي هيبدأ من خلالها علي ماهر مباراته اليوم أمام فريق النادي. إليك الكلام يا كابتن محمد فاروق إذا كان لديك أي استفسارات أخرى هنا من داخل استاد القاهرة الدولي. اشكرك محمد، يمكن اكيد طبعا كابتن علي ماهر كل الاحترام ليه ان هو يعني في توقيت معين ان هو يطلع تشكيله للنور، اكيد كل حاجه واضحه بالنسبه لكل اللاعبين سواء بقى في كل الانديه وكل الفرق اللي بتشارك، لكن خلاص احنا من المنتظرين تشكيل فريق الاسيوطي. زي ما اقول لحضراتكم اقول تشكيل فريق النادي الاهلي مره اخرى، ده طبعا منذ قليل طبعا وصول كان النادي الاهلي لاستاد القاهره والتجهيز للاحماء. طبعا في حراسه المرمى شريف اكرامي، من اليمين الشمال محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، وصبر رحيل، خط الوسط عمرو السوليه وحسام عاشور، امامهم
مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وجونر اجاييه، اما في الهجوم فوليد ازارو. ده تشكيل فريق النادي الاهلي. اما البدلاء لفريق النادي الاهلي احمد عادل، عبد المنعم، عماد متعب، محمد نجيب، باسم علي، باكا، احمد الشيخ، احمد ياسر، ريان. ده تشكيل وبدلاء النادي الاهلي لملاقاه طبعا فريق الاسيوطي النهارده في مباراه الاسبوع السابع او المباراه المؤجله من الاسبوع السابع. خليني طبعا ينضم لنا واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن شريف. كابتن فاروق اهلا بيك. تحياتي ليك كابتن، اخبارك ايه؟ الله يخليك. زحمه؟ الدنيا زحمه جدا وبرد جدا. وتحياتي ليك وكابتن ربيع، وبعتذر عن التأخير. لا ده انت تنور في اي وقت كابتن. ولكن خلينا نقول البرد ومحمد بيتكلم، الدنيا ساعه لاحلى لعب كوره. لا جو يتلعب في كوره، احنا كلنا نتمنى. كابتن ربيع عارف ان احنا نلعب دايما في الاجواء دي، بس احنا كنا بنلعب الساعه 3 الا ربع. احنا عمرنا ما شفنا حكايه بالليل دي في الماتشات الافريقيه اللي كانت بتيجي، يكون احسن لنا ان احنا بنلعب. ممكن عندنا كانت بتبقى الرطوبه زمان والحر جامد جدا علينا يعني. دلوقتي الاجواء طبعا فيها كوره احسن. بقول لك يا كابتن، وانت يعني الواحد لما لعب بره وانت بتلعب في التلج تطلع، بص انت بتعمل مجهود كبير، ما بتعرفش انت من كميه الجري وتجريها لما تيجي تبقى نفسك تلعب ساعتين. لا بتطلع بقى تحس بقى بالمجهود فعلا اللي انت عملته بعد ما تبطل تخلص الماتش. تبقى حاجه صعبه جدا. لكن منور طبعا كابتن شريف. خليني هكلمك، يمكن كنت بتكلم كابتن ربيع في جزئيه بعض التغييرات اللي حصلت في الدوري الممتاز، وخاصه الاسبوع ال 12 يا كابتن. يمكن كان في مباريات نتائجها اثرت بشكل كبير على المديرين الفنيين، وفي بعض استقال، وبعض طبعا الانديه في اجهزه معاونه اتغيرت بشكل كبير زي فريق نادي الزمالك. يمكن لو نتكلم كابتن، كانت نتائج الاسبوع ال 12 الاسيوطي كسب طنطا 2-1، رجاء تعادل مع الزمالك، الاهلي طبعا كسب انبي 4-1، الاسماعيلي تعادل مع بتروجيت 0-0، اتحاد اسكندري كسب وادي دجله 4-0، المقاولون العرب خسر من سموحه 3-0، النصر والداخليه تعادل سلبي 0-0، الانتاج الحربي والمصري البورسعيدي تعادل ايجابي 1-1، اما مصر المخاصه ففوز على طلاع الجيش 4-0. رايك كابتن في بعض الامور اللي حدثت في هذا الاسبوع نتيجه طبعا تغييرات مثلا في طنطا كابتن خالد عيد، كابتن اسامه عرابي متواجد في التوقيت الحالي مكانه، ايضا الزمالك وادي دجله والزمالك وطنطا هم كانوا الضحيه وطلاع الجيش. كابتن حلمي طلع اولى مبارياته مع طلاع الجيش وهزيمه امام مقصه 4-0. ايضا 4-0. فطبعا من حق اي مدرب يبتدي يمسك اي فرقه جديد ان هو يحط بصماته ويشوف اللعيبه اللي عنده ليه اللعيبه بتلعب بالاسلوب ده. مش هيقدر يعمل اي حاجه غير انه يتفرج عليهم لعمر مباراه. كابتن حلمي كان حظه وحش واتغلب. لسه ان شاء الله بندعي لاخونا وحبيبنا كابتن اسامه بالتوفيق باذن الله. انما كان هيبقى ماتش ربيع، هيبقى الاهلي في الكاس، هيبقى مباراه الاهلي والكاس، ده هيبقى اختبار صعب برضه يعني، حظ وحش فيه كمان. انما بالنسبه للزمالك بقى، فالزمالك اعتقد انه لم يقنعنا في بدايه الموسم، واللاعبين نفسهم شخصيتهم اعتقد ان في ناس كتير قوي تتمنى تلعب في نادي الزمالك ويقدروا يأدوا باسلوب احسن من كده، ويقدروا يكون عندهم حضور اكتر من كده جوه الملعب، ويوفروا على الجماهير ومجلس الاداره والاجهزه الفنيه حاجات كتير قوي. مهما كان المدرب بيعمل كل اللي عليه وبيقول للعيبه اتفضلوا، نوعيه اللعيبه بقى اللي موجوده في الملعب هي عندها ثقل او عندها الشكل اللي هو يقدر يحقق، زي ما احنا بنقول دايما كلنا، احنا كلنا هنا في الاستوديو بنقول على النادي الاهلي، شوف النادي الاهلي شكله عامل ازاي. كابتن فاروق عامل حاجه ما شاء الله، الله اكبر يعني. ودايما بنطالب منه في اول 10 دقائق انه يخلص الماتش، بنطالب منه ان الماتش ما يبقاش جوه الملعب لسه اجاليتي بيسموه، تعادلي يعني، ما واحد يجيب هجمه تيجي عليها كوره. طب النادي الاهلي لو دخل فيه جون من الفرق اللي هي قادره على التعويض، انما احنا ما عندناش، ما شفناش القناعه من فرق كتير قوي كبيره في الدوري باستثناء الحقيقه المصري والاسماعيلي، ان هم لما يتاخروا بهدف يقدروا يعوضوا ويقدروا ينتشروا في الملعب، ويقدروا عندهم شخصيه البطوله، شخصيه الوجود في المربع الذهبي. فأهم ما حصل في الحكايه دي، يمكن طنطا السنه اللي فاتت عندها تاريخ ان الحكايه دي بتحصل، ويروح خالد عيد ويرجع تاني خالد عيد لغايه لما بقوا موجودين في الدوري ما نزلوش. يعني
كل شكل مطلوب منه اعداد كويس وفلوس كتير ولعيبه كتير وعين ثاقبه ان هي تخليك واقف على رجلك. النهارده الاسيوط احنا بنلعبه جاي من فوز، وتيجي تشوف نتيجه الاسيوطي ابتدى معاك 2014 بتعادل، بعد كده نتيجه كبيره قوي الاهلي بيكسبه 5. انما فرقه بتعرف تلعب كوره، ليها وجود، المدرب بتاعه عنده فكر، في احترام. الربيع دايما يقول لك احترام الاخرين، احترام النادي الاهلي، اللي مش هيحترم النادي الاهلي هتبقى فيه صعوبه عليه. يعني اللي مش هيلاعب النادي الاهلي 4-5-1 ده يبقى انتحاري. اللي هيطمع في حسام البدري وفرقه النادي الاهلي انتحاري برضو. هو وحظه بقى وتوفيق لعيبه النادي الاهلي. احنا قلنا امبارح انا وربيع ان النادي الاهلي عرف النو هاو، اللعيبه انتشرت في الملعب، عرفت الحكايه تتلعب ازاي. قبل بس ما اروح يا كابتن، ليا تعليق على موضوع نادي الزمالك كابتن ربيع لو تشترك معانا فيه. يعني نقطه انت بتتكلم على اللعيبه، برضو كابتن انا كنادي كبير زي الاهلي والزمالك والفرق الكبيره اللي هي هدفها هو الحصول على الدوري او المنافسه بقوه على القمه، دايما حته الاستقرار بالنسبه للاعبين وجودهم وحته الهارموني اللي بتبقى موجوده ما بتاخدش شهرين ثلاثه، اللي بتاخد ممكن سنين. وطبعا دي وشطرت العوده للمنافسه فاروق اللي انت بتقول عليه. العوده مش ان هو ياخد بطوله، لو انا كل سنه حسسني بس فاروق ان هو بينافس، ببيع يعني بشتري 12 لعيب واعتمد عليهم مره واحده وهم اصلا ما يعرفوش بعض، الامور بتبقى صعبه كابتن ربيع، ولا انا غلطان في هذه الجزئيه؟ انا قلت لك ان اللي عاوز يتعلم الاداره، اصل الشغل اسلوب. وانت بدل بتشتغل في الكوره وعايز تحقق نتائج لازم تمشي صح. ربنا سبحانه وتعالى يعرفه بالعقل، في عقل وفي عيون وفي اداره وفي اداريات وفي فنيات وفي اختيارات وكذلك وفي سلوك، في حاجات كتيره جدا وفي جهد وفي تخطيط يا محمد وفي فنيات. صحيح. انت اذا كنت عاوز تنجح بامر الله تعالى يبقى تشتغل صح. بدايه الصح هو اللي هيوصلك للي انت عاوزه. فالطبيعي جدا احنا ما اختلفناش ان اختيارات المدربين يا كابتن بص بيبقى ازاي، اختيارات اللعيبه بيبقى عامل ازاي، المنظومه النادي الاهلي الاربع حاجات مترابطين الحمد لله. الجمهور بصوا في حتته، الاداره في حتتها وفي الوقت المناسب، الجهاز الفني عارف اللعيبه، اربعه كابتن ناجحين. بص الفريق عاوز يتعلم وعاوز يشوف، شوف المنظومه دي بتكسب البطولات ازاي بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الشغل السليم يا كابتن الحمد لله، فدي وجهه نظر واخد بالك. صحيح. بالامكانيات عندنا امكانيات وبنجيب وبنبدع وحاجات طول عمر النادي الاهلي على مدار العصور. الزمالك كابتن امبارح متفوق ورائع النادي الاهلي، عندنا خط ماشيين عليه يا كابتن ربيع. وبعدين في هدف يا كابتن فاروق، يعني انا النهارده راجل جايب مدرب معين لهدف معين، هو عشان كسب الاهلي في البطوله العربيه يبقى هو ده المدرب بتاعي او المنقذ بتاعي. اهو اسوأ شكل حصل لنادي الزمالك في تاريخ البطولات هو السنه دي، ازاي الزمالك بيبتدي بطوله زي دي؟ السنه اللي فاتت اتغلب باين 4 ماتشات ورا بعض حاجه زي كده، كانت علامه سيئه جدا. وبعدين بيقولوا بيتاخر، ما هو لازم نبحث، لازم نشوف اذا اللعيبه القديمه ما اتطعمتش بلعيبه جديده تقدر على مستوى فانيلا البيضاء اللي دايما حتى الزملكاويه اللي بيقولوا كده مش انا بس. انا ما تخش تقعد تتفرج على ايمن يونس، تتفرج على اي حد وهو بيتكلم واي حاجه، عموما نادي الزمالك بقى وبيحلله وفاروق جعفر وحسن شحاته يقول لك ايه، اللعيبه ما عندهاش النحره بتاعت الروح بتاعت البطوله، النحره بتاعت النادي الزمالك. طيب بس برضو انا عايز اقول لك على حاجه، انا الراجل ما اقنعنيش باي حاجه نبوشه ده، يعني انا لو طارق يحيى كان موجود كنا نعرف نتكلم ونعرف نقول ده مدرب مصري وليه تاريخه في البطوله. انما الراجل نبوشه ده انا مش شايف له ايه عنده ولا ايه، انا مش عارف يعني. هم اللي بيشيلوا في الشريف ما ينفعش النهارده متوسط الانفاق عندي يوصل ل 500 مليون جنيه ويبقى عندي قطاع ناشئين في فرقه اسمها وليد 97 فيها 30 لاعب واخد بالك ومنافس على بطوله، يعني متوسط الانفاق. انت مثلا في فرقه طموحها ان تبقى موجود خلاص تصرف 10 مليون 20 مليون واخد بالك، الفرقه اللي بتهبط مثلا ما عندهاش امكانيات، ان متوسط الانفاق بتاع فرق البطوله بيعدي ال 500 مليون جنيه في 30 لاعب يا كابتن، باقامتهم بمعيشتهم بترضيتهم بمصاريفهم بمكافاتهم معسكراتهم بكله. انت واخد بالك يا كابتن انا قصدي ايه؟ انت عندك الامكانيات وعندك الحمد لله الحياه جميله. ما زمان مثلا كانت اللعيبه موهوبه وبتاخد وتلعب وتجتهد وتحقق البطولات وتبدع وتتالق. فمن هنا انت عشان الدليل يا كابتن محمد ان الامور مش مدروسه، الامور عشوائيه، لا الامور لما انت بتقعد وتنظم وتقعد بقى كل واحد في حتته وتشتغل صح هتلاقي نفسك، تلاقي الحب موجود اكيد والابداع موجود. مش بيقول عليه ربيع الفرق الكبيره غير الفرق برضه الصغيره غير الفرق بتنافس يعني على ايوه ربيع قال لك كلمه حلوه قوي جنب الاخر، قال لك نشتغل صح.
اي طبعا هو نشتغل صح طبعا تشتغل صح ده لمصلحتك الناس كلها هتتغنى باسمك وتقول انت احسن اداره واحسن لعيبه وبعدين احسن اجهزه فنيه معلش نشتغل صح كابتن شريف مثلا تلاقي معلش يا محمد تلاقي مثلا النادي الاهلي كسب فرقه مثلا صغيره وزعلانين يا عم ده صرف مليار انت فاهم قصدي الطبيعي انت ما هو انت فاهم قصدي بوريك ان العقل فين العقل من حقك انك تكسب بس تكسب اكسبني في الملعب بتخرج زعلان ليه ده الاهلي بيصرف والزمالك بيصرف عشان الناس الموضوع عشان بسهل. هم اكبر جماهيريه كابتن ربيع في البلد يعني سؤالي الاخير يا كابتن بالنسبه للتغييرات اللي احنا قلناها يعني المدربين احنا بنتكلم في حوالي 7 أندية او 8 أندية غيرت المدربين الفني حتى الاسبوع ال 12 كابتن شريف هل التغيير كابتن السؤال ليكم قبل بقى ما نروح نتكلم في التشكيل ونتكلم في مباراه الاهلي النهارده بشكل فني اكبر التغيير يا كابتن في توقيت معين بيفرق او بيدي تغييره بالنسبه للفريق ممكن تفرق معاهم في الفتره اللي بعد كده بعد اختيار مدير فني طبعا يا محمد بيفرق جامد جدا ويضيع وقت ويهلل الفرقه انا لو جيت مدرب مسكت فرقه احنا دلوقتي عاوزين نقول انا عندي كام تمرين وعندي كام ماتش خلال الشهر عشان اقدر اللعيبه تستوعب فكري ولو انا عندها السلبيات اعالج السلبيات ازاي على المستوى البدني والمهاري والخططي اولا لو مسكنا الجانب البدني عشان اعالج القصور اللي فيه ادي واحد اطور الاداء المهاري اللي عندهم اثنين اطوره ده ياخد كام يوم وكم تمرين وكم ساعه وكم شهر الشغل الخططي بتاع المدير الفني شغل الخططي ليه؟ عشان اقدر النهارده اسيطر على المباراه في حاجه اسمها خططيه اجناب خططيه يمين ده هياخد وقت قد ايه؟ عشان المدرب يا كابتن شريف ينسجم مع اللعيبه ويعرفوا طباعه ويعرف طباع اللعيب وعشان يدرس حاله كل لاعب بص كام دقيقه وكم ساعه وكم يوم وكم اسبوع وكم شهر محتاج وقت قول مثلا في 4 أسابيع في شهر ممكن يبقى انت وحظك فاهم قصدي ازاي؟ صحيح واللي قبله شهر يعني في 4 ماتشات ادي 8 راحوا واخد بالك؟ يعني دور كامل بيروح في تغيير احسب الدور ده فيه كام نقطة يا محمد؟ فأنا من وجهة نظري عدم بيخلق المشاكل الفنية لأن احنا كورة بنتكلم في كورة فنيات في شغل كورة مدرب عنده يا محمد فنيات عنده شغل عنده عمل وقت وظائف عند اللعيبة اللعيبة لازم عشان تظهر في 90 دقيقة لازم الناس تعرف انه بيشتغل طول الأسبوع وبيحرد فهو ده فطبعا أنا شفت حاجة غريبة قوي يا ربيع ان اللي بيقع من النادي الاهلي وبيروح في الفرق الثانيه بنلاقي شكل الفرق الثانيه يا كابتن ربيع حاجه جميله مقصه السنه اللي فاتت هو اللي بينافسك على الدوري هو اللي راح يلعب في افريقيا هو عشان في 2 3 لعيبه موجودين كانوا من النادي الاهلي شكل النادي الاهلي اللي بيروح في اي فرقه منه وبيحصل تطعيم بالفرقه الاخرى او الاعارات او اي حاجه بيروح يرفع راس الفرقه الثانيه ويرفع راس اسمه ويرفع راس دي شخصيه اللاعب اللي احنا بنقول عليها بيبقى متربي يا كابتن ربيع على البطولات متربي على انه ما بيخسرش احمد الشيخ مثلا لما كان في المقص هداف دوري بيجيب كل ماتش جول بيلعب على طول في وسط المجموعه اللي هي موجوده في اهلي بيندر بيتنافس دلوقتي لان كل الاهلي قصه ثانيه عشان بس عايزين نوضح حته ما هو كان هداف الدوري ما بيلعبش غير على فترات ما في كمان لعيبه جاي هو راجع على منظومه شغاله اوريدي وليد سليمان ومؤمن زكريا والراجل حمودي انت فهمتني يعني الناس بس عشان في ناس بتيجي على النادي الاهلي وتقول لك عمليه الروتيشن عمليه التدوير ما ده كله في مدير فني هو اللي بيقود هذه الحكايه والاصابات والايقافات والحاجات اللي بيتاثر بيها والبطولات الافريقيه المتلاحقه والدوري والكاس والسيزون اللي هو متلاحم السنه اللي فاتت في حاجات كتير قوي كانت موجوده عندنا تخلي الفرق كلها ليه انا والله انا مره قلت على اتحاد الكوره قلت لهم شوفوا الاهلي بينتهي منين وابتدوا انتوا والله قلت من اين ينتهي الاهلي يبدا الجميع في التحضير ودي حاجه تزعل هو الاصول والكيان والمبادئ والشعارات اللي احنا بنقولها وتنفذ هذه الشعارات دي حاجه كويسه جدا ده احنا كنا كابتن ربيع زمان اهم حاجه يجي المدير الفني او مدير الجهاز او اي حاجه يشوفنا واحنا بنتمرن لابسين ازاي شكلنا عامل ازاي ما ينفعش تلاقي واحد نازل بالشراب مدلدل كده انا كنت مثلا دايما احب ايه ابقى منزل الشراب طالع الفانيلا بره كانوا بيهتموا بالحاجات دي ولا لا يا كابتن ربيع كانوا بيهتموا بينا شكلا وموضوعا عشان اساسيات الحكايه كلها يبقى شكلها حلو يبقى انت ملتزم بالزبط. فعلا وتحس بالالتزام الشوز بتاعك لازم يتلمع لازم الناس حتى وهي بتتفرج عليك في التمرين تبقى شايفه الشكل ده مختلف عن جميع الفاليو بتاعكم الفاليو بتاعك اللي بتقول عليه طبعا انت راجل محترف واحترفت بره بنقرب من الناس دي ولا ما بنقربش بنروح في الحته دي والاهلي هو اقرب الصراحه بنقرب ولا لا من عالميه احنا بنقرب من عالميه كان نزولنا الملعب كان كل واحد بينزل
لوحده عشان ياخد ناخد الحتتين بتوعنا اللي هم شريف ربيع. ده كان كل واحد كان كل واحد تقول وانت ما بتعيش ما شاء الله. وكمان لما بتيجي تنزل تمرين انت جايب جون في الماتش اللي قبله. احنا بقى ايامنا احنا وانا وربيع ده الريسيفنج احنا ما كناش بناخد غير دي. الجيل ده كابتن عيني برضو مظلوم في الحته دي. ان فعلا بعد ما انت كنت بتادي ماتش جيد او بتحرز هدف تيجي بعد التمرين مستني بقى الحته وانت خارج من وانت نازل الاوضه وحته النزول للتيتش دي كان جمهور على طول. عايز اقول لك على حاجه، ما كانش عندنا النعره دي لان كان في 5 6 7 نجوم داخلين، 10 نجوم، الفرقه كلها نجوم، الفرقه كلها نجوم. مش عارفين بكره طاهر اللي هيجيب جول ولا شريف ولا خطيب ولا عبده ولا ربيع صحيح. ده الدفاع الجمهور كان بيفهم كان احنا بيفهم. احنا مش عارفين كنت تراهن على مين وماتشات كنت بتروح هتروح تخلص 4-5. اعتقد النادي الاهلي رجع لنا الحته الحلوه طيب. دي يا كابتن ربيع كابتن يعني 4-5 دي احنا مش عارفين الماتش ده هيخلص كام. كنا بندعي الماتش اللي فات يخلص 8-9 عشان يبقى درس كبير قوي للناس من حيث انتهى النادي الاهلي يبتدي اي فريق. طيب ده يعني ابتدى الفرقتين تنزلوا ارض الملعب للتسخين. طبعا بدايه شيف اكرامي هو اول اللاعبين اللي يعني توفيق يا رب ان شاء الله نزوله وتسخين. طبعا فريق اسيوط اكيد كابتن علي ماهر كده ما دام التسخين ابتدى بالنسبه لاسيوط يبقى التشكيل هيبقى متواجد مع زميلنا محمد سعيد. خايف علي ماهر بس يحتار في الدكه. علي ده مخيف اصلا كمان ده عسل يروح الدكه الثانيه. علي جميل وواحد من ابناء النادي الاهلي. خلينا نكلم كابتن على تشكيل بقى النادي الاهلي. نبتدي تشكيل النادي الاهلي. طبعا يمكن احنا كما توقعنا بشكل كبير وجود اكرامي ومحمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وصبر رحيل ده في خط الدفاع، وايمن وطبعا عمرو السوليه وعاشور، وامامهم مؤمن زكريا وعبد الله السعيد واجاي وازارو. ده تشكيل النادي الاهلي توقعناه كابتن، وجه بالفعل النهارده كابتن حسين البدري بيتعامل بنفس هذا التشكيل يا كابتن. بس انا عندي بس كام نقطه الاول. يعني عاوزين نعرف ان تعدد المباريات وجهاد اللاعبين وزحمه المباريات دي مهمه جدا، لازم تبقى في الحسابات يا كابتن، واخد بالك؟ لان الموسم الماضي برضو علينا شويه، وفي نفس الوقت التدوير يعني برضو حسام اللي انا محتاجه واخد بالك واللي جاهز عندي بيدخل في عمليه التدوير، وده طبعا حاجه فنيه على اعلى مستوى. التشكيل ما فيهوش غير الشريف اكرامي عشان الشناوي طبعا، وانا قلت من هنا قبل موضوع الاصابه ان اكرامي لازم ياخد، لان اكرامي تعب مع منتخب ووصل كاس عالم ولازم يبقى موجود حتى لو بالتبادل، خد بالك يا محمد. ماتش وماتش ودي ما فيهاش مشاكل خالص، كان ثابت اكرامي ماتش وماتش مفيش مشاكل فيها خالص. انما هو النهارده مفيش جديد، هو بادئ باكرامي والاربعه محافظ على القوام بتاعه، محمد هاني وصبر حيل الجانبين وعندك السوليه والعشوي يعني زكريا والسعيد واجاهي وازارو. مفيش جديد في التشكيل، هو حسام عاوز يكسب عشان يروح المركز الثاني بامر الله تعالى، وفي نفس الوقت لما اكسب واحسم النتيجه عشان المفاجات وارده لفريق بطموح الاسيوطي، ان فريق هيدافع، ان هيلعب على مرتدات، ان هيقفل، ان خمسه بتوع وسط الملعب هيبقوا قريبين، هيضيقوا المساحات، ان حاجات كتيره جدا. فاللي موجود عند حسام واحنا قاريينه ان احنا نحسم النتيجه، احسم السكور بتاعي واكسب وبعد كده ادفع بثلاثه من بره، انما انا بلعب بالناس الجاهزه اللي خلصوا لي المباراه، وهو خلاص فكر حسام حفظناه وعارفينه، فهو ما عندوش اي ريسكات عاملها، هو الراجل واقعي جدا جدا مع اجهز 11 بادئ بيهم واجهز 7 موجودين بره النهارده بينطلق بيهم عشان يحقق النتيجه ان شاء الله كويسه، وهو ادرى واحد بالفريق فنيا هو الكابتن حسام. فحسام خلينا بواقعيه شديده، احنا فريق يعني دول جاهزين 100% ومستعدين، واعتقد ان هم باذن الله تعالى هيعملوا ماتش كويس النهارده، لان هم يعني الفتره اللي فاتت كان في انسجام غير عادي وكان في تفاهم غير عادي، الفورمه الرياضيه بتاع النادي الاهلي يا محمد في احسن حالتها. حقيقي يا كابتن انا بتكلم بما يرضي الله، الفنيات بص يعني اخر ماتش فكره باعتراف المديرين الفنيين اللي في الدوري ممتاز في التوقيت الحالي كمان يا كابتن. انت بص يا كابتن، انت عندك ماتش ام بي، شوف احنا كسبنا 4-1 و6 اهداف في شوط واحد، يعني لو انت فاهم ازاي ده معناه ان الاهلي بدنيا ومهاريا وخططيا واقف كابتن شريف على اكمل ما يكون، واعي في جوه الملعب. فالاهلي يا كابتن شريف انا اعتقد، وبعدين اللي بيدخل مستواه بيبقى زي يعني تحسه انه راجع مستواه زي الفل جاهز. صبر رحيل اكبر مثلا يا كابتن. فالاهلي جاهز النهارده وربنا يوفقهم ويسعدونا وماتش كويس ونتيجه كويسه ان شاء الله. طيب تعليق حضرتك كابتن شريف على، انا عايز اقول لك حاجه واحده بس، انا باكد على كابتن ربيع بس انا هديك حاجه بقى. حمودي اكرم توفيق بركات عمرو بركات
اسلام محارب، ميدو جابر، هشام محمد، معلول، حسين السيد، مروان صبحي، كريم نيدفيد. شفت الشكل عامل ازاي الناس اللي بره؟ منهم اصابات، هشام محمد ومعلول وحسين السيد ومروان صبحي وكريم نيدفيد، دول اصابات. شوف الناس تانية كمان اللي هي المفروض تلحق وتبقى موجوده اللي قال عليهم ربيع ياسين، شكل يخض. شكل لما لو شلت اي حد وحطيته جوه احنا ما عندناش اي تعليق في اي حاجه. ما شاء الله الناس اللي هي بتبقى موجوده ساعه المباراه بتجعل من الحيره للجهاز الفني ان هو ازاي يبتدي بمين والخطه تبقى ازاي والروتيشن اللي بيقولوا عليه اللي هو التدوير ازاي النهارده ده يبقى معايا بكره الثاني يبقى معايا عشان ما يهربش مني اي لعيب زي كابتن طه امبارح برده الدكتور طه كان بيقول لك عشان لعيب ما يصديش يعني ما اجي ادور عليه ما الاقيهوش يعني فاعتقد برده ان الحكايه مساعده كتير قوي الجهاز الفني عندنا متيجنا ان احنا نفكر صح او نشوف كل حاجه بعين كويسه مش مستعجلين على كل الناس واعتقد اللعيبه برده كابتن ربيع كلها مؤمنه بده مؤمنين بان هم في حته كويسه مؤمنين ان هم في ايد امينه مؤمنين ان هم في منطقه ان شاء الله بتوديهم للمنتخبات بتوديهم للنجاحات بتوديهم للبطولات بتوديهم للعالميه برده انه اي لعيب من دول لو قلت كل الاسماء دي ممكن يطلع من تحت ايدك محترف داخل البلاد العربيه بلجيكا تركيا اي حته قريبه ببص على اللعيبه دي اللي هي داخل الكيان اللي هو اعتقد ان هو نمره واحد دلوقتي موجود فانا باكد على كلام كابتن ربيع في الناس اللي بتلعب انا خلاص حتى واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه وبيحصل اي حاجه بنبقى عارفين التغيير شكله ايه بنبقى عارفين حسام بيفكر ازاي ما بقولش لا ليه ننزل ده وما ننزل انما بنطمع بقى يعني بنطمع ان يكون احمد ياسر ريان موجود متعب شويه نقعد نتفرج عليه بيوحشنا في المكاسب الكبيره يعني اكرم توفيق ربيع بيحبه عايزين نشوفه بقى باذن الله يكون ليه دور كبير معانا طول ما النتائج ماشيه كويس طول ما الاجهزه الفنيه بتفكر كويس وبتقدر يبقى عندها اتاحه فرصه للجميع اللي هم حاسين ان مفيش اي غبن الحقيقه الراجل عادل وفير وربنا يوفقهم النهارده ان شاء الله طيب خليني بقى اقول تشكيل اصوتي كابتن شريف كابتن علي ماهر افرج عن التشكيل طبعا كان كابتن محمد سيد قال لنا كابتن علي ماهر رفض ان هو يدي التشكيل رايحين طبعا نزول الفريق ولكن طبعا بيبقى معلوم عند الحكام طبعا لان هو بيدوا السكور شيت بالظبط طبعا للحكام هنا اقول لكم في حراسه المرمى عصام ثروت من اليمين الشمال احمد سعيد اوكا احمد جمال سليم عبد الخالق وحماده طلبه في خط الوسط مهند لاشين وعماد دونجا امامهم محمد عنتر وسعيد مراد ومحمود شيكا وامام في المقدمه عمر بسام ده تشكيل فريق الاسيوطي اكيد كابتن علي ماهر وكابتن ربيع وكابتن شريف يعني انت قلت جزئيه مهمه جدا وكابتن شريف قالها انت هتعمل ايه قدام النادي الاهلي هل هتهاجمه بيبقى انت بتنتحر بشكل كبير لكن هي من الثقه بالنفس هو امكانياته حضرتك بتتكلم كابتن ربيع لكن فكر كابتن علي ماهر دائما في المباريات اللي ممكن بتتفرج على اصوات الكابتن هو عنده جزء هجومي ما شاء الله مميز جدا وجراءه في هذه الجزئيه هل ممكن امام النادي الاهلي يتعامل بنفس الاسلوب ولا كالعاده مع الفرق الاخرى اللي بتلعب النادي الاهلي تلاقي الامور فيه تحفظ كبير جدا في الجزء الهجومي يا كابتن ماشي عايزين نفتح النهارده فحش. ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت بيدينا عقول ومدينا عقول المدرب الذكي مهم جدا في التعامل مع الفريق المنافس اللي بيلعبه محمد النادي الاهلي حجمه الفني كبير انا مدرب وعارف حجمه الفني كتير يعني اجهز فريق مش في مصر اجهز فريق في افريقيا النجم لما نسي نفسه قدام النادي الاهلي خد كام النجم الساحلي طبعا فريق كبير في افريقيا نسي نفسه مع النادي الاهلي نسي نفسه انا ما بقللش بتكلم بواقعيه وبصدق صحيح هو لما الوداد كابتن اتعامل بواقعيه امام الاهلي شوف عامل ازاي برضه يعني طبعا صحيح النهارده ما اقدرش افتح طبعا ده فريقنا وهو نازل يسخن كابتن طبعا عمليه الاحماء يعني اتفضل يا كابتن ربيع ما اقدرش افتح خطوط يا محمد قدام النادي الاهلي اذا كنت انا اللي عندي الجرأه الهجوميه اذا كان عندي شكل هجومي كاسيوطي خلاص قدام فرقه معينه كل فرقه ولها تفكيرها كل فرقه ولها تشكيلها كل فرقه ولها خطة عندي كل فرقه وليها الطريقه انا هتعامل ازاي؟ هتعامل ازاي مع خط ظهر النادي الاهلي؟ هتعامل ازاي مع وسط ملعب النادي الاهلي اللي هو بيسيطر وبيستحوذ وبيبتدي يرهق الخمسه اللي قصاده؟ هتعامل ازاي في التلت بتاعي الدفاعي مع الرباعي الهجومي اللي اجايه بيسجل وعبد الله السعيد بيسجل ومؤمن بيسجل وازارو بيسجل؟ هتعامل مع دول ازاي؟ الشكل الدفاعي بتاعي الفردي والجماعي هيبقى ازاي؟ طب هتعامل مع وسط الملعب ولا هلعب لقدام؟ ولا قابل وابوظ في نص الملعب واعطل
هتعامل ازاي الاول عشان اوقف الهجوم. الاول الجانب الدفاعي الفردي والجماعي لازم اتعامل في وسط ملعب مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لو قرب في ال 18 النادي الاهلي بيوجد فرص، النادي الاهلي بيجيب لنفسه فرص، فرصه مش ممكن الاهلي لو عدت الاولى يجيب الثانيه، لو مفيش ثانيه يبقى في ثالثه. متوسط الوصول لمرمى المنافس لتيم النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي من 25 ل 28 ل 30 مباراه، ل 30 مره، مش هيسجل في 30 مره؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ انا سمعت حاجه كمان في جزئيه الضربات الثابته، انت بيجي لك كابتن ضربات ثابته كتير مثلا، ده انت بتتكلم الوصول بالشكل الكره وهي متحركه. خلي ثابته على جنب. صحيح. ما هو انا بوصل تهديد هيجي لي متوسط 18 كورنر 14 كورنر في يوم خطوره. صحيح. التصويب عبد الله بيجيب التصويب، اجايب بيجيب التصويب. سعد سمير اللي اقصده فده فكر علي همام. من هنا انا اجي اعمل بقى ايه؟ اختار التشكيله يا محمد واعمل خطتي واعمل شكلي وافهم فرقتي، فطبعا هيدافع، واخد بالك؟ هي كل الشغل النهارده خمسه ضد خمسه. الخماسي وسط الملعب ضد الخماسي الاسيوطي طبيعي جدا هيلعب مدافع دفاع هجوم، وعلى المرتدات اذا كان عن طريق باك عن طريق باك عن طريق ولد فردي اسمه عنتر عن طريق بسام، واخد بالك؟ في لعيبه معينه ممكن النهارده تاخد منها، لكن مش هتاخد من 11 لعيب، مش تقدرش تاخد من 11. ممكن لعيبه توصل على فترات، فده وجهه نظري انا. هو بيحاول وماشي كويس وفرقه كويسه وعندك يعني برضو فريق النادي الاهلي لعيبة النادي الاهلي دي لعيبه محترمه بتحترم المنافس دايما يا محمد، عندهم احترام المنافس ده شيء يمكن موصلنا برضو. الناس لازم تعرف انه طول عمره مركز، هو منازل عارف ان الاسيوطي ماتش صعب مش سهل، مركز مطلوب، عندي وظائف، عندي دفاع، عندي هجوم، عندي فرديات، عندي بطوله، عندي درع، مفيش هزار. فعشان كده الامور بتبقى سهله لتيم النادي الاهلي، صعبه على فريق المنافس. فماتش طبعا ان شاء الله يبقى كويس، لكن هتبقى الامر صعب لعلي لفوارق الخبرات والقدرات للنادي الاهلي. حقيقة يا كابتن يمكن الحاجه اللي تسعدك انك كفريق نادي الاهلي انت السيستم بتاعك موجود، انت بتلعب بنفس الطريقه 4 2 3 1، الفرقه الثانيه هي اللي بتغير، يعني هتيجي قدامك ومن خلال طبعا المباريات السابقه انت بتشوف عمليه التغيير بالنسبه له، ممكن يكونوا قدام فرق كتير بتلعب بشكل هجومي او بنفس طريقه الاهلي مثلا، لكن امامك بتلاقي الموضوع اختلف تماما وطرق اللعب قدام النادي الاهلي بتختلف تماما يا كابتن. هو العموم بتاع فرقه اسيوط بيلعب زيك 4 2 3 1 يعني، هو انما النهارده زي ما انت بتقول دلوقتي لازم يكون ليه شكل تاني، لازم يكون ليه. انا مش بقول انا، هو رؤيتنا للفرق انا قلتها له، انا لو النهارده هلاعب النادي الاهلي هلاعب 4 5 1 لازم اقفل الفراغات من على اليمين والشمال، اعمل زحمه في وسط الملعب عشان ما يبقاش فيه باص. اللي انت عارف النادي الاهلي النهارده بيلعب 1 3 1 4 بضرب ويروح على الجول، واللي بيعرف يلعب بليسنج واللي بيعرف يخش بزياده العدديه عندهم من زي ما احنا قلنا الانتشار في الملعب واسلوب اللعب وطريقه كل ناحيه في الملعب عندها لعيبتها، عندها تغييرات، عندها سويتشات، عندها خلاص. احنا ما بقناش عندنا غير وهم نازلين بالتوفيق يا رجاله، رجاله زي الماتش اللي فات، الروح كويسه، الفيتيكال فيتنس كمان ما شاء الله، اللعيبه كلها في الكونتر اتاك بليون بيردوا بشكل سريع جدا، شكل اوروبي يعني، مش لعيب بس بيغطي على زميله، لا تاني برضو بيقدر يرجع في سبرنتات، شكلهم ما فيش اصابات معطلاهم، اللعيبه اللي موجوده هي اللعيبه اللي جاهزه زي ما ربيع قال. ف مسؤوليه كبيره قوي على الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي، لازم زي ما احنا بنحترم الفرق لازم هما كمان يحترموا النادي الاهلي يعني. صحيح. النادي الاهلي لعيبه من اميز اللعيبه اللي موجوده، هما كل زي ما انت قلت الاجهزه الفنيه بتاعه الانديه كلها بتقول لك انا بلعب النادي الاهلي، بعد ما بيتغلبوا كمان بيقول لك انا بلعب النادي الاهلي، انما هو لما يخطف من النادي الاهلي حاجه يطلع ويقول انا وانا وانا من حقه بقى الاسبوع بتاع النادي الاهلي اللي هو خطف نقطه ده ولا حاجه ان هو يتوج فيه. على فكره يعني مش الموسم ده بس، ده على مر عصركم بقى الحمد لله 46 مباراه، مش عايز احسد بس النادي بدايه طبعا بقى 46 مباراه ما حدش اقتنص مننا اي حاجه غير التعادلات يعني. ف صعب قوي على اي فرقه انا لو مدير فني في مدرستين، يقول لك افتح الخطوط وهاجم واجيب سكور وارجع الم نفسي تاني واحاول بقى ان انا احافظ يمكن اطلع ببنت، وفي فرقه تانيه تقول لك لا انا ادي نفس، المدرسه التانيه ادي نفس للعيبتي ان هم يدوني على مدار ال 90 دقيقه وجود في الملعب. طيب خلينا حتى وانت بتتكلم كده اكلمك على فرقتين هم متصدرين الدوري حتى الان، يعني الاسماعيلي والمصري.
يعني كسبان ده 2-0 وده 2-0 يعني الوضع بالنسبه مع الرقفه الوضع الاسماعيلي كان شكله احسن شويه. الوضع بالنسبه للفرقتين دول هو هم الاميز والافضل حتى الان، بالاضافه طبعا لوجود النادي الاهلي وهم متصدرين يعني. بعد قبل مباراه النهارده الاسماعيلي في المركز الاول ب 27 نقطه، والمصري في المركز الثاني برصيد 23 نقطه، الاهلي طبعا في المركز الثالث برصيد 22 نقطه. لكن لما تيجي تبص الفرقتين دول كمان يا كابتن يوديك لحته ان الاهلي هو فين وبقيه الانديه فين. طبعا. وبعدين هقول لك على حاجه برضو، احنا بنرجع تاني لما لعبنا الفرق دي محترمينهم قد ايه، احنا وجودنا معاهم في الملعب شكله ايه. انما السرعات كانت موجوده، الاختراقات كانت موجوده، الثغرات كانت موجوده، وبطوله مين؟ بطوله اللعيبه مش بطوله حد تاني. اللعيبه كانت عامله نفسها شخصيه داخل الملعب مخليه برضو اي حد لو حب يطمع فيك او بتترد عليك. الاجوان اللي جت كلها شكلها ايه؟ هجمات مرتده على الفرقه الاخرى. ابص الاقي الليبرو او الراجل على اليمين بيكمل مع نص ملعب لانس اسماعيلي، تترد تروح لاجاي يلعبها بالعرض، الجون جول سهل جدا، الكل بيخش. اسهل جوان جبناها السنه دي يا كابتن ربيع، اسهل جوان بفكر صغير، بباص بوان تو جميل، ببليسنج، براجل بيروح على الجول خمس ست مرات ولا سبع ثمان مرات في الماتش، لو جاب له اثنين منهم يبقى كويس متشكرين. ازارو من غير ازارو برضو عامل حاله يا كابتن ربيع، ازارو في الشارع المصري بالنسبه للاهلاويه واللعيبه كلها. هو انا بعتقد يعني قعدت افكر فيه، بيجي عند اللمسه الاخرانيه وبيفكر يعني بشكل تعالي يمكن، او بشكل خايف الكره تروح فبتروح مع يعني حته الظبط في الرجل. هو ممكن في البدايه بس انت في يعني انت في الحته هو بص رقم واحد يا كابتن حته الاهتمام ايه كانت عنده كيرلس شويه انا ما لهاش حل غير كده انه كيرلس في النهايه، لان الاهتمام بيخليك مركز اكتر، مخليك عندك الجزئيه دي. لكن نتمنى طبعا بيتخض لما بيروح يلاقي نفسه هداف النادي، حتى هداف فريق الدوري خمسه اهداف. ده عايز اقول لك حاجه، بيقنعني بالتحركات، بيقنعني بوجوده، بيعمل ثغرات في الفرق بشكل سريع جدا، بيخلي الفريق يعني اللعيبه بتاعته كمان اللي جنبه زمايله بيبقوا فرحانين ان هو اخترق الحته دي وفتح لهم ثغرات. صحيح. وبييجوا من الناحيه الشمال مستنيين عرضيه منه، مستنيين يجيب جول، مستنيين يعملوا فولوينج. وهو اكيد مؤثر جدا، وهنفضل وراه نقول ان هو مؤثر 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 لغايه ما نكتشف بقى الراجل ده عامل شكل سترايكر رهيب يعني. يا ريته كان مصري، اعتقد كان هيبقى موجود في منتخب مصر يعني. طيب كابتن ربيع خليني اكلمك، هل في مباراه الاخرى كابتن ممكن تختلف الجمل التكتيكيه والجمل الخططيه لكابتن حسام البدري؟ يعني علشان مثلا فريق المصري غير الاسماعيلي غير الاسيوطي، يعني هل ممكن امور ممكن تختلف في بعض المباريات بالنسبه للجمل الخططيه لكابتن حسام؟ انا طبعا في وزن فني لكل فرقه انا بقابلها، لان انت مش عندك كل الفرق القدرات بتبقى متساويه. يعني حجم الاسماعيلي في عدد القدرات اللي عنده على المستوى البدني والمهاري مش زي المصري، مش زي واخد بالك، والترتيب. فده طبيعي جدا، ارهاق 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 يعني. المنافس النهارده ممكن يرهقني لو هو قابل القوه بالقوه، لو قابل السرعه بالسرعه، لو قابل المهاره بالمهاره، لو قابل التمرير بالتمرير، لو قابل التحرك بالتحرك، لو قابل الجوانب الخطيه بتاع المدير الفني، واخد بالك؟ هم قالوا الجانب البدني عشان تقف صح زي ما قلنا يعني معلومات، وقال لك الجانب المهاري عشان تقدر تستحوذ على الكوره لازم يكون موجود، والجانب الخططي عشان النهارده تقدر تسيطر على المباراه. انما من غير الحاجات دي كلها مش فطبيعي جدا ان انا في حساباتي لما يكون مثلا باكين بيهاجموا عندهم قدرات يا محمد دفاعيه هجوميه هعمل حسابهم في الجري، واخد بالك، هعمل حسابهم في الرقاب. لما يكون عنده وسط ملعب بقابل وسط ملعب مثلا واخد بالك بيجري كتير بيتحرك كتير بيعرف يقف على الكوره بيشوف، طبيعي جدا انا غير فلسفتي في ازاي هقابله وازاي اتفوق عليه. لما يكون في راس حربه خطير جدا واخد بالك وعنده طول وعنده شخصيه وبيعرف يعرف وبيع يمين وشمال هنا بيقلب الدنيا. فطبعا اكيد الحسابات بالنسبه للقدرات وهي كلها عوامل فنيه المدير الفني بيحسبها لل 11 لعيب. لما يكون قدامه حارس مرمى يا محمد على مستوى عالي جدا واخد بالك وانت لعيب كوره وبتقابل حارس مرمى فاهم وعنده فنيات غير حارس مرمى عشوائي، خلص حارس مرمى ضعيف ممكن تشتغله باي حاجه، لكن انت لما بتقابل واحد قدامك لا اقف لازم ده نامله لازم افكر له لازم اخطط له لازم انظم له. فطبعا بتختلف من ايه، ونفس الطريقه واحده بتاع حسام يعني 4-2-3-1 هو مثبت. لكن لو تلاحظ هو بيغير واخد بالك، وليد سليمان هيبقى موجود في الماتش ده، شيل وليد وحط مؤمن واخد بالك، مثبت اجاي مثبت عبد الله
مثبت ازاره وشغله قدام، لان يعني المجموعه دي خلي بالك مجموعه متفاهمه. وانت لو لاحظت الاربع اهداف الاخر بتوع انبي هتلاقي اول هدف الكورنر، او ده تغيير على كورنر ثابت. تاني هدف شوف في الثلث الاخير استلم اجلاي الكوره وعمل الواد مع عبد الله اداه له التو كانت في الشبكه، بعد كده كاب شريف بتشوف ان هو مفيش ثالثه على طول، ده التفاهم واخد بالك، ده التحرك، ده التمرين. الهدف الثالث الهدف الثالث لعبد الله السعيد قطعت الكره نص الملعب، اجاي عملها بالعرض من وش الخارجي عبد الله لمسه واحده، خد بالك دي كلها حسابات. الهدف الرابع الشيخ قاطع عشان يعملها له باكا ويسجل الهدف الرابع يا محمد، خد بالك كلها فيها تنويع، التنويع في الثلث الامامي، التنويع في التحرك، التنويع في الابتداع. من هنا اللاعب لازم خد بالك، عشان كده اللعيبه دي غاليه واللعيبه دي في منتخب مصر، لانهم عندهم تحرك وعندهم تمرين وعندهم ابداع وعندهم موهبه. اللي عنده موهبه بيقدر يخلق، فطبيعي جدا ان حسابات حسام في الجانب الفني اللي اقدر اكسب بيه بيختلف من مباراه لمباراه، لكن في ثوابت عنده اكيد اللعيبه حافظاها وبتمرن عليها وبتنفذها. يمكن كابتن خليني اكلمك على ثوابت كابتن حسام والتشكيل، يمكن بدايه من الخط الخلفي. النهارده برضو تثبيت بشكل كبير للخط الخلفي، مع ان محمد نجيب رجع، محمد هاني بيستمر، يعني المفروض ان كابتن حسام ممكن يستفيد بمحمد نجيب في ظل وجوده طبعا، لكن طبعا تالق ايمن اشرف فرض نفسه بشكل كبير يا كابتن، فرض نفسه يا كابتن فاروق. وبعدين اعمل له حلول ثانيه ان هو ممكن اي حاجه بتحصل لا قدر الله، احنا ما عندناش واحنا اي حد في الديفندر ناحيه الاطراف قاعد بره بديل، فهو بيحل لك ايمن اشرف اي مشكله تحصل. افرض صبر رحيل جرى له حاجه، بيطلع ايمن اشرف على الشمال وبينزل نجيب، صح الكلام ده؟ مظبوط مظبوط، يعني الراجل عامل لك شكل جوكر وهو بيزود نفسه ماتش عن ماتش، مباراه عن مباراه. واجهه داخل منطقه احنا كنا بنقول لا هو ناحيه هو بطيء شويه، لا ده اثبت انه لا بطيء وعنده سنس في المكان ده اللي هو واقف فيه، بيستقبل ازاي الكوره، دايما مشارك وسط الملعب في اداء الهجمات اللي هو بيطلع الاطراف بشكل كويس، حتى لو لقى الاطراف متاخره ولقى في فرصه هو اللي بيكمل مع نص الملعب وبيروح على الاطراف وهو يقدر يلعب برده على عرضيات، يعني ممكن يعمل تبادل مع صبري الرحيل لميوله ناحيه الشمال اصلا في ويتمتع هو بالحكايه دي. الثوابت الثانيه السوليه وعاشور كوبل ممتاز، خلاص الناس دي حافظت بعض وحافظوا المكان، وانا اتمنى ان منتخب مصر كان يبقوا الاثنين دول هم اللي بيمثلونا في اي بطوله او اي كاس العالم مثلا، انا كنت اتمنى ان الاثنين دول وقدامهم النني بقى ويكملوا الباقي. يعني انا شايف ان دول مكسب كبير قوي لاي فريق يكون موجودين فيه الاثنين، ده مكسب ولا ايه يا كابتن ربيع؟ ايه رايك يعني؟ سوليه وحسام عاشور حاجه تطمنك في الملعب ازاي بتستلم الكره وتطلع فورمه وفورمه وقدامهم عايز النني يلعب، قدامهم النني، النني ده راجل برده بيعرف يعمل باس ناحيه اليمين وشمال ويقدر يروح على الجول وبيشوط وعنده الملكه دي. فاحنا مش بندي روشته لمنتخب مصر، لا احنا الناس بنتفرج وبنشوف وبنقيم ان اللعيبه اللي موجوده جوه مصر من حقها، ادام حق لعيب جيد، لان ليه قاعدة يقول لي انا بدور على لعيبه تخش المنتخب؟ ما هم قدامك، هو الحكايه مش ثوابت على ان انا هجيب حد من بره او شايفين حد في الدوري كويس. في ناس كتير قوي قالت لي على شحات ان هو لازم يبقى موجود في المنتخب انه هداف الدوري، قلت لهم لا، وناس كتير قالت لا ليه؟ قالوا لان دخوله في الماتشات الدوليه يا كابتن بل ما يتاقلم مع الفرقه، مش انا عندي اوريدي لعيبه دوليه موجوده مش موجوده اصلا، وهم الاولى وهم الاحسن وهم اللي يقدروا يخش، لما هاتوه برضو ويخش ونجربه في اي ماتشات وديه فيمكن يكون فعلا طفره تساعدنا حاله او اتنين، انما انا عندي حالات اوريدي جاهزه. مؤمن زكريا منتخب، السعيد عبد الله السعيد كابتن يعني هو اللي مودينا في كاس العالم وهو اللي بيعمل الشيب لصلاح وهو اللي بيجيب جول هو وصلاح، كل واحد فيهم بيتناوب في احراز الاهداف. ازارو لعيب مغربي قدر يأقلم نفسه في الدوري المصري ويقدر يهدد اي دوري، فالثوابت اللي حضرتك بتقول عليها ما شاء الله يعني.
ودايما هنقول ان اللي موجودين بره برضه عندهم نفس الكالتشر، نفس الوجه، نفس الشكليه اللي هي بتلعب مع كابتن حسام وبيحب هو ان اللعيب الفايتر اللي بينزل الملعب على طول بينزل فايتر، مش على طول لسه بقى ما يسخن وزعلان انه ما لعبش والحكايه دي انتهت بقى خلاص. طب كانت خلينا نروح لحته احمد فتحي، يعني النهارده عدم وجوده في القائمه ده بيثبت ان عمليه التدوير عند كابتن حسام الى حد ما فيها جزء منه لراحه بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا مجاهدين في فتره من الفترات. وليد سليمان كمان يا كابتن ربيع. وليد صحيح طبعا، احنا قلنا جهاد وعمل حساب السنه اللي فاتت الموسم كان طويل وكان زحمه، وقلنا اعمل زي ما قال كابتن شريف ان اللعيب يقعد بيصدي ما بيلعبش، زائد ان انت برضو مهم جدا انك تريح اللعيب عشان تقدر تواصل التدوير في وقته، التدوير للعيب الجاهز، تدوير للعيب اللي يقدم ليه اضافه للفرقه، ادي تدوير. فدي حاجه كويسه جدا ان احمد فتحي كان لازم يستريح، احمد فتحي بيلعب في منتخب مصر والنادي الاهلي مفيش دقيقه بيفوتها، فطبيعي جدا. وانت الحمد لله عندك ده النهارده باسم كمان موجود بديل بره مع محمد هاني، حاجه كويسه جدا، ما حدش كان متوقع ان باسم ان باسم من اللعيبه الكويسه وباك كويس جدا وفاهم وعنده قدرات دفاعيه وهجوميه هايله. ما احنا اتفقنا كابتن اي حد بيبقى متواجد من اللعيبه دي ما شاء الله ما بينزل بما فيهم باسم، واي حد ما لعبش حتى من كل مستوى واحد، كل ما شاء الله عليهم ما شاء الله كل مستوى حقيقي، خد بالك. فده كويس ان احمد فتحي يستريح، الموسم طويل جدا وانت محتاج، ودخل المباريات وداخل على حاجات كتيره جدا، فان شاء الله يوفقه. وموضوع احمد فتحي ده اداله راحه كويس، حاجه كويسه صحيح يا كابتن. يعني يمكن ده برضه استمرارا لصالح جمعه كابتن بره، ويمكن والله احنا يعني اتمنى ان هو يعني النادي الاهلي ده نادي كبير وصالح لعيب مميز، يعني لازم ياخد باله الفتره الجايه بقى بجد بامانه، وده لازم رساله من اخ ليه، ويمكن لعيب كوره ممكن يكون اثنين نجوم قاعدين معايا يا كابتن. خساره اللي وصل له يعني، خساره انك اديت وجبت جوال ودخلت منتخب مصر ولعبت ماتش كونغو اساسي، ما تضيعش يا ابني الحاجات دي كلها، ربنا معاك ويوفقك. اللعيبه اسوء حاجه انك انت بعد كده تبقى نجم وتيجي تدور على نفسك جوه التيم تلاقي التيم بيجري بقى رانينج فاست، يعني ما حدش جايبه. فمش هتعرف تجيب لنفسك مكانه ولا حرام عليك يعني. تاني حاجه اللعيبه اللي كابتن ربيع بيقول عليها دي، انا يعني حاجه سيئه جدا ان انا ابقى رايح كابتن ربيع عشان اتمرن بس، او عندي في جوه نفسي ان انا ابقى داخل الملعب او رايح عند النادي الاهلي بتمرن مع الفرقه انا رايح اتمرن بس، هي دي اسوء حاجه. فانا بحب اللعيب هو رايح يبقى عنده قبول مع نفسه ان هو في اي وقت هيشترك، في اي وقت هيبقى موجود، بتبقى هي دي العداله اللي موجوده داخل الملعب. اللعيب بقى كابتن فاروق هو اللي بيجيب نفسه، مش انا اللي بجيبه ولا اي حد. لما بتبقى موجود كلنا دعمنا صالح جمعه، كلنا دعمنا عوده لعيبه كتير قوي من الموجودين، كلنا بندعم باقة على السمعه اللي هو جاي عليها من بلده، كلنا بنقول على لعيبه كويسه جدا، هم بقى اللي يقدروا بنفسهم يعملوا الوجود يعني. حقيقة كابتن يمكن احنا واحنا بنتكلم تألق اللاعبين كلهم ما شاء الله، يعني جبت باكا واحنا بنتكلم كده كابتن ربيع، تأثيره وقوته الهجوميه في اختيار كابتن حسام البدري سواء بقى هو كان ورقه رابحه او احتياطي، يعني كورقه رابحه احتياطي او كلاعب اساسي يا كابتن، ما شاء الله الحته دي فيها تدوير لان انت عندك كم كبير ما شاء الله عليهم. وقت مناسب. يعني احنا قلنا ان في الدقه مطلوبه، خد بالك التركيز، الوقت المناسب موجود، الجاهزيه، الفريق المنافس مين قدام، انت بتعمل حساب للفريق المنافس وقدراته ولا لا، وفي نفس الوقت هو بيلعب قدام خط ظهر متكون من اربع افراد، القدرات دي ايه؟ خد بالك الخط الظهر هينفع في الوقت المناسب. بدا بيه حسام ماتش، خلي بالك تقريبا ماتش انبي او اللي قبل انبي بباكا، وبعدين في ماتش نزله، خد بالك، فالنهارده قعدوا بره. فهو باكا لعيب كويس ولعيب سريع جدا ولعيب خفيف ولعيب متعاون، وشفناه اكتر من كوره تهيأ له ويلعبها لزمايله في التلت الاخير، ولعيب خفيف وسريع ما شاء الله وكويس جدا يعني، مكسب كويس، واضح ان هو لعيب مهاري على اعلى مستوى، ولعيب عائد مع انه السرعه كمان اللي عنده كابتن كمان هتساعد حسام في تنفيذ بعض الامور ممكن طبعاً. تكون قبل كده شفت السرعه معتمد على وليد مثلا ازاره بس، لا ده جري جنب لعيبين بفرق بعد ما هو الكره اتلعبت له وكان سابق، ففرق واضح ان هو السرعه مهمه جدا يا محمد، واخد بالك. والتلت الامامي ده محتاج جانب مهاري كامل على العالم كامل، خد بالك الجوانب المهاريه لو مسكت جانب مهاري في حاجات كتيره جدا، فباكا بتاعي مكسب كويس قوي ان شاء الله. وحسام في امتى بتدي بيهم تعادوا؟
ودي حتته واعتقد انه ناجح فيها 100%. يعني على دكتور بقى كابتن شريف احمد الشيخ، يعني الماتش اللي فات بيحرز هدف، ودي عوده جميله لاحمد الشيخ واحنا منتظرين منه الكثير. يعني ايضا استغلال كابتن حسام البدري للاعب مميز زي احمد الشيخ، توقيتاته برضو تفتكر تكون كابتن حسام بيختارها بشكل مناسب؟ ايضا دايما بنقول يا ريت المكسب يبقى لغه المباراه من الاول، عشان اللعيبه دي تقدر تاخد فرصتها كمان ما في الملعب. وعلى فكره المكسب مش مكسب فوز بس، ده مكسب لاعبين كمان ايضا يا كابتن، بتبقى جزء من الاجزاء. برافو عليه الكاتنج اللي عمله من ناحيه اليمين الشمال وياخد الكوره، عنده بقى هنا بقى عنده الدافع، عنده النيرف ان هو يخش عشان يبقى موجود جوه الفرقه. هو ده اللي اللعيبه كلها، وربيع مدرب وعارف، انت ربيع اللعيب هو اللي بيفرض نفسه عليك ولا طبعا ها؟ هو اللي بيروح للمدرب يقول له انا موجود معاك. اللاعب اللي بيصنع البطولات وهو اللي بيفرض المدرب. نفسه بيخليك عينك تاخده، اللاعب اللي بيصنع المدرب. فبنبقى طبعا مبسوطين الاسماء الكبيره دي، انت قلت صالح جمعه، بنبقى مبسوطين لما بنقعد نتفرج على الناس احنا بنحب لعبهم على الاقل كمان. يعني عبد الله السعيد افرض زي ما حصل كده وجاله مزق او جاله شد، ما كان لازم يبقى موجود صالح جمعه، ولما نزل صالح جمعه جاب جول في النجم هناك، هو ده اللي خلاك مستريح نسبيا انك انت هتروح ان شاء الله الفاينل. فاللعيبه دي احنا محتاجينها طبعا، لان ادام انت موجود في النادي الاهلي ولابس فانيله النادي الاهلي لازم تبقى على قيم ومبادئ وشكل واداء واستعداداتك كلها، ان انت تبقى موجود داخل القلعه الحمراء انك انت تأدي، مش ان انت رايح جاي بس شايفينك بتتمرن، شايفينك تحافظ على نفسك بره الملعب، تنام بدري، تعيش عيشه لاعب الكره الطبيعيه اللي هي تديك كل الشهره وكل الحاجات اللي هي موجوده دلوقتي الجميله اللي بتصاحب رياضه كره القدم. حقيقي كابتن، واحنا بنتكلم دايما على كره القدم دي طبعا كابتن محمود الخطيب يعني اكيد متواجد في استاد القاهره ملعب المباراه، طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ووجوده طبعا في اولى مباراه، طبعا المباراه السابقه كان كابتن محمود عنده نزله برد شديده فيعني اعتذر عن وجوده في هذه المباراه، لكن هو متواجد النهارده في اولى مبارياته ان شاء الله، ويكون طبعا مباراه جيده لفريقنا النهارده. كابتن سمير عدي طبعا معاه بيتكلم طبعا معاه في امور خاصه طبعا بالفريق وممكن التجهيزات الخاصه بالفتره القادمه، لو في اي سفر اي امور خاصه بالعلاقات العامه ايضا كابتن سمير عدلي. طبعا كابتن محمود يكن له الجميع الحب والاحترام، استاذ محمد ضماطي طبعا عضو مجلس اداره متواجد ايضا، اكيد هنشوف باقي اعضاء مجلس اداره بشكل كبير. استاذ غزاوي طبعا موجود امامنا على الشاشه مع كابتن محمود الخطيب، عضو بارز في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، استاذ محمد غزاوي متواجد. يا رب كل التوفيق لفريقنا. كابتن محمود الخطيب بيصل لملعب مباراه ملعب استاد القاهره قبل مباراه الاسيوطي والاهلي، كل التوفيق. كابتن يمكن خليني وانا بكلمك، زوف كنا مسمين سمير عدلي في منتخب زوف ليه كابتن؟ زوف بتاع شبه زوف بتاع ايطاليا. ايوه صح كلامك مظبوط. كابتن ربيع اكيد احنا بنتكلم على المباراه، دائما البدايات مهمه جدا كابتن ربيع، عشان حتى لو انت بتتكلم ان الاحترام طبعا لكل الفرق، الفرق لما تسيب لها التوقيتات او الوقت يعدي خصوصا الفرق الصغيره معنوياتها بترتفع، الامور عندها النفسيه بتختلف كتير، وانها ممكن تطمع كمان في فريق كبير يا كابتن. هي البدايه جزء من السيناريو اللي بيعمله المدير الفني خلال احداث المباراه، ان بينزل يضغط عشان يسجل هدف، خد بالك لان تسجيل هدف في بدايه المباراه بيغير حسابات المدير الفني بالنسبه لفريق منافس، وكمان يعني بيدي ثقه للعيبه، وفي نفس الوقت بيدي اريحيه للعيبه ان انا سجلت، ان انا الامور تبقى ماشيه للاحسن وافضل. الثقه من هنا لما تبقى موجوده بشكل كبير من البدايه تبقى افضل واحسن في خلق في, في, في بلاش خلق فرص، وجود فرص، واخد بالك، مع شغل هجومي كتير. فالبدايه مهمه جدا جدا، لان اي مدير فني يتمنى محمد في بدايه المباراه يسجل، ان اللعيبه تبقى في مستواها، لان دي بتدي راحه حتى المدرب بيقعد يفكر براحه، لما اطلع الشوط الاول واحد غير ما اطلع 0-0، غير ما اطلع مثلا بنتيجه سلبيه عليا. فالايجابيه تاكد في الاهداف، الاهداف بتدي رونق وبتدي ثقه للعيب وبتدي ثقه للمدرب وبتدي انفراجه كبيره جدا للاداء، خد بالك، للاداء، للابداع، للزياده، للتسجيل الثاني، وبعدين الواحد بيفتح للثاني والثاني بيفتح للثالث والثالث طبعا اكيد ان الكابتن حسام من اول دقيقه هيلعب ضاغط من الامام، ومن اول دقيقه لان الفرص تبقى موجوده والهجوم هيبقى موجود، لان الشكل الهجومي في النادي الاهلي يطمنك، والفرص بتيجي
والشغل الاجناب والشغل واخد بالك التمرير والتحرك والابداع من الرباعي الهجومي، لان يعني الاهلي يملك قدرات خاصه في رباعي هجومي ما شاء الله، عنده حلول وعنده تنويع وعنده خطوره. فطبيعي جدا ان البدايه تسجيل هدف هيفرق مع حسام ويفرق مع اللعيبه اكيد يا محمد. كابتن يمكن مباراه انبي كابتن بتدي اكيد بالنتيجه الكبيره دي حافز كبير للعيبه النادي الاهلي لتكرار النتيجه دي مره اخرى، وفي نفس الوقت ثقه كبيره بالنسبه لهم كابتن، كل واحد في كلاعب بيقول لك انا كسبان الماتش اللي فات حابب انه ينفذ نفس الوضع بالنسبه له في المباراه السابقه في هذه المباراه مثلا او المباراه التاليه. هي طبعا مباراه انبي ليها مكاسب كتير جدا، الروح والثقه واللعيبه زي ما بقول لك عارفين وجودهم في الملعب في كل الاطراف وفي من القلب، وكان عندهم تنوع كبير قوي داخل الملعب والجمهور استمتع الصراحه. انا كنت اتمنى بقى الجمهور النهارده في استقبال بيبو النهارده كان يخش يشوف يلاقي الاستاد ده كله جمهور، كانت الدنيا هتبقى لطيفه جدا. انما لو في بعض الجمهور النهارده برضو اللعيبه بتحس يا كابتن ربيع في الملعب والجمهور موجود بالريسيفنج برد الفعل، انما هم اللي عملوا ده لنفسهم المباراه اللي فاتت، هم اللي خلوه في منظومه كبيره جدا الناس اعجبت بيها جدا على جميع المستويات، بيلعبوا من ناحيه الشمال وبيلعبوا من ناحيه اليمين، بيلعبوا من العمق، كل حاجه مرسومه بدقه، ما فيش حد بيتجاوز ان هو يشوف خط ويترك اللعيبه، كان بيبقى علينا زي ما بقول لك هجمات مرتده، كان الجميع بيخش في الهجمات المرتده نوازي ان هو يغطي على زميله، فالروح موجوده، الروح موجوده في نفس الشكل بالنو هاو اللي موجود للعيبه، عرفته اللعيبه دلوقتي كل واحد بيستلم الكوره عارف هيعمل ايه مع زميله، حافظ زميله، عارف ان في الناس اللي بتبقى قاعده بره زيها مظبوط، ما فيش فرق كبير قوي بيني وبين اي لعيب تاني، في حب وترابط واضح جدا جوه الملعب بشوفه انا، في اصرار من جميع اللاعبين ان هم يكون ليهم دور في احراز الاهداف وفي احراز الفوز، الجميع بعتقد انهم بقوا وحده واحده، فرقه النادي الاهلي بعتقد دلوقتي ان هي وحده واحده، شكل واحد، بيحصل عمليه تدوير من الناحيه الشمال للناحيه اليمين، عشان انا بطلق عليهم دايما ان هم بقوا عاملين زي الفرق الهولنديه زمان لما كنا بنتفرج على الطاحونه الهولنديه، ودايما بكرر الحكايه دي، انا حاسس بالاداء ده لان نوعيه اللعيبه الموجوده وامكانياتها بتقدر تعمل اي حاجه في الجزء الامامي اللي هو والاطراف اللي هم السبعه اللي انا بسميهم اخطر ما موجودين في الدوري العام دلوقتي، هم الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي والاطراف بتاعته. طيب اتفضل يا كابتن لو في اي لا بقول لك ان الناحيه اللي هي انت كنت مبسوط فيها من ناحيه انبي، ظروف ماتش انبي كمان ساعدتك ان هم يعني ما احترموش الحته بتاعت الديفندر قوي، بيلعبوك على الاوفسايد جيم، وده صعب قوي انك تلعب النادي الاهلي بالاوفسايد جيم، فهتلاقي ازارو المره اللي فاتت بيزور المرمى، رايح للمرمى بيزور ست سبع مرات يعني بشكل والجول بيطلع استغلناه كويس كده والجول بيطلع لغايه ال 18 عشان يغطي الحته، يبقى كانه بيتحس ان هو ليبرو يعني. ف اول 10 دقائق دايما في كل مباراه هي اللي بتحدد لك الشكل، فالنهارده لو فرقتك باذن الله مركزه التركيز الواضح اللي هو يقدروا يخلصوا فيه المباراه كلها من اول 10 دقائق، يبقى ده اللي هيديهم الفرصه اللي انت بتتكلم عنها زي انبي، هيدخلك في عمر المباراه ان انت تقدر هدف واثنين وثلاثه واربعه، وتبقى حكايه سهله، ونشوف اللعيبه اللي احنا نفسنا كلنا نتفرج عليها، ويبقى يعني استقبال جيد للمباراه اللي بعدها والمسار الصحيح اللي احنا بنلعب عليه. طيب ان شاء الله التوفيق ان شاء الله كابتن. طبعا كابتن ربيع خليني اكلمك على السيناريو المباراه، اكيد كابتن حسام حاطه حتى بما فيهم التغييرات، يمكن كابتن ربيع من وجهه نظر حضرتك التغييرات بالنسبه لكابتن حسام بدري ممكن تكون النهارده شكلها عامل ازاي؟ التغييرات هو حاطط اثنين مدافعين، حاطط نجيب وباسم، نجيب كمساك للقلب وباسم للجناب اليمين او الشمال يعني يمين يعني باك رايت او ادي اثنين، وحاطط يعني متعب وريان اثنين روس حربه، وحاطط اثنين وسط باكا والشيخ بس على وسط ملعب مهاجمين. انا من وجهه نظري ان اقرب ثلاثه للتغيير هيبقى متعب واحمد الشيخ، وطبعا التغيير حسب سن المباراه طبعا، حسب ظروف المباراه وحسب نتيجه المباراه وحسب الحاله بتاع اللعيبه وحسب الاداء، انما في مواقف بتفرض عليك لعيبه معينه، الامور مشيت سهله، الامور مشيت في نتيجه ايجابيه، الامور مشيت باهداف باداء بايجابيات زي ما حسام عاوز، انا بالتالي اقرب ثلاثه هيغيرهم هيبقى متعب قدام، وهيبقى احمد الشيخ وباكا في اثنين وسط ملعب
لان مش ممكن بس يعني. فدول اقرب ثلاثه اكيد من الناس اللي جاهزه بره عشان يدفع بيها. حقيقي يا كابتن ممكن كل ان شاء الله انا اتمنى نشوف برضو النهارده لو المباراه اتسهلت بشكل كبير عماد متعب كابتن ان شاء الله. بس هو دايما كابتن حسام بيشتغل على الناس اللي بيحتاجها في الفتره الجايه الماتشات اللي بعدها. حقيقي يعني زي ما قال ربيع كده في باكا وفي احمد الشيخ، وهو شايف ان احمد ياسر ريان الحقيقه ماشي كويس قوي، ويجوز ان نتيجه المباراه النهارده تقدر تديله فرصه كبيره ان هو يدفع بيه. كل العالم كله بيتمنى ان هو يشوف عماد متعب وهو بيلعب، كلنا بنحب نشوف عماد متعب. ليه؟ لان عماد متعب برضه بيدي شكل للمباراه، في نجوميه، ليه اداء معين، بيفتح الطاقه كده لناحيه اليمين تلعب عرضيات، بيحس انه في واحد سترايكر بيقدر يستمر. مبروك لكل الاهلاويه النهارده، فوز مهم وثلاث نقاط مهمين، يرتفع رصيد النادي الاهلي للنقطه 25 للمركز الثاني، يتجه الى المركز الثاني ويتقدم بقوه ان شاء الله للمقدمه بشكل كبير. هدف عبد الله السعيد في الدقيقه 53 اكيد هدف رائع لعبد الله السعيد، مميز جدا عبد الله في هذه الكرات، وتالق بشكل كبير في هذا الهدف سواء بقى بالمراوغه او التسديد في الكرة في العارضة البعيدة أو في السوكة زي ما احنا بنتكلم، أو لعبة الكرة دايما بتتكلم. هدف رائع لعبد الله سعيد في الدقيقة 53، ما شاء الله النادي الأهلي ماشي بقوة في المباراة. وطبعا لازم نتكلم عن صوتي، فريق احترم بأمانة، فريق احترم إن هو يتعامل بالشكل ده مع النادي الأهلي، ويمكن كان توقعاتنا الامور تبقى اسهل من كده، لكن طبعا علي ماهر ولاعيبته قدموا مباراه قويه امام النادي الاهلي، لكن فوز مهم لكل الاهلاويه، ثلاث نقاط مهمين في طريقنا ان شاء الله للحصول على هذه البطوله والاحتفاظ باللقب للسنه الثالثه على التوالي بامر الله. طبعا مهم جدا احنا نتكلم على المباراه فنيا لان فيها امور فنيه كتير مع نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي. طبعا في استوديو كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف برحب بحضرتك يا كابتن شريف. تحياتي ليك كابتن، مبروك منور يا كابتن. ايضا كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك يا كابتن ربيع. بيك فاروق، تحياتي ليك يا كابتن ربيع. مبروك يا كابتن، اكيد يعني في اولى مباراه كابتن خطيب وجوده النهارده النادي الاهلي يفوز على الاسيوطي 1-0، وكنا نامل ان النتيجه تبقى اكتر من 1-0 الحقيقه، انما كان في النهارده بطء كابتن فاروق شويه في التحركات، بطء في نقل الكوره، عدم البريس اللي احنا متعودين عليه من لعيبه النادي الاهلي على اي فريق بيلعب ضده. انما اصابه سعد سمير في الاول برضو يمكن عملت شكل في التغييرات، كنا احنا كلنا بنعمل انا وانت وكابتن طبعا ربيع. استقبال كابتن محمود خطيب طبعا المقصوره بكابتن محمود خطيب، لان اول مره يبقى متواجد مع الفريق في اولى مباريات، يمكن برضو مهم جدا نجم كبير يحضر حاجه زي كده كابتن، خصوصا بقى هو في اولى ايامه اولى الايام كرئيس للنادي. هو محمود الخطيب نجم دايما طبعا، الحقيقه هو طبعا رئيس مجلس اداره، وغير انه يكون رئيس مجلس اداره الحقيقه هو من هو لاعب وعضو مجلس اداره وامين صندوق ونائب، هو نجم في كل الظروف يعني. محمود الخطيب علامه من علامات مصر الكبيره، بنبارك له النهارده على وجوده كرئيس مجلس اداره وكاول ثلاث نقاط وهو داخل الملعب، عشان هو ما جاش اعتقد كان عنده برد مباراه انبي. كنا نتمنى ان النهارده يكون في ترجمه للفرص اللي كانت موجوده، ولكن الحمد لله على كل شيء، لان علي ماهر برضو طلع مدرب ذكي يا كابتن فاروق، واحترم النادي الاهلي النهارده ولعب زي ما احنا قلنا بطريقه 4-5-1 مع تفوق اللاعبين محمود شيكا ومحمد عنتر وبسام. الحقيقه لعيبه وسعيد مراد، اللعيبه دي عملت شكل كويس قوي ضد النادي الاهلي النهارده، وعملوا وجود لاخر لحظه في المباراه. يعني النهارده بهني كابتن علي ماهر على ادارته للمباراه وقرايته للاعيبه النادي الاهلي، وخصوصا انه في اي وقت كان واحنا كسبانين 1-0 في اخر 3-4 دقائق كان ممكن اي كره عرضيه اي تصويبه شفناها بيصوب الكره دي، لو كانت دخلت يا كابتن فاروق كان لينا شأن تاني في المباراة. يمكن انا النتيجة اللي طمعت فيها النهاردة ده خاطر الأولى كابتن يعني. انا طمعت في المباراة انا من قبل ما تبتدي على ان احنا لو استغلنا الفرص اللي بتجي لنا دايما اللي هم السبع ثمان فرص اللي بتجي لنا، على الأقل يكون لينا فيها حظ مثلا ثلاث أربع فرص. انما الحمد لله ان انت النهاردة كسبت
في وجود برضو انا حسيت ان في تعب شويه في الفرقه، مش ده فريق النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه في سرعه الحركه في النقل، الخطوط بعيده شويه عن بعض. كابتن حسام عاشور النهارده انا بهنيه، رمانه ميزان يا كابتن فاروق في الملعب، بيعوض اي حاجه مش مظبوطه كانت جوه الفرقه، موجود في كل مكان، بقى هو البلاي ميكر، خلى عبد الله السعيد يفكر دلوقتي ان هو يبقى فرود متاخر تحت ازارو. هنتكلم بعدين عن الهدف طبعا، وسيب الكابتن ربيع بقى يكمل لك. طيب يعني خلينا نروح لو معانا اللقاء مع كابتن احمد ايوب جاهز، انا معاكم يلا. طب خلاص سريعا نروح لزميلنا محمد سعيد ومعاه لقاء طبعا مع كابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي النهارده، والف الف مبروك طبعا للكابتن احمد ايوب. شكرا ليك زميلي كابتن محمد فاروق، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. حقق الاهلي 3 نقاط هامه بالفوز على الاسيوطي بهدف مقابل لا شيء احرزه عبد الله السعيد. كابتن احمد ايوب المدرب العام للاهلي، بقول لك مبروك ال3 نقاط. الاهلي بيسير بخطه ثابته، لكن مباراه النهارده مختلفه نوعا ما عن مباراه امبي. تقييمك وتعليقك على النتيجه والاداء. يعني طبعا في البدايه الحمد لله مباراه 3 نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا، كل المباريات المؤجله بالنسبه لنا مهمه، يعني ان شاء الله مكسبنا ليها نتصدر المسابقه. يمكن النهارده الاداء مش زي المباراه اللي فاتت، وده طبيعي في كره القدم، انت عندك كل 3 ايام مباريات، وارد يبقى الكيرف يعلى وينزل شويه، ده طبيعي جدا في الكوره، اللعيبه بتلعب ماتشات كتير ورا بعض. ومش عايزين ننسى برضو يعني يمكن فريق الاسيوطي الناس شايفه ان اسمه ممكن يكون فرقه يعني سهله، ولكن علي عامل فرقه كويسه وعندهم دوافع وعاملين نتائج كويسه، وبالنسبه لنا الحمد لله في النهايه انت خدت الغرض من المباراه وده الاهم يعني. الهدف الثاني اللي احرزه جونيور اجايي وكان داخل والحكم جهاد جريشه حسبه فاول، الكره كانت شكلها ايه او الكره كانت ايه المشكله اللي فيها؟ لان احنا شايفين هي تحت فرصه ولا المفروض كان يحسبها هدف ولا؟ يعني اعتقد من وجهه نظر طبعا يعني ان كابتن جهاد يمكن اتسرع شويه في الصفاره عشان كده اتحسبت فاول، يمكن لو كان تأنى شويه كان ممكن يبقى في قطعه فرصه ويتحسب هدف، ولكن يعني زي ما اللعيبه بتغلط والحكام وارد تغلط يعني مش مشكله. ضغط المباريات والتدوير ده اللي خلاكم تدوا الفرصه او تريحوا وليد سليمان واحمد فتحي في مباراه النهارده ويكون مش موجودين في القائمه؟ يعني انا قلت لك عندنا مباريات كتير، عندنا ضغط مباريات طبيعي، عندنا يعني تدوير للعيبه، ولكن يعني بما يتناسب مع المباريات وحجم المباراه بتلعبها واهميتها وانت عاوز ايه من المباراه يعني، وما يضرش الفرقه خالص يعني. طيب ما بين تفاوت مستوى الفرقه اللي بتواجهها ام بي عن الاسيوطي عن المقصه المباراه القادمه، في اللحظات دي ايه اللي بتقولوا للعيبه في المحاضرات او ايه اللي بتوجهوا لهم؟ طبعا احنا بنحضر لكل مباراه يعني وبنحترم كل الفرق، ما بنبصش لاسم الفرقه، بنجهز اللعيبه بشكل كويس، توفيق ربنا يعني بيكون معانا. انت بتاهل اللعيبه ان المشوار لسه طويل، مهم جدا مكسب كل المباريات، وده طبيعي في شغلنا في النادي الاهلي خاصه، يعني انت كجهاز وكون عاوز تكسب طبعا كل مباراه بتشارك فيها وكل بطوله بتشارك فيها، وده لازم توصل للعيبه، ولكن عندك رؤيه معانا يعني وظروف معانا لازم تتعامل معاها من خلال المباريات طبعا يعني. بالتوفيق يا كابتن احمد، والقادم ان شاء الله افضل باذن الله. شكرا. اذا انتقل اللقاء مع كابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي بعد فوز الاهلي على الاسيوطي، ومعي في هذه اللحظات احد كباتن النادي الاهلي ونجوم الكره المصريه كابتن هادي خشبه. كابتن هادي مدير الكره في نادي الاسيوطي، وبالتاكيد سيستم مختلف الفتره الجايه هتشتغل عليه، وبقول لك يعني هارد لك على النتيجه والاداء، لكن بالتاكيد الاسيوطي خلال هذا الموسم بيسير بشكل مختلف معاك ومع كابتن علي ماهر. طبعا في البدايه مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله مسيره موفقه باذن الله في الدوري العام. طبعا فريق الاسيوطي النهارده يعني قدم مباراه جيده خاصه الشوط الاولاني، قدروا ان هم يستحوذوا في نص ملعب وامتلاك الكوره بشكل كويس، في عناصر طبعا لسه لعيبه اول مره تلعب في الدوري الممتاز ولعيبه سنها لسه صغير، فبالتالي في شغل معمول معاها مع كابتن علي ماهر بشكل كويس قوي، فان شاء الله هم النهارده يعني بنحييهم ان هم قدروا قدام النادي الاهلي ان هم يقدموا نفسهم بشكل كويس، وان شاء الله استمراريه في الدوري العام يقدموا برضو اداء ونتيجه افضل ان شاء الله. كابتن هادي، ايه الفكر اللي ممكن تطبقه كناحيه اداريه مع الاسيوطي خلال المرحله الحاليه، خاصه انه فريق صعد من ممتاز بي، اعتمد على عدد من اللاعبين من الانديه الاخرى سواء في الممتاز او الممتاز بي، بفكرك كمدير قطاع كره بكده سابق في الاهلي وحاليا مع النادي الاسيوطي، ايه اللي ممكن تنقله لهذا الفريق في هذه المرحله؟
وطبعا النظام الاداري في اللي اتعلمناه في النادي الاهلي نظام محترم جدا، ونظام يقدر يحقق النجاحات في اي نادي، لان طبعا النادي الاهلي هي منظومه كبيره جدا وبتعلم اولادها وكوادر فيها بشكل كبير قوي، اما بيروح الانديه الثانيه بنقدر الحمد لله ان احنا نشتغل بنفس السيستم. فريق الاسيوطي الحمد لله او النادي الاسيوطي نفسه يعني عنده مقومات النجاح، سواء من ملاعب، من اقامه، من معيشه بشكل كويس، عنده لعيبة إمكانياتها كويسة تقدر تعمل فيها لوائح ونظم داخلية بيحترموها، ويقدر اللعيبة تمشي على اللوائح والنظم بشكل كويس. وأتصور أن احنا إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية لعبتنا إن شاء الله تقدم مستوى أرقى وأرقى إن شاء الله، ونلنا احترام كبير جدا في خلال الماتشات اللي فات 12 ماتش اللي فاتوا من كل المنافسين وكل النقاد، وده حاجة جيدة لفريق الأسيوطي. يعني كان معاك حديث قبل بداية المباراة مع الكابتن سعد الحفيظ، يعني ما التقطوش فترة طويلة داخل الملعب، كان ايه أطراف الحوار مع كابتن سيد؟ يعني كنت بطمن عليه طبعا، وطبعا سيد عشة عمره وكنا مع بعض في النادي الاهلي، وبحييه على الفتره اللي هو تحمل مسؤوليه داخل فريق النادي الاهلي، فريق كبير ومحتاج انضباط والتزام وتطبيق لوائح بشكل منظم، وعدى عليه مدربين كتير جدا والحمد لله هو بيأدي بشكل كويس. فكنا بنتكلم طبعا في الكوره والماتش، والحمد لله يعني نتيجه بالنسبه لنا كاسيوطي مش مرضيه، لكن الاداء والروح كانت كويسين، نقدر نبني عليها شغل الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن هادي والتوفيق لاسيوطي ان شاء الله في القادم ان شاء الله. شكرا شكرا. اذا انتقل لقناه مع الكابتن هادي خشبه مدير الكره بنادي الاسيوطي، وفوز هام جدا لفريق النادي الاهلي والثلاث نقاط، لكن في النهايه لازم اشير الى حاجه مهمه جدا. سعد سمير تعرض لاصابه قويه في الركبه، كدمه في الركبه. يمكن سالت الدكتور خالد محمود عقب نهايه المباراه طبيب فريق النادي الاهلي عن مدى قوه اصابه سعد سمير الاكبر على الإجراء التغيير، وخرج من المباراة ولم يستكملها، بل خرج من الاستاد وذهب إلى إحدى المستشفيات القريبة من استاد القاهرة الدولي لإجراء أشعة للإطمئنان على حالته. سعد هيجري أشعة في هذه اللحظات للإطمئنان على حالته، نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل وتكون إصابة خفيفة، ويستطيع خلال الأيام القليلة القادمة العودة مباشرة للتدريبات والمباريات مع فريق النادي الأهلي. تلك هي الأجواء واللقاءات حتى هذه اللحظات. كابتن محمد فاروق إليك الكلمة في انتظار لقاءات أخرى مع الكابتن سرد الحفيظ مدير الكرة والكابتن حسام البدري المدير الفني عقب الفوز والثلاث نقاط والابتعاد والاقتراب بشكل كبير في صدارة هذه المسابقة ومسابقة الدوري العام. اشكرك يا محمد، طبعا الف سلامة على سعد، اكيد مش محتاجين حد يتصاب الصراحة في اي خط من الخطوط او اي لاعب من النادي الاهلي، كلهم يعني لعيبة مهمة ومميزة. سعد من اللعيبة ايضا المميزة في خط دفاعنا وفي منتخبنا الوطني، اكيد محتاجينه، يا رب الف سلامة عليه، وان شاء الله الاشعة تبقى سليمة بامر الله، ما يبقاش فيها حاجة باذن الله. لكن هو ده يعني، اعتقد ان سعد دائما ان هو بيلعب بقوه، بيلعب دائما بفدائيه، فممكن خبطه الركبه دي في الركبه مثلا ممكن تبقى ان شاء الله بسيطه بامرها، مش عايز اتكلم، لكن هي واضح انها خبطه او كدمه قويه جدا في الصابونه، او يعني حاجه ما تشبه ذلك. ولكن الف سلامه على سعد. طبعا بنقول لكابتن هادي خشبه يعني واحد من ابناء النادي الاهلي هارد لك، اكيد النهارده فريق الاسيوطي تعامل بشكل مميز مع فريق النادي الاهلي النهارده، ولكن طبعا القدرات والشكل للنادي الاهلي عنده كل ما يلزم ليفوز في كل مباراه. ايضا كابتن احمد ايوب كلام محترم، والف مبروك للنادي الاهلي النهارده وكابتن الجهاز الفني واللاعبين. كابتن ربيع، يمكن بدايه مجمل المباراه بالنسبه لكابتن ربيع النهارده شافوا ازاي، خصوصا ان يمكن احنا توقعنا ان يبقى في مكسب كويس للنادي الاهلي، لكن فاجئنا الاسيوطي بصراحه ب يعني امكانيات دفاعيه مميزه. كابتن تضحك ليه يا كابتن؟ بص توقعنا فوز كويس. كابتن الشريف كان عايز، لا بص ما هو تمنياتك قال لك اربعه ولا تعيد. بص احنا بقى احنا بعيد عن ان احنا كنا لعيب الكوره كابتن، لكن تمنياتنا كأحد يعني بنتفرج ومشجعين ان الاهلي يكسب 10 على حاجه. انت لما سالتني كنت عايز اقول لك 2-1 كويس؟ قلت ايه مش عاجباني النتيجه، مش عاجباك؟ رحت قايل اي حاجه. قلت بقى ايزوتن امبي امبي 4 وضيعنا 12، احنا ناخد 4 المره دي 4 حلو، انما علي ماهر لعب بخطتي بقى 4-5-1 سمع كلام بوظ علينا اللعب. ما كان مخبيها قبل الماتش. الشوط الاولاني مفيش شوط اول خالص، مفيش فيه فنيات خالص. احنا قلنا ان دايما الاهلي بيعتمد على نسبه استحواذ كبيره جدا، حافظ على الكوره كويس قوي، هنا فقدان الكوره كان كتير جدا. بالك الشوط الاول مفيش اي حاجه للنادي الاهلي غير البطء اساسا، يعني لعب من الثبات، كل واحد من مكانه. هم استسهلوا الامر،
يعني قال لك فرقه اسيوطي طبعا الاسيوطي المفروض في ترتيبه غير ام بغير المقاصه غير المصري غير فاعتقد ان حته السهوله دي خلت الشوط الاول يخرج بالمحاولات الضعيفه. يعني احنا رحنا حاولنا بس كان في ضعف يعني ما فيش خطوره او في نسبه من الاستحواذ والتمرير لكن كله مقطوع مش فعال ما فيش انياب هجوميه ما فيش شخصيه. الشوط الاول بصراحه بعود بيدخل البعض. الشوط الاول الاسيوطي تعامل مع النادي الاهلي كويس وقف كان عنده انتصار جيد كان عنده شجاعه كان عنده مبادرات هجوميه على فترات بس مفيش خطوره يبقى كده ادي الشوط. الشوط الثاني طبعا الحياه الفنيه بقت افضل واحسن اسرع محمد في انتشار جاي في فاعليه خد بالك في نيه ان انا عاوز اسجل هدف عشان ارتاح. احنا شفنا حسام بادارته بره باللعيبه الفاعليه زادت الشده في الفنيات عليت الاداء بقى احسن شويه. يعني الشوط الثاني احسن بكتير حاولنا المحاولات كلها فيها خطوره سجلنا هدف عالمي عن طريق عبد الله السعيد ونظرا لان فريق الاسيوطي تخلى برضه كان عنده هجمات وعنده انتشار وعنده تفكك بس برضه يعني هاجم بس هجومه ما كانش فيه اي خطوره باثناء شوطه في ايد اكرام الشوطه بين القائم لحد ما سجلنا الهدف بتاع عبد الله هدف عالمي. عبد الله طبعا في وسط ثلاثه بيعدي خد بالك بالذكاء والحلول يا كابتن عند النادي الاهلي وبهارته وسجل هدف عالمي. المحاولات الهجوميه كانت كتيره منها هدف مثلا اتلغى اتحسب فاول بتاع جايه خدها وواحد ضد واحد الطلبه وعدى ولعبها في جول جول انا فوجئت ان فاول انا طيب. مش عارف ليه. طيب استاذنا كابتن نروح سريعا بس المؤتمر الصحفي مع كابتن حسام البدري اتفضل بيبو اتفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البدايه اكيد بقول الحمد لله على الفوز النهارده وثلاث نقاط صعبين لان يعني فرقه الاسيوطي النهارده كان عندها اصرار ان تتعامل معانا بروح وتتجنب طبعا ان يبقى في ضغط عليهم في الناحيه الهجوميه بالذات. نجحوا في الشوط الاولاني ويمكن الفرص برضو اللي جات لنا وعدم استغلالها طبعا وزي ما قلت طبعا في كل المؤتمرات بقول اما الفرص بتضيع والنتيجه بتبقى قريبه او النتيجه 0-0 طبعا اكيد الدوافع عند الفريق المنافس بتبقى مستمره طبعا وده اللي حصل بالفعل. لكن على مدار المباراه طبعا هم ما لهمش اي فرص واضحه خالص لكن كان في اصرار في نديه في محاولات مستمره منهم وجبنا الهدف طبعا لكن ضيعنا بعض الفرص اللي كانت ممكن تخلص المباراه واكيد طبعا كره اجاي طبعا يعني لو كانت الكره الغريبه دي لكن طبعا اكيد ثلاث نقاط مهمين لان مباراه من المؤجلات ثلاث نقاط مهمين بيودونا لخطوه كنا طبعا يعني مصرين عليها على اساس ان شاء الله كل المؤجلات باذن الله مهمه جدا المباراه كلها مهمه لكن المؤجلات طبعا بتروح بينا خطوات بتقرب طبعا اهدافنا ان شاء الله يعني. اتفضلوا. عايز اسال سؤالين هو راي حضرتك في مستوى بكا النهارده وتاخر نزول احمد الشيخ؟ بكا يعني نزل فتره مش طويله واحنا التغييرات بتبقى نتيجه التعامل مع المباراه ويمكن كان عندنا طبعا تغيير مبكر بتاع سعد ونجيب وسير المباراه طبعا يعني ما كانش فيه تغييرات ثانيه في دماغنا لكن هو تغيير الشيخ بيبقى مجرد تغيير طبعا بنستهلك الوقت وفي نفس الوقت اكيد بنحاول برضو يبقى احنا نستخدم امكانيات الشيخ لو نقدر نجيب هدف ثاني او يبقى في ضغط هجومي طبعا بننشط فيه الضغط الهجومي يعني. بس خلينا اوكي ماشي. عندنا نجيب ما احنا عندنا نجيب هو موجود يا
اللي لعب النهارده ان شاء الله، وعندنا ايمن برضو بيلعب في المكان ده، وعندنا ناس بتلعب في المكان ده، لكن لسه اصابه سعد ان شاء الله الدكتور هيعمل اشاعه ان شاء الله بكره الصبح ونعرف، لكن هو اكيد الدكتور خالد دلوقتي ان هي ان شاء الله بسيطه بعيده عن اي حاجه، ده تاكيد الدكتور خالد محمود دلوقتي ليها ان شاء الله باذن الله. مش هكلمك على التفاصيل، اتفضل اتفضل اتفضل. بس ده بعيد عن المباراه، ده بعيد عن المباراه، الثنائي ده والثنائي دي حاجه خاصه بيا انا، مش هشرحها لك يعني، مش هقعد اشرح لك انا بحط النهارده عاشور ليه. الاثنين مميزين يعني، الاثنين النهارده اللعب مميزين، وفتح مميز لما بيلعب في المكان دوت، ولينا اسبابنا طبعا في 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 التدوير، وشاف عمليه الاراك والمباريات والفتره الزمنيه، احنا بنلعب النهارده الفرقه الوحيده اللي بتلعب النهارده وهتلعب يوم الاحد تاني، فلازم في تدوير يعني، والثلاثه مميزين يعني. لا هو الشوط الاولاني طبعا كان في ميس باص لكن السلاي من الناس اللي النهارده المميزه، كميه جري كتير جدا، عمل اسيست كتير جدا تحت الناس، وكمل بشكل مميز النهارده، فانا مش عارف انت عاوز تقول ايه يعني، عاوز توصل لايه، عمال تجيبني نعم، انا بقول لك اهو ايه، السلاي لعيب مميز، وفتحي لعيب مميز، وعاشور لعيب مميز، والثلاثه بيجيدوا المكان ده بشكل مميز. تمام تمام شكرا. مبروك لكابتن حسام. يمكن اكيد بعض الاسئله اللي بتوجه لكابتن حسام البدري طبعا خاصه بالمباراه، وايضا خاصه ببعض اللاعبين، وبصراحه كابتن حسام بيتعامل معاه بشكل جيد. هو طبعا اتكلم انه بيشكر الفريق الاسيوطي واصراره على اللعب امام النادي الاهلي باستعداد قوي، هم يعني عن طريق كلام كابتن حسام ان هم استعدوا بشكل مختلف وشكل قوي، خلى المباراه الى حد ما تصعب بشكل ما مع فريق النادي الاهلي، لكن طبعا بعض الفرص اللي ممكن لو كانت جت كانت فتحت المباراه بشكل كبير، خصوصا كره جايه كابتن عليها كابتن كلم عليها كابتن حسام البدري، ايضا كلم كابتن حسام البدري على استمرار الاتجاه نحو الهدف، هدف الفريق بشكل عام وهو بطوله الدوري، وبالتاكيد كل المباريات المؤجله بالنسبه لنا كل ما بتكسب الثلاث نقاط انت بتتجه نحو الهدف اللي انت عايز تحققه بشكل كبير، وده اعتقد تفكير كابتن حسام البدري من خلال كلامه اللي قاله في المؤتمر الصحفي. كابتن ربيع انا اسف كان لازم نروح للمؤتمر الصحفي لكابتن حسام البدري. كل اعتماد فريق الاسيوطي المحاولات اللي راح بيها الفرديه عن طريق عمر بسام ونص حرب السريع، وعنده كان اثنين سعيد مراد وعنتر، اثنين لعيبه كويسه يحاولوا وشيكا في وسط الملعب، دول اربع لعيبه حاولوا بيهم على فترات كبيره جدا، لكن الخطوره الحقيقيه والفعاله ما كانتش موجوده بشكل. الان ده اهلي الشوط الثاني لعب على اخطاء فريق الاسيوطي، والاخطاء دي كان ممكن تسبب في اكتر من هدف في وسط الملعب، شوف كذا كره اتقطعت وراحوا، لكن لما بعد الهدف انا بقى بس عند الهدف اللي سجله اجاييه، اعتقد كان فرق جامد جدا، انا مش عارف اتلغى ليه، هو اتحسب فاول يعني، الراجل كان واحد ضد واحد عدى ما شاء الله بقوته ومهارته وسجل هدف. لو عندك يا بيبو هاتهولنا بعد اذنك كابتن يعني ربيع بيتكلم عليه. ما هو ده يفرق معاه يعني، اثنين غير واحد، خد بالك في الثقه وخد بالك وفي الاندفاع. الاهلي دايما كان بيعتمد على الكثافه الهجوميه، ومن الكثافه الهجوميه محمد بتبتدي الاهداف تيجي، مسجل سجل النهارده طبعا ما كانش فيه الشوط الثاني، هو الافضل هو الاحسن. ده بالنسبه للشوط الثاني المحاولات، رحنا كذا مره برده كذا اكثر من كورنر واكثر من كوره وضربة حرة، وكانت خطورة في الثلث الأمامي غير الشوط الأول خالص، الفعالية الشخصية بدأت تظهر، التحرك الزيادات السرعات، أعتقد إن الشوط الثاني أحسن بكتير من الشوط الأول، لكن في النهاية ثلاث نقاط مهمين جدا جدا بهدف عالمي لعبد الله السعيد. واحنا مع بعض الكابتن نتكلم على هدف كابتن شريف يعني فعلا. بس انا ما كملتش لسه والله، لسه هقول مبروك للجهاز الفني. طيب يا كابتن. مبروك للعيبه. اتفضل. مبروك لمجلس الاداره. الله. مبروك لجمهور الاهلي. السلام عليك كابتن ربيع. انت قدامك ساعتين لسه هتقعد تبارك فيهم. لا ما اصل انت في وسط كان الاول لازم ابارك. احنا طبيعي جدا بعد ما بندخل بعد المباراه بنبارك للناس. انت ما باركتش في الاول يا كابتن. في الاول ما باركتش. لا والله. اه والله. عرفت ما انا بفتح ابارك على طول. مبروك مبروك لينا كلنا يا كابتن، حاجه مهمه
مهمه جدا الفوز، لكن عايز اقول لك بالفوز ده كابتن 8 لقاءات متتاليه للنادي الاهلي بيفوز فيها، يمكن كده ضرب الرقم القياسي، لان دايما كنا نقف على رقم 7 مرتين حصلت الموضوع ده ان احنا نقف على رقم 7 في الفوز وبيحصل تعادل مثلا. لا لا لا، خلينا بس خلينا نقف عند المشهد الهدف ده اللي احنا بنتفرج عليه ده، اللي هو لغى اي حاجه من بطء، من تمريرات قصيره كانت في وسط الملعب، من اي حاجه النهارده ما كانتش طبيعيه بالنسبه لعيب النادي الاهلي في التحركات او في قدر عبد الله السعيد الحقيقه بخبرته وبدرجه امتياز انه يحرز هدف مش عارف اقول ايه. اولا من اجمل اهداف الموسم ده نمره 1. تاني حاجه بيروح في حته تانية خالص عبد الله السعيد بهذا الهدف، بيروح بيه لغايه روسيا، يعني ده بيديني امل ان في روسيا لو احنا اتواجدنا في المكان ده يا كابتن ربيع وكوره جات له زي دي، فاذا بقى عندي لعيب تاني من الناحيه دي قادر ان هو يترجم ان احنا نحرز اهداف في بطوله كاس العالم اللي احنا بنتكلم فيها على وجود محمد صلاح. انا شايف ان في نغمه اسمها محمد صلاح فقط في كاس العالم، محمد صلاح بس في منتخب مصر. اللاعب ده برده بهذا الشكل ما شاء الله، الله اكبر. من مباراه لمباراه من بعد اصابته ربنا بيكافئه النهارده يا كابتن ربيع حقيقه. أيوة. يعني بقاله 3 ماتشات مجهود وافر يعني عظيم في السن ده وبالخبره دي وبيترجمها، وشوف بص بياخد الكره ولا احسن لعيبه اوروبا يعني الحقيقه اللي هم مصنفين كمان مش اي لعيب يعني في اوروبا. مبروك يا كابتن عبد الله وعملت لنا بهجه جميله. ونرجع تاني بقى بعد الجوره الجميله دي للجون الجميل برضو اللي جابه اجاييه، يعني يا ريت ينقل لنا على الجون اللي جابه اجاييه. طب نكمل بس الجون ده كابتن من بدايته، لان احنا بنشوف ايمن اشرف المتالق، ايمن اشرف انا اسف وجوده في المنطقه دي مع خط متوازي او متساوي مع الثلاثي اللي بيوديه، والراجل شايف عبد الله هو جاي يا كابتن فاروق. استخدام الكرات الطويله كابتن في وقت من الاوقات ما حل في ثغرات ورؤيه بدل ما الكره اولا في ساعات انا الكره بتبقى جايه عندي في نص ملعبنا لما تروح مني الناحيه الثانيه كابتن فاروق، غير لما تروح مني في نص ملعب بتبقى هجمه مرتده عليا، غير ما تروح مني في ثقه زياده عن اللزوم في مكان الدفاع، في مكان الدفاع ممكن تكلفني كتير او تكلفني هدف واتاخر بيه في المباراه، وتبقى مشكله بقى من المشكلات اللي بتقابلها الفرق الاخرى. ففي تركيز جامد قوي من ايمن اشرف النهارده، في تركيز من حسام عاشور النهارده. بقيه اللاعبين بيأدوا الحاجات اللي عندهم، قدر اجاييه انه يتميز شويه في الشوط الثاني ويعمل لنفسه وجود. الغريب بقى اللي هو وليد ازارو، وليد ازارو بعد المباراه اللي فاتت لازم يخرج من الماتش اللي فات عنده نيرف تاني خالص وعنده اثبات وجود تاني خالص في مباراه اليوم، ولكن وكان ما فيش حاجه حصلت انه جاب جول اللي خبط في العارضه وجت في دماغه دي ودخلت، وكان الدنيا ماشيه سموز، كان الدنيا هي كده الصح هو ده. لا لازم الراجل ده يبقى مريح لاعصاب لاعبي الفريق والاجهزه الفنيه بره، لازم يفكر بشكل تاني خالص. وانا ببعت له رساله يعني انت لازم تثبت انك انت على قد الوجود في المكان ده. المكان ده فيه ناس كتير قوي، راجع مروان صبحي وراجع واي حد موجود في الملعب واجاييه يقدر يلعب في المكان ده، لازم الراجل ده يبقى عنده السنس شويه. النهارده بينزل متاخر نص الملعب كتير قوي وبيسيب الحته اللي هو الاسترايكر بتاعي، فما كانش في محطات ان انا اول تايم ما كناش اول شوط يا كابتن فاروق عندنا محطه سترايكر قدام، حتى عبد الله السعيد كنا بنقول اللي هو بيسقط الكوره كان بينزل يلعب معاهم ال1 2 ويمين ناحيه شمال كتير قوي. فاعتقد ان هو ليه لازم يقعد يتفرج ويشوف ايه حتى هنا اوف سايد على طول، يعني حتى والراجل بيشوط الكوره لو ترددت له هيجيبها جول وتبقى اوف سايد، لازم يبقى عنده تركيز شويه، يبقى فيه اهتمام شويه في الماتش. الحكايه مش عشان بيلعب في احسن فرقه في افريقيا واحسن فرقه في مصر هم اللي بيودوه هم اللي بيخلوه بهذا الشكل، لازم يترجم كل المجهود اللي بيعمله زملاته ده الى اهداف، الى حاجه تفيد المكان اللي هو موجود فيه ده. طيب استاذنا كابتن بس سريعا برضو نروح للمؤتمر الصحفي الخاص بالكابتن علي ماهر طبعا المدير الفني لفريق الاسيوطي، اتفضل يا بيبي. فرقه تقيله جدا من احسن فرقه طبعا موجوده في افريقيا كلها، ازاي ان انا بوصل لعيبتي ان هم ما يبقوش قلقانين وما يبقوش خايفين من تيشيرت النادي الاهلي التيشيرت الاحمر، طبعا انتوا عارفين دايما ليه رهبه جامده جدا عند كل لعيبه مصر كلها، فكان مهم جدا ازاي انت توصل اللعيبه بتاعتك ان هي ما تبقاش قلقانه، دي حاجه كبيره جدا طول الاسبوع انك انت تبقى محضر للماتش ازاي ما يبقوش خايفين من الحته دي، لان كل لعيبه اي حد مهما تقول له الكلام ده بينزل الملعب
بقى ليه رهبه تانية خالص لما يشوف التيشيرت ويشوف اللعيبه، فالموضوع بقى مختلف. لكن انا بقول اللعيبه النهارده، اللعيبه كانت رجاله جدا، عملوا جيم كبير جدا طول الوقت. انك انت نازل عشان، انا النهارده بقول لعيبتي نازل عشان تاخد 3 نقط، لكن طبعا يعني مهم جدا انت اللعيبه بتاخد شخصيتها من 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 المدير الفني. انت عايز ايه؟ دايما اللعيبه بتطبع بطبعك انت، لو شافوك ان انت قلقان او خايف هم نفس الكلام، هتلاقي اللعيبه دايما خايفه وهتلاقيهم قلقانه. عندك لعيبه صغيره كتيره جدا في الملعب، مواليد 96 و93، في لعيبه في النادي الاهلي بقى لهم 15 سنه بتلعب، 15 سنه بتلعب اساسي. فطبعا انا شايف ان جيم كبير تلعب النادي الاهلي بجيم بالشكل ده، وانك انت تبقى مقفل عليهم الشوط الاول، ممكن ما يكونش ليك كور كتيره جدا، لكن معظم الوقت الكور معاك، الكوره تبقى معاك انت دايما، وده برده نوع من انواع حتى الدفاع، ان دايما الكوره طول ما هي معاك ما عندكش مشاكل. وده اللي حصل في الشوط الاول، الشوط الاول لما عدى 0-0 ما كانش عليها اي خطوره خالص، ما فيش اي حاجه خالص جت عليا خالص. ليه؟ لان طول الوقت الكوره معاك انت. حتى اللعيبه بتاعت الاهلي كانت زهقانه، وليد ازارو كان زهقان ان عمال يزعق اللي جنبه ان هو زي ما بيضغطش وياخد الكوره، وبيروح يضغط لوحده، مش عارف يقطع الكوره لوحده، يخش اثنين، يخش مؤمن نفس الكلام. انا بشكر اللعيبه جدا، اللعيبه عملت ماتش محترم جدا وحاجه محترمه. وطبعا النادي الاهلي نادي كبير طول عمره، وبيلعب على بطوله واحسن فرق في افريقيا، والحمد لله انت بتطلع بالنتيجه دي. يعني في الاخر بحمد ربنا. الملعب شريف دياب وسعيد مراد، عندك لعيبه عندها حلول كتيره جدا في الملعب، وزي ما انت بتقول ممكن ما يكونش فرص كتيره جدا. ما تنساش برضه انت بتلعب فرقه كبيره، فرقه تقيله قوي، ولاعيبه زي انك ما بقاش قلقانين ان هم بيلعبوا نادي الاهلي. انت بتحضر الماتش ده من بعد الماتش ازاي بتحضر له عشان اللعيبه ما تبقاش خايفه وما تبقاش قلقانه، ويبقى نفس الشخصيه اللي لعبت المقصه بتعادل، المقصه بتعادل معاك، والمقاولين بتعادل معاك، وامبي بتلعب امبي في بترو سبورت هناك 0-0، وكنت تقدر تكسب لحد الاخيره. فموضوع صعب جدا انك انت تيجي تلعب الاهلي وتخلي اللعيبه، تخلي اللعيبه كلها ما تبقوش قلقانين، واللعيبه توصل لهم الرغبه دي ان هو عايز يلعب ماتش الاهلي، وماتش حلو وماتش ممتع، وانت ربنا حطك في مكانه 8.4 مليون واحد، انت ربنا حطك من 500 لعيب، ازاي ان انت تتشاف قدام الناس كلها وبتعرض نفسك ازاي بشكل كويس؟ فانت عشان توصل ده للعيبه ويبقى لعيب نازل مش قلقان من النادي الاهلي، موضوع يعني موضوع بقى صعب. لكن بقول اللعيبه، لعيبه رجاله وقدروا يعملوا، عملوا اللي عليهم يعني. يعني عندك حق، الشوط الاول زي ما انت بتقول بالظبط. يعني انا مذاكر النادي الاهلي طبعا كويس، تعرف اللعيبه كلها، يعني مش عايز اقول ولادي، يعني اخواتي الصغيرين كلهم انا عارفهم كويس قوي، وعارف حلولهم ايه، ومتفرجين عليهم وبتفرج عليهم على طول انا والجهاز، وفرجت اللعيبه على، بعمل دايما ملخصات، بقطع الماتشات دايما الحاجات المهمه قوي للنادي الاهلي، ايه الخطوره فين، بيطلعوا على مين، مين اللي عنده حلول في النادي الاهلي، اللعيبه اللي عندها حلول، عندها شخصيه وتقدر تلف بيك في ثانيه، كان اجاي او كان مؤمن، عبد الله اللي عنده حلول جامده جدا، وهي فعلا كوره، يعني هي الكوره الوحيده اللي عبد الله، هي كوره واحده اللي عبد الله عدى بيها جابها جول. فانت مذاكر الفرقه كويس وبتوصل اللعيبه ان دايما ازاي انك تقفل عليه، وطول ما هو طول ما انت تحت الكوره وهو ما بيقدرش يلف بيك، ما عندوش اي مش هيبقى عنده اي نوع من الاوبشن هو يعدي منك. وده اللي حصل في الشوط الاولاني. الشوط الثاني زي ما انت بتقول طبعا رده فعل، لازم يبقى في رد فعل للنادي الاهلي، وانا قلت الكلام ده بين الشوطين، قلت له هيبقى في رده فعل، المهم هو ابقى مصحصح اكتر من الشوط الاولاني، مهم جدا. لكن اللعيبه كانت، خلي بالك انا بلعب برده عايز اكسب، يعني انا برده في دماغي ان انا بلعب وعايز اكسب، مش عايز ان انا افضل طول الوقت ادافع، ما هو برده حاجه مش 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 حلوه ان انت طول الوقت تقعد تدافع بس، يعني حاجه مش حاجه مش هبقى مبسوط بيها يعني. لكن حتى في التعادل انا بحب دايما، انا فاكر دايما ان انا عايز حتى في التعادل ببقى عايز 2-2 3-3، حتى في لما بخسر يعني عايز ابقى ببقى زعلان جدا لو خسرت 1-0، لو خسرت 4-3 بحب دايما اسجل، عايز دايما اجيب اجوان، دايما بوصل دي للعيبه، دي نقطه مهمه جدا. فوسط ما ففكرك وانا عايز اكسب، هو ده التوقيت ده ممكن بيطلعوا عشان يطلعوا اول رده، طبعا بيبقى فيها ممكن يكون كان فيها وقت صعوبه، في 10 دقائق لعيبه ما كانتش مركزه التركيز بتاع الشوط الاولاني، هو ده اللي حصل في الجون بتاع عبد الله يعني. هارد لك طبعا للكابتن علي ماهر، ده المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن علي ماهر ما بعد المباراه. كابتن شريف عايز تقول حاجه؟ عايز اقول له بس يا كابتن علي ماهر، انا عايز اشوفك في كل المباريات بهذا الشكل.
يعني مش بيبقى مباراة الاهلي والزمالك بس بشوفك بال بس عايزين نقول ان هم بالشكل الجميل ده. لا انا بهنيك انا بهني كابتن علي ماهر انا بهنيك بس يا رب بقى نكمل ونبقى كل المباريات دي هنبص نلاقيك في وضع تاني سابق انديه كبيره قوي. طيب كابتن ربيع واحنا كنا بنحلل الهدف مع كابتن شريف عبد المنعم كان ليك تعليق على الهدف من حيث الشكل الفني توزيعه اللعيبه وجود ايمن اشرف في المكان ده كابتن ربيع من يعني اكيد دي تعليمات بتبقى الكره بدا من ايمن اشرف بدا من البدايه سبب الرحيل سبب الرحيل رجعها لعبد الله عبد الله دافع وخد قطعها بص بقى اقف لا ارجع سنه معلش تمام اقف بقى بص المثلث بتاع الاسيوطي هنا الجديه واخد بالك والحيويه يا محمد ركز معايا في الحته دي مش موجوده عند الثلاثي يعني معناها ان الجانب البدني بدا فيه شويه قل عندهم لو تلاحظ في منتهى السلاسه واخد والسهوله عبد الله بدماغه الكبيره وكورته ما شاء الله العاليه جدا وفنياته وموهبته ومهارته قدر يصنع هدف عالمي بعد كده بص خلي الثلاثه ازاي يلا ما أقول. تمام ثلاثه بص ثلاثه واحد ثلاثه وقف حتته دي عبد الله بليسنج بقى في الزاويه البعيده واخد بالك اللي راح هدف عالمي صنع توفيق الله سبحانه وتعالى ثم عبد الله سعيد ودي مهاره عبد الله لو قلنا عبد الله مش صانع العاب بس يا محمد عنده ميزات كتيره عشان كده حسام البدري ومستر كوبر ما بيستغناش عنه في العمق واخد بالك غير انه صانع العاب بيسجل اهداف بيعرف يقف عنده سرعه تصرف وحسن تصرف فهدف عالمي اعتقد ان هو كان فيه توفيق وما شاء الله احسن ما في ال 90 دقيقه. طب كابتن احنا بنبص الكادر كده وهو مفتوح يعني صبر رحيل يبقى متواجد في الحته دي في يعني بص انت شايف اربعه موجودين والكره في نص ملعب النادي الاهلي بما فيهم الباك بتاعنا باك اللي هو صبر رحيل اعتقد انها يعني دي تعليمات كابتن حسام البدري بيزق دايما او بيدي الحريه لصبر رحيل في الحته الهجوميه ان هو يبقى في موجود في الحته دي حاجه اعتقد صبر رحيل خلي بالك هو الثنائيات هو الراجل واخد بالك كان اتواجد في المساحه دي احنا قلنا النادي الاهلي بيلعب الشوط الثاني على 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 مساحات بيلعب على اخطاء صبر رحيل خلي بالك من السباعي اللي بيعتمد عليه حسام البدري في الشق الهجومي يا محمد يعني في الثلث الاخير احنا قلنا السبعه الباكين الرايت والليفت واخد بالك والسوليه والثلاثي انا استاذ انا اسف كابتن انا بقطع كلامك لكن عشان نروح سريعا بس كابتن حسام البدري واللقاء معانا طبعا مع زميلنا محمد سعيد اتفضل يا محمد شكرا ليك كابتن محمد فاروق في هذه اللحظات معي الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي عقب نهايه المباراه والفوز والثلاث نقاط في اطار المباريات المؤجله كابتن حسام مبروك الفوز والثلاث نقاط ومرحله مهمه في ظل ضغط مباريات مع لقاءات مؤجله بالنسبه للاهلي في هذه المرحله في البدايه طبعا بحيي كابتن فاروق كابتن ربيع كابتن شريف وما مراحوش من امبارح كان شريفهم امبارح بالليل وليه تعليق كبير بس لما قابل شريف على حاجات كتيره كان بيقولها امبارح بس تعليق هيبقى بيني وبينه طبعا يعني وعشرة سنين معاك طب بالظبط اكيد مباراه مهمه وثلاث نقاط مهمين جدا وانا بقول يمكن فرقه الاسيوطي النهارده دخلت مباراه بشكل كويس وبقول ثلاث نقاط صعبين النهارده نتيجه طبعا اصرار الاسيوطي النهارده تجنب الضغط الهجومي اللي ممكن فرقه النادي الاهلي تبتدي بيه وحاولت النهارده لكن يمكن ساعدناهم بحته الميس باص والضغط كان فيه قصور شويه في الشوط الاولاني والتحول من ناحيه الدفاع للناحيه الهجوميه برده كان فيه قصور شويه لكن يعني حصل تعديلات بين الشوطين برده في التعليمات شويه بنفس التشكيله اللي كانت موجوده لكن طبعا مع خروج سعد سمير للاصابه بس هو ده التغيير اللي حصل لكن الشوط الثاني كان افضل هجماتنا كانت افضل وكان بشكل واضح يمكن ما اكتملتش برضه بشكل جيد فكانت النتيجه وسير النتيجه طبعا مخلي الدوافع اللي موجوده عند فرقه الاسيوطي مستمره ومجا يعني هدف عبد الله طبعا اكيد كان مهم جدا وفي نفس الوقت الهدف بتاع اجاي يمكن اللي ما اتحسبش او يعني عدم اتاحه الفرصه ليه اعتقد كانت برضه قتلت المباراه بشكل كبير لكن انا بحيي اللعيبه على ثلاث نقاط صعبين النهارده وفي نفس الوقت بحيي الاسيوطي بالرغم طبعا يعني هم كان في نديه لكن ما كانش فيه هجمات واضحه ليهم او فرص قصدي يعني بقول ما كانش فيه فرص واضحه خالص ليهم على مدار المباراه تقريبا يعني. طيب ما بين لقاء انبي الاسيوطي المقصه تفاوت الفرق اللي بتواجهها في مستوياتهم كمستوى شخصي بالنسبه لفرقهم الاهلي بيتعامل معاها ازاي وانت حضرتك كابتن حسام الماتش اللي فات قلت الفرق كلها متساويه بالنسبه لك هل الموضوع ده واصل للعيبه تحديدا اللي ممكن
اللعيب من جواه لو حس ان الفريق اللي قدامه اقل شويه في المستوى ممكن يعني يحس انه ممكن يخلص المباراه في اي وقت؟ لا خلينا نقول انا يعني كلمه متساويه دي عشان تتفهم بشكل صحيح، متساويه لا في ناحية فنيه، من ناحية فنيه من، لكن انا بقول المتساويه في اهدافي انا، في اهداف الفريق، في التعامل، في الاحترام للفريق المنافس، فالتساوي بيبقى من الناحيه ديت يعني. لكن التساوي الفني لا، اكيد في اختلاف من فرقه، وفي نفس الوقت في اختلاف في العناصر، في طريقه اللعب، في الايجابيات والسلبيات اللي موجوده عند كل فرقه. لكن اكيد زي ما انا بقول وارد جدا لعيبه النادي الاهلي النهارده ما كانش في تخاذل، لكن كان في اخطاء في بعض الاشياء زي ما انا بقول. الشوط الاولاني الضغط بتاعنا والميس باص اللي كان موجود ما كانش بيخلي حتى هجماتنا تكتمل بشكل جيد، وفي نفس الوقت ما كانش فيه اصرار في هجماتنا بشكل يعني زي الشكل المعتاد. لكن كان في فرص برضو النهارده الاهلي طبعا بنشوف برضو من الناحيه الهجوميه عنده تميز، وفي الناحيه الدفاعيه والتوازن. لكن زي ما بقول يمكن الفوز اتاخر شويه، ده خلى يبقى في اصرار عند فرقه الاسيوطي. في نفس الوقت يعني هو طول ما المباراه، وتملي بقولها للاعبين، طول ما المباراه فيها تعادل وفيها قريبه في النتيجه، اكيد كل الفرق عندها طبعا دوافع مختلفه خالص قدام النادي الاهلي، فبالتالي هي دي اللي بتصعب علينا الامور يعني. واللعيبه فاهمه كده، فبتختلف من مباراه لمباراه. لكن ثلاث نقاط النهارده مهمين، هم صعبين يعني النهارده، لكن الحمد لله حصلنا عليهم باذن الله. الحمد لله. ايمن اشرف اثبت وجهه نظر حضرتك في انك جايبه في مستوى معين ومركز معين عايز تلعب بيه، لكن في نفس الوقت الظروف عكست معاك باصابه رامي ربيعه واصابه سعد سمير النهارده. هتتعامل ازاي في المركز تحديدا الفتره الجايه، خاصه ممكن ما يكونش في بدائل، فيش غير ايمن اشرف ومحمد نجيب؟ لا ما انا في فترات كان نجيب مش موجود، وكنت بتعامل بسعد وايمن بس، وفي نفس الوقت اكيد عندي بديل يعني، عندي بديل من الناس اللي بتلعب في الاماكن الاخرى، وعندي عبد الله الشامي، فان شاء الله ما فيش مشكله ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن حسام. والسؤال الاخير، مباراه المقصه وفي السويس ان شاء الله، يعني هتتعامل معاها ازاي في الضغط القليل قوي 72 ساعه، وحتى انت حضرتك مش بتدي راحه ثاني يوم؟ احنا سعداء ما بنلعب في السويس يعني، السويس دي احنا بنبقى سعداء ما بنلعب في السويس، لكن هي خارج يعني خارج ملعبنا، ومباراه مهمه قدام فريق مميز، وان شاء الله تركيزنا زي كل المباريات، واحترامنا زي احترام كل الفرق اللي بنلعبها. ان شاء الله باذن الله نبدا بكره استعدادنا ان شاء الله، وان شاء الله نكون موفقين باذن الله. توفيق ان شاء الله، والمسابقه تنتهي مبكرا بالنسبه للاهلي عشان باذن الله. لسه بدري يعني، لا مش عمليه، لسه المسابقه طويله ولسه المسابقه صعبه، واللعيبه فاهمه الكلام ده، لكن خلينا نفكر خطوه بخطوه، خطوه بخطوه. كابتن حسام، كابتن محمد فاروق، اذا انتقل لقائي مع كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وخطوه خطوه، مرحله مرحله، لسه المباريات متتاليه خلال الفتره القادمه، والمشوار ما زال طويلا حتى نهايه شهر مايو، لكن مبكرا جدا التقدم والتفوق واعتلاء الصداره وفارق نقاط بيدي اريحيه بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، وبالتاكيد ده الشيء اللي بيبغاه الجماهير النادي الاهلي، بيبقى سعداء لما الاهلي ان شاء الله يكون في انتصارات وفي اداء متميز واهداف بيحققها مرحله مرحله خلال هذه المسابقه. إليك لكلمة كابتن محمد فاروق بعد هذه الأجواء واللقاءات والأخبار من داخل استاد القاهرة الدولي، وفوز الأهلي على الأسيوطي، والاستعداد مستمر ومتواصل، ومباراة مصر المقصة خلال ال 72 ساعة القادمة إن شاء الله في ملعب الجيش بالسويس مساء يوم الأحد القادم. إليك الكلمة. اشكرك يا محمد، وخطوة خطوة إن شاء الله نوصل لنهاية الدوري وإحنا كسبانين هذه البطولة واللقب الثالث بأمر الله، والبطولة رقم 40 والنجمة الرابعة للنادي الأهلي. كابتن شريف وكابتن حسام، أنت قلت إيه إمبارح؟ مش عارف قلت ايه؟ اشتت بيه، بشيت بيه على طول. لا ما انت بتشيت، بس هو اكيد يعني في حاجه فنيا ممكن بقى انت ممكن تكون، لا ممكن انتوا لما جينا اديتونا الريزلتس بتاعت الماتش بتاع بكره فحطيته يمكن احمد فتحي بره، ف طب احمد فتحي تاني انتوا اللي بتقولوا هنا ان احمد فتحي، فقلنا لغه التدوير اللي هو بيعملها بيريح اللعيبه والكلام من ده، يجوز هو كان شايف ان احنا في حاجات ما ينفعش نقولها من عندنا، ان احنا نقول ان احمد فتحي بيريح ده السوليه مريح. احنا ممكن نبقى في بعض المعلومات عند حضرتك عند كابتن ربيع وعندنا، ده انا مفيش مش معلومات خالص، انتوا هنا 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 الاعداد هو اللي بيشتغل على ان هو بيدينا البتاع، فبيدينا بنسال طب فين احمد فتحي؟ بس انا عارف كابتن شريف على طول بيعرف الاخبار من انت بتولع الدنيا. لا بقول لك لا هو مفيش اي حاجه، بس يجوز احنا في تحليل حاجه معينه وما اعرفش، هو عايز يصحح المعلومه. عامة كابتن يعني اكيد كابتن حسام، لا لا هو اكيد تفاصيل بتبقى حتى لو بتوصل معلومه هنا او هنا لينا، احنا بنجتهد عشان نعرف امور خاصه طبعا بفريقنا، وفي الاول وفي الاخر الجزء الفني وتشكيل المباراه والتدوير وعمليه التدوير طبعا كابتن حسام هو اللي بيقوم بيها، احنا بمجرد ان احنا بنتوقع فقط. خلينا نروح لفاصل ولقاء مع كابتن سيد حفيظ ايضا، ونرجع نكمل كلامنا طبعا مع ضيوفي هنا في الاستوديو.
ده جو اوروبي بنلعب تحت درجه حراره 13 درجه مئويه، لكن ثلاث نقاط مهمه في هذه الاجواء. طبعا ثلاث نقاط مهمين، الحمد لله على المكسب والحمد لله على الثلاث نقاط، والحمد لله ان احنا برضو بتعدي مركز في الدوري ده كويس من خلال مؤجلاتك. يعني تقييمك او رؤيتك لهذه المباراه، الكل كان متوقعها سهله لكن كانت اصعب من مباراه انبي والدوري، وانت قلت من المباراه السابقه كل الفرق لها احترامها والفرق كلها متساويه بالنسبه لنا. طبعا يعني زي ما انا قلت دايما، وهي قاعده بقى يعني الناس تحفظها، المباراه باحداثها مش باسمائها. يعني المباراه ممكن تبقى سهله جدا جدا في احداثها فمهما كانت الفرق اللي بتلعبك، وممكن تبقى صعبه جدا 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 مهما كانت الفرق اللي بتلعبك، فاذا احداث المباراه هي اللي بتسهل اللقاء او تصعبه. يعني كابتن سيد، يمكن استاد القاهره من الملاعب اللي بقالنا فتره ما بنعرفش عليها، في لعيبه كتير جدا بتلعب في الاهلي بالاكثر من سنتين ثلاثه لكن اول مره في الاستاد، عايز اعرف يعني ردود فعلهم وطبيعه المشاركه على الاستاد هنا في استاد القاهره، والجهاز الفني بيتكلم مع لعيبه، يعني واحد مثلا زي عمرو السوليه، لعيبه كتير في الاهلي بقالها سنتين ثلاثه لكن اول مره تلعب على الاستاد، جونيور اجاييه، وليد ازارو، الجهاز اتعامل ازاي مع هذه المساله مع هذه اللعيبه؟ بالعكس يعني حاجه كويسه، عمرو السوليه خلي بالك لعب على الاستاد كتير، يعني هو بيلعب سواء كان مع ما هو في الاسماعيلي بس لعب على الاستاد. يعني الملعب طبعا كويس، استاد السلام كمان رائع جدا جدا جدا، برج العرب ممتاز جدا جدا، يعني فهي كل ثلاث ملاعب احنا خدنا فيهم ولعبنا فيهم وحققنا فيهم انتصارات يعني، وثلاث ملاعب من الملاعب اللي بنجيد فيها يعني. فخلينا نروح للاهم بالنسبه لنا، هو المباراه ايا يعني كان بقى الملعب اللي هتلعب عليها. احنا عندنا مباراه اللي جايه مع مصر المقاصه في السويس لحد دلوقتي، فبالتاكيد يعني ايا كان اللقاء انت بتشتغل له وبتستعد له. يعني لحد دلوقتي في امكانيه مباراه تتلعب في القاهره يبقى في الاتفاق مع المقاصه ما حصل الموسم الماضي ولا لسه؟ دي حريه طبعا لمصر المقاصه اللي هم مطلق الحريه، قرارهم يعني، ده مباراتهم يعني. طيب هدف اجاييه كان اعتراض الجهاز الفني للاهلي على ايه بالظبط؟ لا انا مش بلاحها، مش فاهمها يعني، مش هضمها يعني، في حاجه يعني دايما في 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 في, في اتاحه الفرصه يعني، كل ما قربت من المرمى يعني مرمى الخصم بتديك اتاحه فرصه، بيقول لك ثلاث ثواني اتاحه فرصه، ثلاث ثواني اتاحه فرصه، ده احنا ما استناش ثانيه واحده، هو لحظه يعني، فاتاحه الفرصه جايه منين يعني؟ القانون يعني هو مش قانون بنحفظه خلاص يا جماعه، القانون يا نفهمه كويس يعني، بمعنى ان يعني اتاحه الفرصه عشان تبقى فيه في لعبه افضل، او تدي لك فرصه ان انت بدل ما تاخد فاول او تاخد ضربه حره مباشره او غير مباشره ايا كان الوضع يعني، يعني ممكن تبقى تسجل يعني. طب انا رايح داخل ال 18 تمام، ولو هو نفس المبدا كده يعني، في واحده مليون في المية ما حدش ياخد باله منها، مليون في المية. في واحدة الأجاية برضه الشوط الأول كانت ممكن تحسب ضربة جزاء لو أنت بتحسب من اللحظة الأولى. يعني في واحدة في شدة من تيشيرت الأجاية مش فاكر الدقيقة بالظبط كام، لكن كانت في الشوط الأول. لو أنت بتاخد من اللحظة الأولى، طب ما هو في مسك هنا أو في شدة هنا، وكمان ضربة الجزاء إلى حد علمي يعني ما فيهاش تحت فرصة يعني. طيب أطمن منك على سعد سمير لو في أخبار جديدة عن سعد في التوقيت الحالي. سعد كدمه في الرباط الداخلي، هيعمل اشعه دلوقتي حاليا، ان شاء الله الرحمن مش هتزيد عن انه تكون جزاء في الرباط الداخلي، ان شاء الله الرحمن مش هتزيد عن كده باذن الله. محتاج اطمن منك على علي معلول، يعني علي كان مصاب راح لمنتخب تونس لعب رجع اطمنا خلاص هيلعب، لا بعت تاني وعايزين نعرف هيرجع امتى وايه الموضوع؟ علي نازل معانا ان شاء الله الرحمن من بكره باذن الله مع التدريبات الجماعيه ان شاء الله الرحمن. كويس، تدريب ولا في اجازه بالنسبه للفريق؟ لا عندنا تدريب، عندنا مباراه مصر المقاصه انت عارف يوم الاحد اللي جاي، ومباراه من الفرق الصعبه بالتاكيد، من الفرق اللي يمكن بدايتها ما كانتش كويسه السنه دي على عكس نهايتها السنه اللي فاتت او الموسم اللي عدته السنه اللي فاتت، لكن في الفتره الاخيره المباراه الاخيره كابتن عماد سليمان عمل مباراه رائعه جدا وكبيره جدا، وقدر ان هو يحقق يعني نتائج كبيره الى حد كبير. فمباراه مصر المقاصه من المباريات الصعبه ايا كان هنلعبها فين بقى، لكن في النهايه احنا عندنا دوافع ليها واهداف ان شاء الله نحققها فيها باذن الله. طيب سؤال اخير، مروان محسن متى ان شاء الله هيكون برضه مجهز للمباريات باذن الله؟ كويس والسلام عليك الحمد لله. كويس الحمد لله. عارف الاسئله دي الجمهور دايما بيسالها، يمكن احنا في التمرين بنتابع التدريبات دخل في المشاركه الجماعيه، لكن اكيد السؤال ده بيتسال كل يوم، امتى نشوف مروان؟ امتى نشوف مروان؟ تمام، لكن بعده عن التدريبات فترة طويلة، عمل له اجهاد بالتأكيد، يمكن الحمل البدني اللي كان خده من خلال خمس ست تدريبات طبعا مريح باله تسع شهور دلوقتي. مروان عمل العملية في 21/2، فانت داخل دلوقتي في بتتكلم في 12 يعني، داخل على 10 شهور يعني، فوضعه طبيعي جدا، لكن هو برضه ان شاء الله خلال يومين هيبقى معانا باذن الله. انا بشكرك كابتن سيد ومبروك الثلاث نقاط، وان شاء الله المسابقه من بدايتها هيكون بطوله الدوري ان شاء الله الاهلي. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ زميلي كابتن محمد فاروق، وقدر الامكان حاولنا نوصل او نعرف معلومات كثيره حول عدد من اللاعبين الجمهور بيتساءل عنها، علي معلول، مروان محسن، اصابه سعد سمير اللي خلال هذه اللحظات برضه ما زلنا بنجري اتصالات للاطمئنان على حاله سعد سمير بعد الاجراء الاشعه اللي بيجريها في هذه اللحظات في احدى المستشفيات القريبه من استاد القاهره. لكن في العموم الاهلي فاز، حقق الثلاث نقاط، اقترب من الصداره، لديه ثلاث مباريات مؤجله. اليك الكلمه زميلي كابتن محمد فاروق.
يعني زي ما احنا بنتكلم بطولات على طول، النادي الاهلي النهارده بيعتبر اول فريق مصري سنه 2014 او فريق مصري، واول بطوله للنادي الاهلي حصولا على بطوله الكونفدراليه. لم تذكر هذه المباراه مباراه الاهلي وسيوي سبورت، وعماد متعب وهدفه القاتل في هذه البطوله، وهدف كان رائع من عماد متعب، طبعا عملها له وليد سليمان لو نتذكر هذا الهدف. عشان كده لازم نتذكر في هذا اليوم هذه البطوله وهذه المباراه، بطوله الكونفدراليه. احتفل النهارده طبعا الكاف على مواقعه في السوشيال ميديا سواء انستغرام او فيسبوك بهذه البطوله وحصول النادي الاهلي كاول نادي مصري واول بطوله ليه في هذه البطوله، بطوله الكونفدراليه. كابتن شريف، يعني خلينا نكمل كلامنا عن المباراه. يمكن ما فرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني بالنسبه لكابتن حسام بدري؟ هو اتكلم طبعا بشكل كبير ان طول ما الوقت بيعدي كان حافز كبير لفريق الاسيوطي. كابتن، والله هو الفرق بين الشوط الاول والثاني تاخر الهدف الاولاني للنادي الاهلي. ان النادي الاهلي لما بيقدر يحرز اهداف بدري بدري في الماتش زي ما احنا بنقول بيكون ليه اللعيبه بقى زي ما انت شفت في التحرر النهارده. ده الهدف يا كابتن. اتذكر كابتن ربيع كابتن شريف البطوله دي، وكان مستر جريلي هو المدير الفني، وعلى فكره كان كابتن علي ماهر طبعا المدير الفني الاسيوطي النهارده كان موجود في الجهاز الفني، وفرحه غامره لجمهور النادي الاهلي ومستر جريدو والجهاز الفني طبعا بهذا الهدف، وتحقيق اول بطوله لو نتذكرها. المباراه دي انا نزلت فيها الملعب وهنيت عماد متعب كان يوم حلو قوي. فدايما بنقول ان النادي الاهلي باسلوب لعبه لما بيحرز اهداف سريعه داخل المباراه بيكون ليه بقى الاستحواذ، وبيكون ليه التحرر اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليه. صبري رحيل بيبقى حر وبيطلع لقدام وبيغطي ناحيه الشمال ايمن اشرف، عبد الله السعيد جاي بيعمل اسيست مع كانت فرحه جميله يومها. لا لا كانت فرحه جميله، خلي بالك البطوله كمان كنا نتمناها يوم الوداد، والله انا كنت شايفها يوم الوداد دوري الابطال ورحنا الكونفدراليه وكان فريق سيو سبورت خلاص يعني الامور بتتصعب علينا، لكن كان فريق على قده بس لعب احسن مننا هنا في الماتش. كان هيجيب ثلاث اربع اجوان فينا بس ربنا رزقنا. عماد متعب ما شاء الله عليه في الدفاع نزل وكره برده عبد الله السعيد وليد سليمان عرضيه بالراس شفناها جميل. روح بقى كان في روح الاداء، وازاي بيتحرك عماد متعب في الحته. الجمهور كمان يا كابتن في الملعب كان حاجه ليه عامل حرام يروح كنا كان حرام يروح كده كان بالنسبه لنا الوضع لازم الجمهور ده يروح مبسوط، وده دايما لما تبقى في نهائي بطولات كنا هنروح لضربات جزاء متهيألي مش كده؟ دايما ليه تاثير كبير. كنا رايحين لضربات جزاء لو الكره دي ما دخلتش. كان بختك يا ابو فريد بقى يعني شكل الجمهور دايما هو الحافز، هو دائما اللاعب رقم واحد بالنسبه لفريق النادي الاهلي يا كابتن ربيع. احنا بالتالي لا مش ضربات جزاء كانوا هيكسبوا، كان لا كان هيكسبوا كابتن صح، كان تعادل تقريبا هناك تعادل او 2-1 باين. لا لا ما اتغلبناش هناك لا تقريبا 2-1 صح. ايوه صح انت كسبت 1-0 خلاص صح. الناس كانت لو ضربات جزاء حد بس من الاعداد يذكرنا، لان احنا طبعا يعني النتيجه الاولى كانت بالنسبه لنا سيو سبورت. لو في ضربات جزاء كان واضح ان الناس تستعد وتبقى الامور صح شويه، انما كان هيصفر خلاص يعني نفوزهم. هم عملوا مباراه غريبه كمان هنا زي ما يكون ده متعب نجم وراجل له دور في بطولات كتيره جدا في حياته عموما حتى مع منتخب مصر. منتخب مصر فاكر الهدف الثاني بتاع الجزائر؟ طبعا وان تو هو وزيدان. فاكره لا الجزائر في مصر 2-0 اللي براسه بتاع السودان نفس الشكل في السنه الاخيره. طيب عامة دايما النادي الاهلي كابتن صاحب بطولات، ودايما زي ما بقول لحضراتكم هي دي اول بطوله للنادي الاهلي واول بطوله يعني كونفدراليه واول بطوله لنادي مصري في هذه البطوله. معايا على الهاتف استاذ محمد الاسيوطي رئيس محمود الاسيوطي، انا اسف مستر محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي سبورت. مساء الخير على حضرتك يا فندم. انا مساء النور ازيك كابتن. تحياتي لحضرتك، تحيات كابتن ربيع ياسين، تحيات كابتن شريف عبد المنعم لحضرتك. اهلا بيك، تحياتي للكابتن شريف وكابتن ربيع ياسين. وحشنا يا كابتن ربيع. ازيك يا حاج محمود، ازي حضرتك؟ انت اخبارك ايه؟ وحشنا وحشنا والله. وبعدين حاجه جميله وفرقه جميله وحضرتك عامل شغل رائع والله ما شاء الله. الله يخليك يا كابتن ربيع، كل خير وبالتوفيق دايما والامام. مستر محمود، يعني هارد لاك النهارده، ويمكن مباراه اعتقد يعني قدم فيها نادي الاسيوطي مباراه جيده، كان يعني خصم عنيد الى النادي الاهلي، وكابتن حسام بدا يتكلم على هذه الجزئيه ان فريق الاسيوطي قدم مباراه جيده امامه وصعب الامور حتى المكسب للنادي الاهلي نتيجه طبعا الاستعداد القوي لفريق الاسيوطي. طبعا انا بشكر اللعيبه والجهاز الفني، لان احنا بنلعب النادي الاهلي في احسن حالات. النادي الاهلي مرعب
النادي الاهلي احسن فريق في افريقيا دلوقتي، احسن فريق في مصر، يمكن ملوش منافس دلوقتي في مصر. فطبعا ان اللعيبه معظمها يعني كتير اول مره يلعب في الدوري الممتاز، يبقى عندهم الثبات النفسي ده، وطول المباراه كانوا بيقدموا بشكل كويس الى حد ما. قدام الاهلي طبعا لسه عامل نتيجه كبيره قدام نادي انبي، فايز على انبي 4-0. لما اللعيبه تبقى عندها ثبات طول ال 90 دقيقه، انا طبعا بشكر لعيبه الاسيوط وبشكر الجهاز الفني وقياده الكابتن علي ماهر والكابتن هادي خشبه، والحمد لله على كل شيء. يعني هو ده اللي كان مطلوب، ان على الاقل الكابتن علي قال للعيبه ان احنا النادي الاهلي ده نادي كبير، وانتوا رايحين مباراه يعني مش هتخسروا فيها حاجه، كلها مكاسب. وفعلا يعني هم خسروا المباراه النهارده، لكن الناس تتكلم عليهم بشكل كويس، لان طبعا مش مطلوب منك قدام النادي الاهلي اللي بتأدي بشكل كويس، والنتيجه دي بتاعت ربنا. هم أدوا بشكل كويس، بشكل مرضي، خلى كل الناس بتحترمهم، وهي فرقه عندها شخصيه وربنا يوفقهم. استاذ محمود، انا عارف ان حضرتك يعني من محبي النادي الاهلي، ده صحيح؟ لا، انا مشجع كبير لنادي الزمالك وعضو نادي الزمالك، بس بحترم النادي الاهلي. طيب كويس. وبحترم منظومه النادي الاهلي، وانا بقول دايما النادي الاهلي كاداره يعتبر نموذج، يعني لازم الناس تاخد نموذج للاداره في مصر. والدليل على كده انا لما استعنت حبيت اطور في الاداء، جايب جهاز كله النادي الاهلي. صحيح. لان مفيش مشكله النهارده، انت مشجع وبتحب نادي الزمالك، ده فقط يعني تشجيع، لكن ما فيش تعصب وطلع كده. صحيح صحيح. كابتن علي ماهر، كابتن هادي خشبه موجود معانا، منهم كبار طبعا طبعا. طبعا، ودي رساله لكل الجماهير، يعني ما فيش تعصب خالص، احنا كلنا مصريين، اهلاويه زملكاويه. انت بتلاقي في الاسره الواحده، يعني انت بتلاقي الاسره الواحده، الاخ واخوه، واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، دي الكوره، عشان يبقى في اكشن في الحياه، وفي حياه هي الرياضه كده، لكن ما فيش تعصب. بتمنى ان كمان الجماهير ما يبقاش في تعصب، واللي يشجع الزمالك يشجع، واللي يشجع الاهلي يشجع، وفي الاخر كلنا اخوات وكلنا مصريين. صحيح. مستر محمود، خليني اقول لك يعني ما هو الفرق ما بين الاسيوطي في اول ظهور ليه في الدوري الممتاز، ده الكلام ده من سنتين، وفي التوقيت الحالي. يمكن التوقيت الحالي الاسيوطي بيقدم اداء طيب حتى الان بشكل مختلف، يعني ايه اللي عمله الاستاذ محمود الاسيوطي والاداره بشكل عام في نادي الاسيوطي في السنتين دول خلوه يظهر في التوقيت ده بالشكل المميز اللي احنا شايفينه؟ هو الفرق يعني احنا الاداره نفسها ما كانتش، وانا على مستوى شخصي انا قلت ان انا المسؤول الاول على الاخفاقات اللي حصلت في السنه الاولى صعود الدوري الممتاز. حاجه تحترم. احنا ما كناش مستعدين كويس كاداره، لان هي الاداره هي الاساس، هي اللي بتختار، هي اللي بتخطط، فاذا هي الاساس في كل شيء، هي اللي بتختار المديرين الفنيين، هي اللي بتعمل ميزانيه للنادي، هي اللي بتعمل خطه وبتبقى عارفه الهدف اللي عايزه توصل له ايه. احنا للاسف السنه اللي صعدنا فيها صعدنا بسهوله، يعني خلال 5 سنوات كنا في الدوري الممتاز، فده ادانا شيء من الثقه وخلانا ما نشتغلش بشكل كويس. وحتى لو اشتغلنا بشكل كويس، يعني انا كان بالنسبه لنا سلمونا دوري ممتاز، كنا بنتحسس يعني مدارس الاداره في الدوري الممتاز، حسيت ان في فرق كبير جدا بين اداره الانديه في الدوري الممتاز واداره الانديه في الدوري الممتاز، زي الامكانيات الماديه والميزانيات في الدوري الممتاز، والامكانيات الماديه والميزانيات في الدوري الممتاز ده. فاحنا صراحه لو ما قعدناش في السنه الاولى وحصل اللي حصل، ما كناش عملنا اللي هو يعني دلوقتي الشكل الناس اللي بتتكلم عليه. يعني هو احنا استفدنا من التجربه، ان احنا فعلا حسينا ان احنا ما اشتغلناش كاداره بشكل كويس، اختياراتنا كانت اختيارات مش كويسه، مش مناسبه ابدا للدوري الممتاز. حتى الميزانيه اللي وصلناها ما كانتش ميزانيه ابدا تناسب الدوري الممتاز. كل الحاجات دي لما صعدنا تاني، طبعا انت كل ما بتقعد اكتر، انت النهارده بتتكلم عن انت بتنافس ادارات ليها 100 سنه بتلعب مع النادي الاهلي، ادارات ما انساش كمان هنئ
مجلس اداره النادي الاهلي محمود الخطيب طبعا. كابتن محمود الخطيب طبعا بقول له الف مبروك وحاجه جميله. محمود الخطيب النهارده هو كان نجم المباراه صراحه، الاستاد كله كان بيشجع فيه النهارده طبعا، هو اللي كان خاطف الانظار. فانت بتتكلم على ادارات كبيره جدا في مصر، احنا بنحاول ان شاء الله يعني نوصل الاحسن شيء في اداره منظومه الاسيوطي ونوصل لاحسن حاجه. طيب يعني الاهداف بالنسبه لحضرتك بقى، يمكن بعد الاختلاف في الشكل لفريق اسيوطي، اهداف فريق اسيوطي هذا الموسم يعني، هل انتوا بتتكلموا في البقاء فقط؟ هل انتوا بتتكلموا ان ممكن يبقى في منافسه بالنسبه لفريق اسيوطي مع الشكل اللي احنا شايفينه والنتائج الى حد ما الطيبه لفريق اسيوطي؟ والله يا كابتن محمد طبعا كلمه بقاء دي السنه دي من ضمن الحاجات اللي احنا ما جبناش سيرتها خالص، لا في اللائحه ولا في اي حاجه غير السنه الاولى مثلا كنا عاملين لائحه للبقاء وكنا عاملين مكافاه للبقاء. السنه دي ما جبناش سيره البقاء خالص، بالعكس احنا هنعمل مكافاه للاعيبه لو خدنا المركز الرابع 100,000 جنيه كل لاعب. يعني احنا بنتكلم بنحفز اللعيبه ان تحقق مراكز متقدمه يعني. هم يعملوا اللي عليهم، لو اخفقوا ان يحققوا المركز الرابع، لو بقوا وسط الجدول، لو حتى بقينا الموسم ده، بس انت احنا حاطين اهداف بعيده للعيبه عشان اللعيبه ما تبصش وراها، تبص دايما لقدام، لان كلمه بقاء ده بتخلي اللعيبه دايما بيبص وراه ما بيبصش قدام. اللعيبه فعلا الجهاز الفني وكابتن علي ماهر كابتن هادي دايما بيحسوا اللعيبه، يعني حتى في محاضرات الماتش الاهلي بيكلموهم على الفوز دايما، بيكلموهم على الثلاث نقاط دايما، بيكلموهم ان احنا لازم الثلاث نقاط هيودونا مراكز ثانيه قدام، فاحنا بنحس اللعيبه على كده، فاحنا هنبذل مجهودنا واقصى ما عندنا والراي دي ربنا في ربنا هنرضى بيها. طيب استاذ محمود، قبل طبعا ما يعني كابتن شريف يسالك، انا سؤال الاخير ليك وكابتن شريف عايز حضرتك بس في سؤال، يعني الانتقالات الشتويه بتفكروا فيها ازاي؟ ومحمد عنتر اللي ممكن في كلام كتير جدا بالنسبه له ان هو ممكن في عروض احتراف جايه له. بالنسبه للانتقالات الشتويه طبعا الكابتن علي احنا عندنا مشكله في الباك ليفت، ما عندناش باك ليفت، يمكن احنا بنلعب من غير باك ليفت، احمد جمال ده سيرفي باك اصلا بيلعبوا باك ليفت. عندنا مشكلة في مركز راس الحربة، فهم دول المركزين اللي عندنا مشكلة فيهم، فدول اللي احنا بنحاول ندعم الفريق نجيب باك ليفت، بس يكون باك ليفت كويس، راس حربة كويس. أما بالنسبة لعنتر قبل ما نروح لعنتر، بس في أسامي محددة مثلا كابتن علي ماهر قال عليها بالنسبة للمراكز؟ هو للأسف الدوري المصري مش هيدي لك، محدش هيسيب حد في يعني الدوري المصري، كل الناس اللي محطوطة على قائمة الانتظار معظمها لاعيبة ما لعبتش، لعيبة ما لعبتش ست شهور، ده محتاج ست شهور تجهزه، فطبعا مش هيفيدك. فاحنا النهارده بنفكر في افريقيا، لان احنا الاجانب اللي عندنا كنا مش موفقين في اختيارهم، فاحنا هنجيب جايين يعني وكلاء لاعيبة كتير في افريقيا، بتختار الفترة اللي جاية باك ليفت وراس حربه. احنا مش عايزين كام لعيبه اكتر ما عايزين كيف، يعني جبنا اثنين لعيبه تقال قوي باك ليفت وراس حربه، هيساعدوا الفرقه كتير، لان الفرقه فعلا المركزين دول مؤثرين كتير عليهم. محمد عنتر بقى، محمد عنتر طبعا هو مركز الفريق، احنا لو غنى عنه، لان محمد عنتر يعني احنا السنه دي هو هيشتغل كويس مع نادي الاسيوطي، مش هنقف قدامه اكتر من كده، يعني السنه دي اخر الموسم، لو جاله عرض مناسب برضه، يعني لازم يكون عرض مناسب ويليق بيه ويساعد النادي كمان ان هو يقدر يجيب لعيبه مكانه ويقدر يصرف على النادي، فمش هنقف في طريقه، لان انت النهارده لاعب الكوره برضه عنده احلام، ولاعيبه الكوره عندها احلام، اللي عايز يلعب مع الاهلي الزمالك، عايز يلعب يحترف بره، فاحنا كمان مش هنقف في عقبه قدامه. السنه اللي فاتت احنا اتفقنا معاه ان هو يلعب دوري ممتاز ياخد فرصته، والسنه دي هو بيأدي بشكل كويس، كل الناس تتكلم عليه بشكل كويس، ربنا يوفقه السنه دي، هو لعيب مؤدب ولعيب محترم ولعيب ملتزم جدا جدا جدا، وده هيساعده كتير في النجاح، لان النهارده
اللاعب كورة مش كورة بس، اللاعب كورة 50% التزام وبره الملعب وحياته الخاصة وتصرفاته، 50% كورة. فالحمد لله ده معظم لعيبة الوسيط كلهم عندهم التزام، وده بيساعدهم وجودهم في معسكر دايما عندنا في التاج على الصوت، اللعيبة ممكن مع بعض طوال الأسبوع، ف يعني دي بتساعدهم كتير. طيب طيب كابتن شريف لو عايز تسأل أستاذ محمود، إزي حضرتك؟ انا كابتن شريف. هو طبعا كابتن فاروق خد السؤال اللي كنت عايز اساله لك بالنسبه لمحمد عنتر، بالنسبه للعيبه كلها ما شاء الله، الله اكبر، جهاز فني عالي المستوى جدا، لعيبه عاليه المستوى، اداره مديها كل اللي عندها، يبقى الشكل الواضح ان هم لازم يكونوا بهذا الشكل اللي احنا شفناهم النهارده قدام النادي الاهلي. لو لعبوا كده استاذ محمود على طول هنشوف ان شاء الله المربع الذهبي، ويمكن اكتر من كده كمان، في منافسه كبيره جدا. انا كان النهارده بتفرج على فريق لا يقل عن الاسماعيلي او المصري او الفرق الكبيره اللي موجوده في الدوري. بشكرك انا اولا طبعا كابتن فاروق، خلص الاسئله اللي انا كنت هسالها. ما انا بشكرك على انك انت بتخلينا نتفرج على فريق محترم الحقيقه السنه دي. والله كابتن شريف احنا لعيبه، احنا فعلا بندور على مدير فني، قعدنا مع مدير فني كتير لان احنا كان عندنا مواهب كتير، يعني احنا عندنا 6 أو 7 مواهب من القسم الثاني، وكنا شارينهم من انديه وعارفين اللعيبه دي عندها امكانيات، فكنا اخترنا المدير الفني كابتن علي لان كان ناجح سريع في النادي الاهلي مع فريق 93 و94 وطلع ناس الفريق الاول كتير جدا، فهو من نوع المدربين اللي بيطور من اداء اللعيبه، ونجح ان هو يطور اداء اللعيبه لان انت 80% من فرقه 6 مواليد 96 و94، يعني اللعيبه كلها صغيره. ف انا بشكر كابتن هادي خشب انا بشكرهم لانهم بيتعبوا كتير جدا جدا محاضرات. لا حقيقه استاذ محمود يمكن اخترت اثنين من افضل الناس والناس المحترمه، كابتن هادي خشب طبعا تاريخ طويل في حته الاداره، النقطه اللي قالها النادي الاهلي اكيد تحويله كان بعد كده برضه في النادي يعني ايضا موجود في الانديه بشكل ما، النهارده موجود في الاسيوطي، اكيد الخبرات اللي كانت موجوده داخل النادي الاهلي بينقلها بشكل كبير. كابتن علي ماهر ايضا ده حاجه محترمه جدا، يعني اعتقد انت تستعين بهذه الجزئيه، وده ده الاهم، انت عايز الافضل بالنسبه لناديك دايما باستمرار يا استاذ محمود. طيب كابتن ربيع برضه يمكن كان عايز يقول حاجه. طبعا حاج محمود في المنظومه رقم واحد من وجهه نظر انا الاداره، لما فريق فريقي عشان برضه نديك حقك والناس ايه تعرف ان على راس المنظومه حاج محمود الاسيوطي هو رقم واحد في نجاح فريق جيد ومع جهاز فني جيد، فانا بوجه لك الشكر طبعا على مجهود حياتك الرائع واخلاصك الشديد وما شاء الله دماغك الاداريه الكبيره جدا، فحبيت بس اوضح لان منظومه النادي الاهلي رقم واحد الاداره، فانت واضح ان ادارتك جيده جدا وعلى اعلى مستوى، واتمنى لك كل التوفيق ودايما. استاذ محمود النادي اللي في النمسا اخباره ايه؟ والله النادي في النمسا لسه ان شاء الله. لسه ها؟ طيب لسه ان شاء الله. طيب رب التوفيق ليك طبعا. بس نتاكد من يعني الاسيوطي يقف على رجليه ونحس ان هو فرقه جامده في مصر وتطمنا عشان نبدا نشتغل في النادي اللي في النمسا، لان طبعا الموضوع كره القدم طبعا زي ما قال الكابتن ربيع، بشكر الكابتن ربيع طبعا، الكابتن ربيع انا اعرفه على المستوى الشخصي وكان لسه معانا لما كان ماسك منتخب مصر وكان بيدور على مواهب كل مكان، ومن المدربين الفنيين المحترمين جدا بيحبوا يلعبوا. وعنده 4 اولاد عندك في الفرقه، هو ربيع ياسين كانوا معاه في الجزائر طبعا هو اساس اللعيبه دي كابتن ربيع. هو جيل الكابتن ربيع ياسين هو اللي دلوقتي اللي هو عصب معظم الانديه، وزي ما هو قال الاداره رقم واحد في النجاح والاداره رقم واحد في الفشل، احنا لما فشلنا اول سنه انا قلت ان احنا السبب فشل الفريق، لان زي ما احنا بناخد برضه في النجاح، فهي الاداره اساس كل شيء، سواء في الفشل فما حدش يتخلى عن المسؤوليه بتاعته، وفي النجاح لما نجحنا احنا الحمد لله ربنا وفقنا في اختياراتنا، ولما فشلنا كنا متحملين المسؤوليه تماما، وانا ما حملتش اي مدير فني المسؤوليه في السنه اللي قعدنا فيها وهبطنا فيها، لان فعلا انا حسيت خطا كبير من ان احنا ما بدناش الدوري الممتاز حقه، ما حطناش ميزانيه تناسب الدوري الممتاز، ما اشتغلناش بشكل احترافي كويس،
فكانت النتيجة الفشل، فمهما تجيب مديرين بنتين خلاص الدنيا ما تعرفش. صحيح، الحمد لله. عامة التعلم من الأخطاء طبعا دي حاجة مهمة جدا في مجال الإدارة، وخصوصا الإدارة الرياضية يا أستاذ محمود. يعني أكيد كل التوفيق لحضراتكم طبعا في نادي الأسيوطي والجهاز الفني طبعا واللاعبين، كل ده أكيد نتيجة إدارة متميزة. إن شاء الله نشوف الأسيوطي في أفضل حال، يعني مع نجوم طبعا النادي الأهلي كابتن علي ماهر وكابتن هادي خشبة في الجهاز الفني. بشكرك أستاذ محمود الأسيوطي رئيس النادي الأسيوطي سبورت، أكيد حاجة مميزة، ونشوف إن شاء الله. أكيد الإدارة مهمة جدا عشان تساعد الجزء الفني، وكابتن ربيع بيأكد على الجزئية دي، وكابتن شريف أيضا بيأكد على الجزئية دي. خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل كلامي طبعا مع نجوم مصر في الاستوديو، وكلامنا عن مباراة الأهلي والأسيوطي واللي انتهت بفوز الأهلي 1-0 بهدف عبد الله السعيد. كملين كلامنا على مباراة اليوم. اكيد يعني في وجهات نظر في جزئية التغييرات يا كابتن بالنسبة لكابتن حسام البدري النهاردة. بعض التغييرات كانت ممكن بيطالب، يعني شفنا عماد متعب في الفترة الأخيرة واحنا بنتذكر مباراة سيوي سبورت، يعني احنا بنشوف لاعب زي عماد متعب المفروض يبقى متواجد في وقت، انا مش بفرض، ولكن بعض الناس بتطالب ان في وقت من الاوقات يكون المباراة تكون سهلة ان عماد يبقى متواجد يا كابتن بشكل كبير. احنا قلنا ثلاث تغييرات لازم ان شاء الله يفكر فيهم، قلنا الشيخ ومتعب وحضرتك كنت فعلا قبل المباراه بتتكلم في هذه الجزئيه. نزل الشيخ وباك، هو طبعا نجيب تغيير، قلنا لو في احداث غير عاديه زي مثلا لما حصل لسعد اصابه لازم ينزل مكانه نجيب. وبعد كده نزل هو التغييرات ماتشامبي كان في الاول يا كابتن مكان مؤمن في الدقيقه 68. لا الاول نجيب، نجيب في الاول فعلا في الدقيقه 31 ساعه كان سعد سمير نتيجه اصابه، ثم ماتشامبي مكان مؤمن زكريا، واخيرا كان احمد شيخ في الدقائق الاخيره 90 مكان اجاي. ده 90 تغيير زمان حسام ان هو تغيير سهل بيه وقت، انما ما عملش اضافه كان لازم. طبعا خلاص احنا يعني نحترم الكابتن حسام في ان هو الماتش يمكن ظروف المباراه، ظروف الهدف الواحد، ظروف ان المباراه ماشيه بهدف واحد خلاه يعني فكر وقال خلاص انا عندي ثبات في الاداء، مش عاوز ان انا الخبط الامور، انا في ناس بعتمد عليها يخرجوا لي بالهدف، يخرجوا لي بالثلاث نقاط. ففي دايما مدربين محمد بيبقى ليهم ضبط في اداء فني معين خلال احداث المباراه، فخلاص هو حسام شايف المجموعه دي كويسه ماشي، هو مؤمن خرجه بعد ال 15 دقيقه من الشوط الثاني. وفي نفس الوقت الدنيا اجاي برضو، خلي بالك اجاي ده وجوده مهم جدا، يعني كان عامل شغل وراح وسجل هدف وصنع اكتر من هذه الكوره للعيبه اللي جنبه. وعبد الله وجوده مهم جدا يا كابتن شريف، عبد الله السعيد ما شاء الله بقول في لحظه بيصنع ثلاث ماتشات من ساعه ما رجع كابتن ربيع. حاجه مع ان احنا كان برضو خلي بالك احنا كان ممكن نقول ايه، احنا قلنا ممكن كان هو اهزاره يريحه برضو 15 دقيقه في الشوط الثاني ويدي الاجاي وينزل الشيخ 15 دقيقه. عارف ربيع حسيت بيه انا ان هو تاني تايم احسن من اول تايم، هو شايف ان المجموعه والتشكيله اللي هي شغاله تاني تايم دي قدام يعني ده مركز قدام صريح. هو شايف ان هو مسيطر وفي ابتدى ازارو يتعدل شويه يبقى سترايكر صريح. اجاي استغل تاخر ازارو وبقى بيخش مكانه والتاني يجي من ورا حصل فهو فعلا. زي ما انت قلت هدف مباراة الهدف الواحد دي بتخليك دايما حريص، خصوصا ان انت خسرت تغيير طبعا، خسرت تغيير بدري من الاول مش معمول حسابه. شفت بقى شفت هنا ادي واحد، بص يا كابتن شريف ادي واحد اثنين عدى بقوته هو، بص بيمسكه الثاني بيحاول يبعده مش قادر. يعني الثاني بقوته وسرعته فيها ايه دي؟ مش عارف يعني هدف ما فيهاش اي حاجه طبعا يعني ما فيهاش اي حاجه.
في حاجه ما هو لازم يطلع بناس تتكلم عنه. ممكن يكون صفر قبل ما جايه يحطها في البرما. ما هو حكم باذن الله هيحكم لنا في كاس العالم وهو ما شاء الله. لما في حكام كده برضو يا كابتن ربيع في مع فرق معينه خالص. مع فرق معينه بيبقى ليه حساسيه يعني يقول لك ده الاهلي ده الزمالك ده بيحكم ربنا يوفقه في روسيا بيحكم طبعا يعني احنا فرحانين ان هو موجود في روسيا بس الكوره دي جون 100% يعني حقيقي حرام ان هو كان يضيع مجهود اجايب شك فيها شك لو عيدها تاني دي فيها ضرب جزاء برضو بس ما يعني عشان تدي ضرب هي تبان من الكاميرا اللي من خلف هي بس لو قبل الخط بشويه بص يا كابتن بص يا كابتن شايف واخده واخد الراجل مش واخد الكوره لو خطوه قبلها قبل اللعبه دي في المسافه دي اعتقد هتبقى واضحه قوي يا كابتن ربيع لما هي من قربها للخط هو فضل انه يديها هو خلي بالك هو طلبه مندفع ادي واحد هو دلوقتي بص مش داخل على الكوره داخل بص على فين شوف بقى على جسمه على جسم اللاعب هنا المفروض يطلع الكوره ما شافش الكوره بص الكوره راحت فين يا كابتن شريف هنا ادي الجسم واضحه هو كمان دي واضحه يعني انا ادخل على الكوره ده أزارو كان ها؟ لا أنا وليد أزارو كان وليد أزارو بص أزارو كمان أزارو فاجئه أزارو فاجئه بأنه عمل فنت بالكرة لورا أو عمل فوته من الناحية التانية فالتاني ما يعتقدش أن أزارو شوف كابتن نصر عباس يا كابتن فاروق عشان والله عشان على الاقل على الكورتين دول يا كابتن شريف يعني لا هم واضحين يا كابتن ربيع احنا مش محتاجين حكام عشان برضه ده لو عايزين الناس يعني يجيبوا حكام كابتن نجوم مصر كابتن عارفه بالكرات دي بص يا كابتن وغير عينه على الكوره يدخل على الكوره طلبه هو مش باصص كمان خالص عليها الكوره بس انا عايز اقول لك هو عامه حماده طلبه من نوعيات اللاعبين اللي بيخشوا والله انا بشكر حماده طلبه النهارده على المجهود اللي عمله ده 36 سنه وبيجري بهذا الجري وعمل لفريق الدفاع بتاع الاسيوطي احنا بنشكره الحقيقه واوكا برده 33 سنه واقف وعلى حيله مش هايب الموقف لعيبه محترمه هم ما فيش النهارده غلطه يمكن تحتسب عليهم غير الجول اللي جابه عبد الله السعيد الثلاثه واقفين على خط واحد يا كابتن ربيع وفي اعتماد على الاخرين اعتمدوا على بعض وكان ذكاء عبد الله السعيد اقوى من اي حاجه ثانيه انما انا في كل مباراه بيحصل يا كابتن ربيع ان في بينالتي ما بتحسبش في ضرب الجزاء بتيجي هو شايفها يا كابتن شريف احنا بنتكلم على بص الجول عامل ازاي ثلاثه واقفين على خط واحد دي الغلطه على هدف وبينالتي طب افرض النهارده الاشوطي شاط شوطه واخد بالك كابتن وراحت دخلت ده الاخر ثانيه هم موجودين جوه الجيم طيب وتعادلوا وتعادلوا خلاص يبقى لما انا قصدي هنرجع بقى لماتش طلائع الجيش اول ماتش لعبناه في الدوري واحنا بنتكلم على ماتش الاهلي في بطوله مولعه دوري ابطال اوروبا ما تقوليش النهارده لا في مفاجات طيب كابتن ناصر اهو جالك يا كابتن ناصر عباس حكم الدوري السابق كابتن ناصر الدولي بالنسبه للتحكيم كابتن ناصر عباس مساء الخير يا كابتن فاروق مساء الخير عليك تحياتي ليك يا كابتن طبعا بضيوفك الكابتن الكبير شريف عبد المنعم والكابتن نجم مصر الكابتن ربيع ياسين الله يخليك منور الحاله يا كابتن كابتن ربيع قال لك انقذنا كابتن ناصر يجي يتكلم على الكورتين دول كره وليد ازار وكره جنرال اجاييه لو حرزت هدف وتم الغاء اتفضل يا كابتن اول هدف ده الاولانيه مع حضرتك يعني اعتقد تعليقك بقى عليها لجنرال اجاييه تمام طبعا هنا هو جهاز هنا حسب مخالفه على حدود منطقه الجزاء خلينا نشوف اللعبه الاول بعد اذنك يا بيبو اعتنا من الاول يا بيبو بعد اذنك سريعا يعني خلينا يعني انا ليا بس اكثر من تساؤل في اللعبه دي كابتن محمد معاك اهي يا كابتن لان هي لعبه مثيره للجدل بالفعل يعني اولا طبعا هنا في اوفر والكره ماشيه تمام وعبد الله السعيد لأزيه تمام حماده طلبه يعتبر اخر مدافع يا كابتن محمد وبعدين كابتن جهاد وقف في مكان مش في مكان اصلا الكره اللي وصلت لجنى اجاي انا بسال اولا في حاجه اسمها الادفانتج او تطبيق مبدا اتاحه الفرصه يعني ايه؟ يعني كان يجب على جهاد في اللعبه دي كان يتيح الفرصه للاعب لو جاب هدف ماشي ما جابش هدف يرجع يكتسب المخالفه خارج منطقه الجزاء ويعطي البطاقه الصفراء او الحمراء دي كان المفروض يعملها جهاد الحاجه الثانيه هل جهاد النهارده خد القرار من الحكم الاضافي لان انا شايف ان اللعبه الصفاره اتاخرت شويه يا كابتن محمد. هنا انا شايف ان مفيش مخالفه او لو في مخالفه كان المفروض جهاد يسمح باستمرار اللعب لان ده هدف ودي فرصه محققة على هدف وكان يسمح باحتساب الهدف وما كانش يرجع لان انا هدف اكيد لجونيور اجاييه ولو كان هو رجع ثاني احتسب المخالفه طب انا بسال سؤال طب انت ما طردتش ليه يا كابتن جهاد؟
يعني انا حماده طلبة اخر مدافع موجود، وخلي بالك ان حماده طلبة كان عنده انذار في الدقيقه 44. يعني على الاقل هنا حتى لو انا رجعت بحساب المخالفه من على حدود منطقه الجزاء كان يجب يمنع هدف انذار لحماده طلبة، يعتبر البطاقه الصفراء الثانيه، وكان المفروض يبقى مطرود خارج ميدان اللعب. طبعا انا شايف ان القرار مش موفق فيه جهات بالمره، لان كان عنده اكتر من فرصه في اللعبه ديت، كان يامر باستمرار اللعب ويسيب الهدف، وهدف طبعا يعني انا اعتقد لو النتيجه النهارده انا واحد انا افتكرته هيحسب فاول على ابويه. خدت بالك؟ طيب يمكن يا كابتن واحنا هنجيب الكره الثانيه ايضا بالنسبه لوليد ازارو، لكن بالنسبه للكره دي هل بتشوف ان في النهارده المباراه كانت المفروض تعتبر سهله بشكل كبير، ولكن في كان اخطاء كثيره بالنسبه للكابتن جهاد، او بعض الامور او بعض الكرات اللي ممكن كانت تكون سهله انها تتحسبها بمنتهى السهوله لكن غير مبرره بالنسبه للكابتن جهاد جريش النهارده؟ كابتن فاروق يعني انت حضرتك بتسال سؤال مهم جدا. خليني اقول لك نظريا المباراه سهله، يعني نظريا من ناحيه نظريه هي مباراه سهله، ولكن من ناحيه العمليه طبعا اعتقد المباراه صعبت شويه نتيجة ان في احداث داخل الصندوق للفرقتين. المباراه بتبقى صعبه لما يكون في احداث داخل الصندوق وبتبقى في القرارات طبعا مش بعضها مش موفق يعني. ولكن انا شايف ان الهدف طبعا انا شايف ان في هدف ما كان يجب على جهاد جريش ان هو يلغيه، وزي ما قلت هو حكم كبير كان يجب عليه ان هو يتيح الفرصه ويخلي اللعب يستمر او يتواصل ويحتسب الهدف. طيب لو انا قلت هو خلى اللعب يستمر كابتن فاروق كان ممكن هو عنده فرصه ثانيه، لو اجايه ما قدرش ان هو يستثمر الفرصه كان ممكن يرجع ويحتسب المخالفه خارج منطقه الجزاء، وكان المفروض يدي بطاقه حمراء او صفراء لحماده. طيب لاعب كره وليد ازارو قدام حضرتك كابتن ناصر، يعني برضه راي حضرتك فيها برضه اكيد يعني كابتن ناصر يبقى انت اعلم مننا في هذه الجزئيه يعني. تمام، هو مين اللي لعب اخر ما لعب الكره كابتن محمد؟ وليد بساله ازارو اخر من لعب الكوره طبعا هو وليد ازارو دخل على الكوره خالص. وانا شايف هنا في خطا، يعني تم في خطا بإيمال ان لم يكن هنا نفس اللاعب برضه يا كابتن. هنشوف اللعبه يعني هنشوف اللعبه ثاني بس نتاكد عشان ايه ما نظلمش الحكم. نشوف اللعبه رغم ان جهاد فتح زاويه ناحيه الناحيه العكسيه وكان عنده زاويه رؤيه 10 على 10 بالظبط كده، هو واقف بشكل وزاويه رؤيه هايله يا كابتن. هنا وليد هنا خد الكوره يا كابتن، خد الكوره يا الكوره كابتن. تمام؟ نمشي بقى نمشي شوية. تمام، أنا شايف إن هنا ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لوليد أزارو لأن نفس اللاعب وطرد برضه بالظبط. لا مش هقول طرد، هو حماد نفس اللاعب أهو عنده إنذار في الدقيقة 44 يا محمد فاروق، عنده إنذار في 44، هو لو كان في طرد كان يجب عليه طرده في لعبة جونيور لأن زي ما قلت إن كان فرصة واضحة لإحراز هدف، وبالتالي على الاقل كان خد البطاقه الصفراء الثانيه يعني. المشكله كمان ان وليد ازارو الخبرات اللي موجوده عنده قليله، فما طلعش ما اعترضش يعني ما حاولش يعترض او يبين لكابتن جهاد ان الكره ضربه جزاء وان هو شد او تعرقل يعني. من اول ما كنا بنحكي النادي الاهلي مثلا من فترات كبيره الميزه في النادي الاهلي ولعبته ان لعبته ما بتعترضش يا كابتن فاروق على القرارات، ودي اهم ما يميز لعبه النادي الاهلي ان هي بتبقى مركزه كويس قوي في اللعب وما بتشغلش بالها قوي بعنصر التحكيم يعني. يعني وده خلي بالك ده دي حاجه مفيده جدا لعيبه النادي الاهلي لما بتركز مع لعبها وما بتعترضش على التحكيم، دي اعتقد بتبقى حاجه كويسه جدا لعيبه النادي الاهلي. طيب انما انا هنا شايف ان هنا في كان يجب احتساب مخالفه على الرغم من ان جهاد فتح زاويه كويسه قوي ناحيه الشمال، ودي المفروض هو تمركز وتحرك طور من ادائه في التحرك، ولكن برضك يمكن قربه قوي من الحدث يمكن ما قدرش يشوف الحاله بشكل كويس. يعني كابتن بنتكلم في هدف صحيح بالنسبه للنادي الاهلي وايضا ضربه جزاء صحيحه بالنسبه ايضا للنادي الاهلي عن طريق وليد ازارو، والاولى ايضا عن طريق اجيه وهدف صحيح. تمام بس هنا فاروق عاوز اقول حاجه برضك مهمه. هو لحسن حظ طبعا الحكم ودي بتبقى حاجه كويسه جدا ان اللعبتين ما اثروش في نتيجه المباراه، يعني النادي الاهلي كسب طبعا يعني النادي الاهلي كسب صحيح. بس صحيح. يا كابتن بيحصل توتر من اللاعبين جوه وانا كسبان 1-0 غير لما بكسبان 2 اكيد طبعا 2-0 بتطمن اللاعب في الملعب وبتخليه يلعب تحت مش تحت ضغط اكيد طبعا. 2 من غير 1 معاك كابتن شريف، ولكن زي ما قلت في الاخر خالص بنحسبها احنا كتحكيم ان اللعبتين ما اثروش في النتيجه بشكل عام لان النادي الاهلي كسب. طيب هو بيحط يعني اخيرا بيحطني انا كفريق لاخر ثانيه حاطط فرقه الاسيوطي عندها امل في الماتش، يعني انا اللي بدفع الضريبه معاش يعني بيدفع الضريبه غير انا، يعني انا اعمل مجهود كبير واجيب جول زي ده وجول يضاف للعيب كمان الحقيقه مش
يعني فحرام ان هو يعني بهذا الشكل يكون. تعرف لو كان ادى فاول على اجايه على 18 يمكن ما حدش كان فتح بقه، ولا انت ايه رايك؟ والله بص يا كابتن شريف، انا اللعبه ديت انا بص لو هنا اداله قال اجايه زق الراجل او هو اللي بيتزق وهو اللي رايح على الجول، عارف لو كانت ده عكسيه احنا كنا فوتناها، انما بالقرار ده هو اللي حط نفسه في هذا المأزق. يعني كابتن شريف انا لو تسالني انا رايي في اللعبه، ان انا النهارده انا شايف ان مفيش مخالفه، يعني انا شايف ان مفيش مخالفه، هو التحام بين اللاعبين زي ما قلت. انا يبدو والله اعلم ان هو خد القرار من الحكم الاضافي، يعني الحكم الاضافي اللي هو الحكم اللي هناك هو ده واقف اهو قدامك يا كابتن عباس، مفيش الراجل حكم اضافي حاطط ايده ورا ظهره ولا فتح بقه ولا عمل. ما هو ممكن في الكوميونيكيشن سيستم بيتكلم يا كابتن شريف، لان هم معاهم سماعات. يعني هو انا شايف ان السفاره الرايه ما رفعت، لا ما رفعتش لا هو قهر لك فيها، هو يعني جانبه التوفيق. السؤال بقى، احنا بنتكلم كده على ممكن اخطاء النهارده، نشوه كابتن جهاد جريشة بوصوله او تحكيمه كاس العالم ممكن سعداء بيه اصلا يعني بشكل كبير النهارده في التحكيم. والله بص يا كابتن، هو احيانا الحكم لما بيوصل مثلا كاس العالم كابتن ايضا بيبقى هو تحت ضغط. عارف كابتن فاروق لما اللاعب يبقى معاه يعني كلنا بنعول عليه وكلنا حاطين امل عليه، فبينزل مضغوط في الملعب، اعتقد بينعكس على ادائه في الملعب. جهاد النهارده يعني هو محطوط تحت ضغط النهارده كراجل تم اختياره، وكراجل عنده يعني ترشيح في جائزه احسن حكم على مستوى افريقيا، فبالتالي بينزل بيبقى مش عاوز يغلط، يعني مش عاوز يغلط، ودوت خلي بالك بيحط تحت ضغط ايضا، يمكن الكلام ده بينعكس عليه في الاداء، وده اللي احنا بنقوله دايما ان مفيش اي حاجه المفروض تاثر عليك في الملعب، انت المفروض بتركز في ملعب المباراه. انا بعتقد مباراه سهله جدا كمال لله، يعني كان يجب ان هي تمر بدون اخطاء يا كابتن محمد. طيب كمال لله وحده، بيقول لك كمال لله وحده طبعا. اكيد كلنا بنقع في اخطاء، كله في اي مجال في الشغل اكيد بتقع في اخطاء، ولكن لازم تبقى الاخطاء عشان تبقى ناجح الاخطاء تقل في كل مره، والخبرات طبعا برافو عليك يا كابتن محمد. هو دايما احنا بنتكلم مع حكامنا على اساس ان احنا يعني الحكم الكويس اللي هو بيحاول دايما يطور من ادائه، وبيحاول دايما ان هو يقلل من اخطائه، وطول ما يقلل من اخطائه اعتقد المباراه بتمشي بشكل متميز. يعني صحيح، شكرا كابتن ناصر طبعا توضيح حضرتك للكورتين الخاصين بالنادي الاهلي، سواء كره اجاييه وانها كانت ممكن تبقى يعني الحكم يديها استمرار اللعب، ده في كره القدم وده قانون موجود في كره القدم وتتحسب بهدف، وايضا كره وليد ازارو انها ضربه جزاء ممكن تتحسب ايضا ولكن بشكل صحيح، ولكن طبعا كابتن جهاد جريشه تعامل معاهم بشكل مختلف عن رؤيتنا احنا كمان، لانه يمكن في الملعب زي ما احنا بنقول ممكن تبقى في اخطاء. كابتن شريف قبل ما عايز اتكلم على بطوله اوروبا، بقول لك افكرك انت كنت عايز تقول لنا حاجه. لا بطوله اوروبا مولعه كابتن، يعني في النهارده مدريد لا في نورد ونابولي 1-1، لايبزيج كان عنده فرصه انه يبقى موجود ويطلع للدور 16 مغلوب من بشكتاش اللي اصلا خلاص وصل بشكل كبير فرقتي انا بشكتاش 1-0، ايضا ماريبور كسبان اشبيليا 1-0 كان عنده فرصه ان هو برضه يبقى متواجد، ولكن يعني ليفربول مسهل الامور على اشبيليا ان كسبان سبارتاك موسكو 3. سبارتاك موسكو لو كان عمل نتيجه كويسه ايضا مع ليفربول حتى لو يعني كده كان ممكن يوصل بقى مع ليفربول، لكن حتى الان طبعا كابتننا الكبير جايب اجوان ولا حاجه في الماتش ده ولا ما لعبش؟ يمكن هقول لك بقى النتائج يا كابتن وبعد كده اقول لك طبعا حتى الان في نورد ونابولي 1-1، لايبزيج وبيشكتاش 1-0 لبيشكتاش، وماريبور مع اشبيليه وفوز حتى الان 1-0 لماريبور، وبورتو وموناكو 3-0 لبورتو، وشختار مع مانشستر سيتي 2-0. طبعا مانشستر سيتي وصل يعني خلاص وصل بشكل كبير، لكن في منافسات في الاول والثاني او الثاني بالنسبه للمقعد الثاني في هذه المجموعه. ايضا ريال مدريد وصل كسبان بروسيا دورتموند 2-1، توتنهام وابيول 2-0 لتوتنهام، طبعا توتنهام ايضا وصل للدور 16، ليفربول حتى الان 3-0. يعني دي مباريات النهارده والنتائج حتى الان. من مباريات الامس كانت في نتائج مانشستر يونايتد وساسكا موسكو، وفوز مانشستر يونايتد 2-1، وبنفيكا اتغلب من بازل واللي وصل طبعا لدور 16 بهذه النتيجه 2-0، وسلتك مع اندرلخت واندرلخت يفوز 1-0، وبايرن ميونخ يفوز على باريس سان جيرمان 3-1، وروما يعني يفوز ايضا امبارح 1-0، وتشيلسي مع اتلتيكو يفوز او يتعادلوا 1-1. امامكم على الشاشه دي النتائج الخاصه طبعا بمباراه الامس،
واولمبياكوس مع يوفنتوس وفوز اليوفنتوس 2-0 وبرشلونه وسبورتنج لشبونه وفوز 2-0. دي نتائج امس واللي وصل بقى من الفرق بعد النتائج امس. طبعا مستنيين بقيه الفرق النهارده او المباراه تنتهي في دوري ابطال اوروبا ونعرف مين بقيه الفرق اللي وصلت، ولكن برشلونه وبازل وبايرن ميونخ وبيشكتاش وتشيلسي واليوفنتوس دول وصلوا، ايضا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد وروما وتوتنهام، دول الفرق اللي حتى الان بعد مباريات الامس دول وصلوا. دول يمكن ليفربول كمان. ليفربول يا كابتن طبعا احنا منتظرين يعني دي حاجه نتمنى طبعا يا جماعه، لو نعرف بس محمد صلاح جاب اجوان من الثلاث اهداف اللي حتى الان دول في الشوط الاول ولا لا يا جماعه، يعني بس برضو الاعداد يقول لنا بس نتائج الماتشات، يعني ما جابش حتى لما جابش كابتن، بس اكيد بيساعد يعني محمد صلاح نجم كبير. عامه بطوله اوروبا كابتن بتشوفوها ازاي السنه دي يعني كابتن ربيع؟ لا بس شفت انت بتقول الخطا الحكم يخطا، الحكم يخطا بس التلت الامامي ده محمد خلي بالك يا كابتن شريف مهم جدا، لان في حاجات مؤثره ممكن تغير بطوله وتلغي بطوله. ما ينفعش بحجم جريشه، جات جريشه مسافر كاس العالم، ان خطأين جول 100% وبنالتي ماشي. انت شفت كابتن ربيع اول ماتش لينا في الدوري السنه دي ربما؟ نعم شفت اول ماتش لينا في الدوري بتاع الطلايع النهارده. انت بتتكلم على الحكم رقم واحد في مصر حاجة بسيطة، فلازم وعندي 90 دقيقة ما بيقعدش أربع خمس ساعات في الملعب الحكم، يعني لازم كل واحد يا كابتن يشتغل شغله ويراعي ربنا سبحانه وتعالى وفنياته، دي مهمة جدا. كمان لله أوروبا بيشوفها طبعا. كمان لله واحدة. شوف زي أوروبا حد يقدر يسيب ماتشات أوروبا؟ إحنا سايبينها بقى دلوقتي. إحنا بيصطادونا في الوقت. يعني ماتش الأهلي بيتعمل دلوقتي هو شغلنا بقى يا كابتن، بس طبعا. يعني مباريات حتى الآن يعني بتشوف مفاجآت مثلا يا كابتن في الأسامي اللي أنا قلتها سواء بشكتاش وبازل وصولهم لدور ال 16 في ظل طبعا وجود يعني فرق زي بروسيا دورتموند مثلا ما صعدتش، في ظل وجود مثلا فريق زي لايبزيج، على فكره بورتو برضو احتمال يبقى متواجد يعني في ظل النتائج دي يبقى متواجد برضو. كل الفرق محمد ليها ادوار، حتى اللي ملوش طموح في احراز بطوله ان بيقدم اقصى ما عنده بسلوكياته واخلاقياته وتصرفاته ومتعه، الجمهور بيروح يستمتع بيوم جميل في كل حاجه، في كوره جميله، في تحرك، في تمرير، في شكل، في اداء، في احترام، في مكسب وخساره، في توفيق وعدم توفيق. اعتقد ان يعني ده اللي بيشدنا يا كابتن شريف، يعني نتائج دي دي مهمه، احنا بنحب الريال، بنحب الجو هناك المايتي. كمان الجو بيساعدك انك تتفرج على مباراه الدخول والخروج بص يا كابتن الملعب بص الروم بيبقى عامل ازاي يا كابتن شريف؟ الماتش قبل الماتش تلت ساعه تلاقي الملعب فاضي، بعد قبل ما يصفر تلاقي الملعب كله مليان، ففي سهوله في الدخول والخروج، في مسهل لهم كل حاجه رائعه الحقيقه، كل حاجه بتنظيم ومواعيد بالظبط، ومفيش حاجه اتموسفير بقى وجو تاني. احنا ان شاء الله بعد دخولنا كاس العالم نبقى على نفس المستوى. طب واحنا بنتكلم بقى على بطوله اوروبا بكره ان شاء الله في باريس تحت برج ايفل هيتسلم صاحب الكره الذهبيه جايزته ان شاء الله كابتن. بدايه طبعا هذه الكونفرنس دي برعايه فرانس فوتبول، طبعا احنا نعرف ان فرانس فوتبول دي اللي فيها محمد صلاح يعني؟ دي لا فيها لعيبه كتير، لكن انا عايز اقول لك ان بدايه من 56 هذه الجائزه كانت موجوده، كان اول لاعب احرز على هذه في العالم الجائزه الكره الذهبيه. على فكره كانت من 2010 ل 2015 انضمت الفيفا لهذه الجائزه مع فرانس فوتبول، ولكن في الوقت الحالي خلاص رجعت تاني لفرانس فوتبول بس من غير الاتحاد الدولي المشترك. افريقيا هتبقى بعدها كابتن فاروق؟ افريقيا هتكون بعدها كده بعدها ان شاء الله، نتمنى طبعا محمد صلاح ان شاء الله. ولكن انا بس للتذكره اول لاعب بالنسبه لهذه الجائزه كان اللاعب الانجليزي سير ستانلي ماتيوس، ده كان اول لاعب، واخر لاعب كان لهذه الجائزه كان كريستيانو رونالدو 2016. طبعا ليونيل ميسي اخذها خمس مرات وكريستيانو اربعه بس. اعتقد ان كريستيانو مرشح ليها ياخدها باذن الله بكره ان شاء الله. ان شاء الله لو انجازاته يعني انت كابتن يعني وميسي ليه لا كابتن؟ لا في انجازات على المستوى الدولي ما حققش، هو على المستوى المحلي والدولي رونالدو حقق يعني واخد بالك بتتكلم بدي سبب ايه بالبطولات
كاس اوروبا بالأهداف. كاس اوروبا ودوري وكاس مع ريال مدريد بتشجع مثلا برشلونه عاوز ميسي وخلاص بطوله العالم للانديه واخد اربع واخد خمس بطولات واخد خمس بطولات ايوه يا ميسي كابتن انت يعني ده حاجه حقه خلاص اذا كان على حس رونالدو زيدان خد احسن مدرب طب نقول النتائج تاني مره تانية يا كابتن بس عشان الناس تبقى فاكره معانا حتى الان ليفربول وسبارتاك موسكو وصلت النتيجه ل 4-0 ريال وريال مدريد وبورسيا دورتموند 2-1 حتى الان وتوتنهام واوبيول 2-0 وتشختار ومانشستر سيتي و2-0 وفي نورد مع نابولي 1-1 يعني طبعا هنشوف النهارده بقى نهايه المباريات مين هيوصل مع الفرق اللي احنا قلناها لدور شكاتي جيري بيلعب فيها بيبي اللي كان بيلعب في ريال مدريد ده كابتن من اكبر الفرق اللي موجوده في تركيا زي جالاتا بيلعب فيها بيبي اللي هو كان بيلعب اللي بيلعب في البرتغال احمد حسن لا والبرتغال بيلعب فيها بيبي اللي لعب في ريال مدريد هو بيلعب فيها بيلعب خلي بالك الدوري التركي يا كابتن من اقوى الدوريات اللي موجوده فوجود فرق زي بازل كمان انا يمكن بقول بازل ان هو يوصل يعني محمد صلاح ما بقاش وشه حلو على اي حته بيروح فيها بازل يا كابتن من الفرق او الانديه اللي في اوروبا اللي بتربي لعيبه وبتبتدي تبيعها على مستوى الانديه الاوروبيه فوصولها بالقوه دي اعتقد ان هو ما بقاش يبيع بقى عارف اللي هو ايه قال لك اما اقعد شويه باللعيبه دي ولكن في انديه كده عندنا بيفرغوا نني ومحمد صلاح صحيح واحد راح تشيلسي والثاني كمان يا كابتن من الفرق اللي بتعمل كده من الانديه اللي بتعمل كده في انديه كتير بتفرغ على طول اكس لا بس يعني كابتن عارف الواحد بيستمتع الصراحه بالدوري الاوروبي والسهوله دلوقتي انك تتفرج عليه خليك كمان بتتطلع لشكل جديد خططي وكره عشان كده دايما بنستمتع بيها متعه محمد موجوده كل حاجه فيها متعه يعني تشجيع الجمهور وحضور الجمهور وتصرفات المدربين وتصرفات اللعيبه واداء اللعيبه والاخراج نفسه شكل الملعب بيخليك نفسك عايز تلعب ترجع تلعب تاني يعني حاجه تقعد تتفرج يعني بس تتفرج فعلا انا بسال نفسي سؤال غريب جدا هو ليه الناس بيروحوا هناك على طول بالعدد ده كله يتفرجوا على الماتشات بتبقى حاجه مضمونه متعه مضمونه فرح يوم ده ورايح لناديه او لبلده بتبقى حاجه هم موفرين كل حاجه للاستمتاع الحقيقه بالرياضه هناك طيب كابتن يمكن ده كان كنا نلقي الضوء سريعا بس على انديه اوروبا على الماتش الجاي مقاصه كابتن من الاسبوع مؤجل من الاسبوع الثاني توقعاتكم لهذه المباراه الصعبه والقويه طبعا هدفنا هو الوصول بالنتيجه او النقطه 28 وتتقدم بقى على نادي الاسماعيلي وبالتالي ان شاء الله طبعا مع ان الماتش القادم بالنسبه للاسماعيلي يبقى فيه كلام يعني دوافع طبعا دوافع ماتش المقاصه بقى كتيره وانت قلت عشان المركز الاول برضه فده حاجه هتلاقيها ان شاء الله عند الجهاز وتلاقيها عند اللعيبه باذن الله التركيز هيبقى افضل واحسن واعلى وافضل باذن الله ان زي ما قلنا الدوافع كتير الماتش ده يخلينا في المقدمه واحنا لما بنقف في المقدمه خلاص بامر الله تعالى محدش يقدر يزعزع النادي الاهلي عن اول المجموعه فبامر الله تعالى دوافع كتيره بعد الراحه بعد الاستشفاء باذن الله تعالى انا متوقع ان ادائنا هيبقى افضل واحسن واقوى من ماتش النهارده لا ورجوع بعض اللاعبين ان شاء الله بقى سعد سمير يرجع بالسلامه علي معلول قريبا ان شاء الله هيبقى متواجد حسين السيد او كل اللاعبين يعني كل اللعيبه هتبقى ايضا في المباراه القادمه لحد ما جاهز كابتن شريف لو عندك تعليق على المباراه القادمه باذن الله اللعيبه تخرج سلام النهارده الماتش النهارده كام الماتش جاي كام ما خلاص بقى لا خلاص مش هاخد بقى الفرقه بقى كابتن شريف بقى ايه يا كابتن ربيع بس كل عضو رب الفلق الزريق ما شاء الله وقدر الثقه ما شاء الله ونشوف بكره كابتن حسام زعل مننا في ايه لا هكلمه بقى كابتن شريف حسام حبيبي لا نشوفه بكره ان شاء الله نشوف مبروك كابتن شريف النهارده انا مبروك على علينا وعلى الاجهزه الفنيه وعلى مجلس الاداره الجديد وبشكرك وبشكر كابتن ربيع ياسين بشكرك كابتن ربيع الحمد لله والشكر الف مبروك الحمد لله بالفوز ده يعني اكيد النادي الاهلي الحمد لله بيوصل للنقطه 25 المركز الثاني لسه طبعا عندنا ثلاث مؤجلات سواء مصر مقصه النصر المقاولين ان شاء الله نحصل على هذه المباريات واحد قبل ما اقفل كده واحد زملكاوي صاحبي كلمني بعد الماتش قال لي ما ندي لك 12 نقطه كده انتوا كده كده بتكسبوا خدوها ما انتوا كده كده هتكسبوا خدوها على طول من غير ما تلعبوا الفرقه اللي هم يتمنوا يجيبوها طبعا حته الدعابه بس من واحد زملكاوي صديق ليا لكن طبعا دي الثلاث مؤجلات اللي عندنا ان شاء الله بيهم نوصل للنقاط نبقى متقدمين في بطوله الدوري وفي المركز الاول ان شاء الله حتى الان طبعا الاعداد بيقول لي قبل ما اغلق طبعا او اقفل الحلقه ليفربول 5-0 بس صلاح لسه ما جابش اهداف حتى الان صلاح ما بيلعبش يا فاروق ليهم لا صلاح لا جاب عمل اسيست الهدف الثاني تقريبا كويس لكن كل التوفيق ان شاء الله لمحمد صلاح يا رب ايضا بقول لكم حضراتكم كده
نوصل ان شاء الله ل 12 بعد ال 12 نقطه في المباريات المؤجله للمركز الاول ونفضل متصدرين ان شاء الله حتى حصولنا على بطوله الدوري هذا الموسم. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، الف الف مبروك وتصبحوا على خير. السلام عليكم.